اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان وبرنامجكم المميز الاهلي ليله. الاهلي ليله النهارده معانا فقرات مميزه جدا وحلقه خاصه جدا، ويسعدني النهارده ان يكون معانا اثنين من زملاء الافاضل امير هشام وخالد العوضي. هيكون معانا فقرات مميزه جدا، وانا سعيد النهارده بامير هشام لانه واحد من مذيعين الشباب المميزين جدا اللي هو استحق فرصه فعلا على شاشه قناه الاهلي. اما الكابتن خالد العوضي طبعا حدث ولا حرج، وهتكون فقره مميزه جدا دايما في الالعاب الاخرى ودايما في موضوعات مهمه جدا. اروح لامير هشام. مساء الفل امير. مساء الفل عليك يا استاذ ايهاب، برحب بيك ومبسوط جدا ان انا معاك النهارده، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله والبرنامج اليومي اللي مستمرين فيه مع جمهور النادي الاهلي في كل مكان. خليني سريعا اقول لكل جمهور النادي الاهلي فقرات الخاصه بحلقه النهارده. النهارده هيكون عندنا اول فقره مع الاستاذ ايهاب الخطيب، هيستضيف فيها الكابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي منتخب مصر السابق. هتكون فقره مميزه جدا، فقره حواريه هنعرف فيها العديد من الاسرار، وهيتم طبعا فتح فيها العديد من الملفات الهامه جدا اللي اكيد ان شاء الله هيستمتع بيها كل جمهور النادي الاهلي. دي هتكون الفقره الاولى. الجزء الثاني هكون انا معاكم ان شاء الله، وهيكون معانا العديد من الفقرات سواء الاهلي او جمهور الاهلي بالتحديد في كل مكان اللي بنحاول نوصل له بقدر المستطاع عشان نعرف كل انطباعاته وارائه تجاه النادي الاهلي لما هو قادم في مختلف الانشطه داخل النادي الاهلي. ايضا هيكون معانا فقره خاصه بالاهلي في كل حته، ودي اكيد فقره هتكون مهمه جدا وخاصه ببعض الفرق العربيه اللي بتحمل نفس اسم النادي الاهلي. طالما انت معاك نفس اسمنا يبقى انت مننا، فلازم نعرف كل الاخبار عنك. ايضا هيكون معانا فقره اخرى من كتاب التاريخ، ودي فقره هتكون مهمه جدا، هنرجع كده لحقبه مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي بيحبها، هنخليها مفاجاه لغايه لما يجي ميعادها. ايضا في فقره كمان هقدمها لكم، وهي فقره خاصه من بره الاهلي، وهنحاول فيها نسرد كل الاخبار الخاصه بالرياضه المصريه بشكل عام خارج اسوار النادي الاهلي. وفي الاخر كده ان شاء الله هيكون معانا تقرير، او هنحاول نعرف كل الكواليس الخاصه بالفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي اللي بيستعد لمباراه مهمه جدا امام النجم اللبناني في مستهل البطوله العربيه ومشوار النادي الاهلي في هذه البطوله. اكيد هتكون فقره مهمه ومميزه. الجزء الثالث والاخير من حلقه النهارده، وهيكون خاص بالكابتن خالد العوضي اللي هيستضيف اثنين من لاعبي النادي الاهلي في العاب القوى، كابتن مصطفى الجمل وايضا الكابتن محمد مجدي حمزه. ايضا هتكون فقره مميزه جدا، نتمنى ان شاء الله الحلقه تعجب كل جمهور النادي الاهلي النهارده وتكون مليئه بالمعلومات والامور اللي بيحب طبعا كل جمهور النادي الاهلي يعرفها بشكل مستمر. دلوقتي نروح لزميلي ايهاب الخطيب عشان يقدم لنا اول فقره في حلقه الاهلي الليله النهارده. شكرا امير، ان شاء الله تكون حلقه موفقه جدا، وشكرا ليك. اكيد استعدادات مهمه جدا لمباراه النجمه، يمكن النادي الاهلي سافر النهارده وبيخوض مرانه الان على ملعب برج العرب. كان في مؤتمر صحفي الساعه 5:30، مستر باتريس كارترون قال كلام مهم جدا، لكن عايز ابدا معاكم من البدايه. انا مديريه امن اسكندريه يعني وضعت ترتيبات وتجهيزات مكثفه للمباراه، وهيكون في تامين كبير جدا على بوابات استاد برج العرب، وهيتم فتح البوابات الساعه 3 العصر، والبوابات هتقفل الساعه 7. نقول تاني عشان كل الجماهير اللي ان شاء الله تؤازر الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرم الاهلي بكره، هتكون البوابات مفتوحه الساعه 3 عصرا، وباب الاستاد هيقفل الساعه 7، والمباراه ان شاء الله الساعه 7:30. القايمه بقى اللي اصطحبها مستر كارتيرون في حراسه المرمى شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، في خط الدفاع احمد فتحي ومحمد نجيب وصبري رحيل وايمن اشرف وسعد سمير ومحمد هاني، وفي خط الوسط حسام عاشور وهشام محمد واحمد حمودي وكريم نيدفيد وليد سليمان ومؤمن زكريا واحمد حمدي وميدو جابر ومحمد شريف وناصر ماهر واكرم توفيق، وفي خط الهجوم صلاح محسن ومروان محسن. ان شاء الله مباراه موفقه للنادي الاهلي. فريق النجم اللبناني من الفرق المميزه جدا على فكره، الكرة في لبنان اتطورت بشكل كبير. ادي قدامنا زي ما انتم شايفين وصول فريق الاهلي لمقر اقامته، يمكن كده اعتقد يعني ان التمرين هناك بيفنش، لكن دي كانت لحظه هم
وتركيز كبير جدا ومهم جدا في مباراة مهمة جدا. البعض ممكن يكون شايف ان مباراة النجم اللبناني مباراة سهلة، لا ما فيش حاجة اسمها خلاص بقى سهل وبقى صعب، كرة القدم كلها مباراة لازم تحترم المنافس. عودنا النادي الاهلي دايما انه بيحترم المنافس، واللي عايز اقوله برضو كان لينا مداخلة هنا مع المدرب العام الكابتن حمدان لفريق النجمة. الناس حافظة الاهلي بشكل كبير جدا، ناس حافظة الاهلي وحافظة اداؤه، لكن هم هنا شافوا مباراتين للنادي الاهلي، طبعا تابعوا النادي الاهلي في افريقيا وشافوا لقاء الاهلي امام الاسماعيلي وامام المصري، حتى ان المدرب العام كان بيحضر المؤتمرات الصحفيه لمستر كارتينو. ليه بقى؟ عايز يشوف ان بعض الاسئله اللي بتتسال هو الراجل بيرد عليها ازاي عشان يكمل معرفته الكامله، واحنا في الاخر عارفين ان الامور كلها بقت كتاب مفتوح وخلاص، الدنيا بقت ماشيه في الشكل المتعارف عليه، مفيش حاجه بقت مستخبية، يعني انت تشكيلتك بتبقى باينة، اللعيبة البدلاء بيبقوا باينين، حسب ظروف المباراة بقى هيبان مين اللي هيشارك. ان شاء الله كل التوفيق للاهلي بكرة امام النجم اللبناني في دور ال 32، اكيد هنبص على التشكيلة المثالية، واكيد هنشوف الاستعدادات، واكيد هنشوف الرؤية الفنية لهذه المواجهة المهمة، وده هيكون معانا بعد الفاصل ان شاء الله، هيكون معانا الكابتن احمد بلال ان شاء الله هيكون موجود معانا بعد شويه علشان نتكلم اكتر في المباراه. كلام طبعا مهم وكلام كتير دايما بيتقال في المواجهات العربيه، يمكن امبارح كان في ازمه بسيطه كده في البطوله بين اهلي طرابلس وبين الوداد المغربي، طبعا لان التاشيرات ما خرجتش لفرقه اهلي طرابلس في ميعادها، وبعدين الوداد كان عايز يلعب المباراة في الميعاد المقرر، اتأجلت يوم، اليوم صادف النهاردة مع السوبر الأسباني اللي بيقام في المغرب، فالناس شافت انها صعب تلعب، اترفعت المباراة واتجمدت ويبقى في قرار إداري، لكن بطولة كبيرة وبطولة قوية. ويكفي اننا مثلا لما بنتكلم على النجم اللبناني والمواجهات المصرية اللبنانية، يعني مواجهات من التسعينات تقريبا، من 91 92 ما شفناش مواجهات للنادي الاهلي في لبنان. البطوله العربيه رغم الجانب الفني اللي بنتكلم عليه وبنقول ان خلاص بقى فيه قوه كبيره جدا، لكن كمان في جانب قومي وجانب عربي وجانب مجتمعي للنادي الاهلي في البطوله. ان شاء الله بنتمنى البطوله تنجح والبطوله يعني تمشي بالشكل الافضل. عندنا كلام كتير، ولكن ارجع لامير عشان نكمل باقي فقراتنا. بشكرك زميلي إيهاب الخطيب. يعني طبعا خلينا نبتدي اول فقراتنا النهارده، وهي فقره بجمهور الاهلي او خاصه بجمهور الاهلي في كل مكان. طبعا بنحاول نوصل لعدد كبير من جمهور النادي الاهلي، نعرف اراءه المختلفه تجاه النادي الاهلي، طموحاته وتمنياته للفرق المختلفه داخل النادي الاهلي، ودي فقره اكيد مهمه جدا. وزي ما احنا عارفين دايما جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد في مسانده النادي بشكل عام، مختلف الالعاب الرياضيه داخل النادي الاهلي دايما الجمهور بيبقى السند الاساسي بالنسبه لاي فريق داخل النادي الاهلي، وهو رقم واحد في مسانده الفريق في مختلف المباريات الرسميه ومختلف ايضا البطولات اللي بيقدر النادي الاهلي بيحققها. وزي ما احنا عارفين النادي الاهلي دايما بيحقق بطولات كتير جدا زي ما احنا اتعودنا طبعا من النادي الاهلي. خلينا نروح سريعا نشوف تقرير ده والنادي الاهلي بيمثل جمهور النادي الاهلي ايه، ونرجع مره ثانيه. بيمثل قيمه وكبرياء ومجد. نادي عريق جدا من الازل، رواده دائما من صفوة الناس سواء كانت قبل الثورة أو بعضهم من أبان إنشاؤه يعني، وما زالت إلى الآن القيم والتقاليد بتاعته تجدها في هذا النادي، ونوجزها في كلمة الانتماء. أي واحد بينتمي سواء كان لعيب كورة أو عضو، الانتماء للنادي الأهلي حاجة ما تلاقيهاش في أي أندية تانية. الأهلي ده مش بيتنا، ده بيت العيلة كلها، البيت الكبير بتاعنا كلنا، بيمثل لي العشق والحب. التجمع اللي حضرتك شايفه ده يعني على الاقل بنتواصل، نعرف اخبار بعض ونعرف حاجات مضافه جديده لينا. في اصحابي، في حبايبي، في زملائي، في كل اللي انا برتاح اليهم. البيت التاني كل حته فيه في النادي ده بتمثل لي حاجه جميله قوي قوي يعني. والله الاهلي ده حياتنا كلها في الاهلي،
وأساسا الواحد الحمد لله في المرحلة السنية كده اتربى في الأهلي وكنت لاعب ألعاب قوة، فضلت وصلت في النادي الأهلي لبطولة مصر، مثلت مصر في الخارج وسافرت في الخارج والفضل كله يرجع للنادي الأهلي. بيمثل يعني عائليا كله عائلة واحدة وكلنا بنجتمع هنا اهوت. يمثلنا بيتنا التاني، دي أول حاجة، دي أهم نقطة، بس هي دي أهم نقطة عندنا بالنسبة لي. طبعا كانت فقرة مهمة جدا نسمع جمهور النادي الأهلي النادي بيمثل له ايه. طبعا زي كلنا ما احنا عارفين النادي الأهلي بيمثل لنا كل حاجة، الفريق طبعا سواء الفريق الأول او مختلف الفرق المتواجدة داخل النادي الأهلي ككيان نفسه. طبعا جمهور النادي دايما بيبقى وراء النادي الأهلي في كل الأمور، سواء الأمور السعيدة او الأمور او المناسبات الحزينة، لكن ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بشكل عام خلال المراحل المقبلة، علشان ده الهدف الأساسي لجمهور النادي الأهلي، أنه دايما يفضل مبسوط بالنتائج والانتصارات المتتالية اللي بيحققها النادي الأهلي في مختلف الألعاب إن شاء الله. الفقرة الثانية اللي هنتكلم فيها وهي من بره الأهلي، وهي فقرة بنتكلم فيها على ما يدور في الرياضة المصرية خارج أسوار النادي الأهلي. هيكون معنا تقرير سريع كده مع أو مستر ديفيد ديفز المدير الفني الجديد لمنتخب مصر كرة اليد، نروح نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. لسه التقرير طب مش جاهز. خلاص اوكي. اكيد يعني هيكون تقرير مميز جدا لحد ما يجهز. نشوف الراجل المدير الفني الجديد لمنتخب مصر كرة اليد شايف الفترة المقبلة بالنسبة للمنتخب ازاي، وخصوصا ان هي مرحلة مهمة جدا بالنسبة لمنتخب كرة اليد، عنده العديد والعديد من التحديات الهامة جدا اللي كل الجمهور المصري بيأمل بشكل كبير جدا في عودة انتصارات كرة اليد بالنسبة للمنتخب. احنا عارفين كان عندنا عصور ذهبية كتير جدا لكرة اليد في اوقات ماضيه، نفسنا نرجع للمحافل العالميه بشكل جيد جدا، وايضا الافريقيه اكيد بكل تاكيد شيء مهم جدا بالنسبه لكل المصريين. فبالتالي المدير الفني الاسباني الجديد ديفيد ديفز المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكره اليد، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المقبله، ويكون عند حسن ظن كل المصريين خلال الفتره الجايه. التقرير جاهز، خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. The federation contact me and الاتحاد المصري لكرة اليد كان عايز بيدور على مدرب اسباني لتولي المهمة، على اعتبار ان المدرب الاسباني حاليا المدربين الاسبان هم في المود في اوروبا او هم دلوقتي في اعلى مستوى. شافي سباتين مدرب الاسباني الشهير جاء مصر فعلا واتفرج على مباراة من المباريات ورشح كابتن ديفيد ديفيز، وبالتالي تم الاتصال به من قبل الاتحاد المصري والتعاقد معه. هو طبعا قبل المسؤولية لأنه دي حاجة كويسة بالنسبة له. I was 20 years as a player and أكيد طبعا هو عنده فكرة كويسة عن كرة اليد المصرية ولعب ضد مصر أكثر من مرة في بطولات عالم، وطبعا معرفته بحسين زكي وأحمد الأحمر كلاعبين عالميين مشاهير، وحسين زكي طبعا بصفته انه لعب حوالي 8 سنين في اسبانيا فتوطدت المعرفه ما بينهم، وهو زار مصر قبل كده مره والتقى بحسين زكي هنا. Of course when the federation called me the they told me that my contract expired the February of the... الهدف الاساسي طبعا بعد اسناد الملف تنظيم 2021 لمصر، فالهدف الاساسي طبعا دلوقتي هو ان احنا نحقق حاجه في 2021. دلوقتي فترة الإعداد للمنتخب للهدف الأكبر، بس طبعا في أهداف تانية زي كأس العالم القادم في ألمانيا والدنمارك 2019، والكأس أفريقيا القادم والتأهل للأولمبياد إن شاء الله. هو طبعا اتفرج على من 10 ل 15 مباراة من البطولة الموسم السابق في الدوري المحلي وفي كأس مصر، علشان طبعا في عدد كبير من اللاعبين مش موجودين في المنتخب، فهو كان محتاج يشوف اكبر عدد من اللاعبين ويختار انسب الاختيارات للمرحله اللي جايه. هو طبعا عايز يتابع كل المباريات علشان يوصل لافضل ما يمكن اختياره من اللاعبين للبطوله اللي جايه في دنمارك والمانيا.
نتمنى كل التوفيق لمستر ديفيد المدير الفني الأسباني الجديد لمنتخب مصر لكرة اليد. نتمنى له كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة، يكون موفق في اختيار العناصر المناسبة للانضمام وتمثيل منتخب مصر الأول لكرة اليد. إن شاء الله نتمنى لهم كل النجاح في الفترة المقبلة. لسه مستمرين مع فقرة من بره الأهلي، وعندنا تقرير آخر مع اللاعب مروان ممدوح بطل مصر في الملاكمة، واللي قدر أنه يحرز الميدالية الذهبية في بطولة أو في دورة ألعاب البحر المتوسط في تراجونا. أكيد هيكون تقرير مهم أيضا. خلينا نروح نشوف ممدوح عليه ونرجع تاني. أنا أعتبر عيلتي كلها أبطال في الملاكمة، وجدي كان مدرب وبابايا كان بطل دولي وخلاني بطل عالم، وابن خالي كان مسافر بدا أولمبياد ريو اللي فاتت. يعني عيلة كلها ملاكمين يعني، فاهم؟ ده هو يعني كنت طالع بحب الملاكمة ونفسي ألعبها وكده. هو يعني بدأت أتمرن مع خالي. يعني خالي كان ماسك مدرب نادي السكة الحديد، فبدأت أتمرن معاه شوية وكده. وبعد كده انتقلت بقى نادي الترسانة هناك، وفضلت قاعد سنة هناك وكده لما لعبت بطولة الجمهورية في 2015 ودخلت المنتخب. جبت أول جمهورية في 2015، بطل مصر وبطل مصر في 2016، وبطل مصر في 2017، وبطولات الدولية بقى كاس، سافرت في بطولة كاس أوبرس الدولية 2016 جبت أول، 2017 بطولة العرب جبت مركز تاني فيها، و 2018 بطولة العرب جبت أول مركز أول وأحسن لاعب في الوطن العربي، و بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد. دي يعني كانت البطولة الرسمية لي اللي هي توضح لي بقى حلمي اللي أنا اتمرنت فيه وتعبت عشانه اللي هي الأولمبياد. طبعا إن شاء الله جبت فيها أول مركز أول الحمد لله يعني، وكان النهائي فزت بالضربة القاضية على لاعب جنوب أفريقيا. وبعد كده بقى بطولة بلغاريا الدولية من أقوى البطولات اللي سافرتها في حياتي يعني، بطولة على أعلى مستوى كان فيها كل بلاد العالم وأقوى بلاد في الملاكمة. الحمد لله يعني عملت اللي عليا يعني، وحصلت على المركز الثاني بعد خسرتي من لاعب كازاخستان. كلنا من ساعة ما جينا يعني البرنامج بتاعنا ماشي على البطولات، طبعا الاحتكاك كتير بيفرق معانا. طبعا ودينا هو بقالنا حوالي سنة ونص بنلعب بطولات كتير وبطولات دولية واحتكاكات شغالة الحمد لله يعني. يعني الاحتكاكات دي كلها يعني والمعسكرات دي كلها اللي هي بالنسبة كل اللي احنا بنعمله ده البطولتين اللي جايين دول اللي هم بطولة العالم والأولمبياد. كان استعدادنا كله برضو بطولة العالم اللي جاية دي ان شاء الله، وهو في معسكر مغلق، وان شاء الله يعني بإذن الله نروح نعمل حاجة في بطولة العالم. الاتحاد يعني عامل اللي هو اكتر اللي هو مخلينا بجد مش محتاجين حاجة، وطبعا دكتور عبد العزيز رئيس الاتحاد واقف جنبنا دايما طول الوقت ودعمنا نفسيا ومعنويا حتى ماديا يعني مش مخلينا محتاجين حاجه يعني الحمد لله. وهو عامل لنا معسكرات من 3 سنين وجاب لنا 3 خبراء كوبيين اللي هم يعني اللي بنوا مستوانا لحد دلوقتي يعني الحمد لله. طبعا بيبقى في نظام غذائي تبقى ماشي عليه يعني طول السنه، اللي هو برده بتبقى حارم نفسك، لازم برده عشان تعمل حاجه في حياتك لازم تحرم نفسك من كل حاجه يعني، فاهم؟ حتى الاكل، حتى عيلتك، حتى يعني فاهم اللي هو برضو النظام الغذائي ده بتبقى ماشي عليه طول السنه عشان وزنك. انت بتلعب بقى مش بطوله واحده مثلا، لا انت بتلعب بطوله كل مثلا 5 بطولات ولا حاجه في السنه. كل التوفيق لمروان ممدوح طبعا بطل الملاكمه، واللي قدر يحقق الميداليه الذهبيه في دوره العاب البحر المتوسط. لاعب عنده طموح واضح من كلامه ان هو ملتزم جدا بكل الاساليب او كل الطرق اللي تؤدي لنجاح اي بطل في اي لعبه بشكل عام. دايما بنحب الابطال اللي بيرفعوا اسم مصر عاليا، فاكيد نتمنى له كل التوفيق خلال المراحل المختلفه المقبله. نيجي بقى معادنا مع فقره هامه جدا، وهي من كتاب التاريخ، وهنرجع كده
فترة كبيرة جدا بتحديد عام 2001 وفترة تولي مستر مانويل جوزيه تدريب النادي الأهلي، ودي كانت الفترة أو الحقبة الأولى الخاصة بمستر مانويل جوزيه مع النادي الأهلي فور توليه المسؤولية، ويمكن فترة كانت فيها إنجازات كبيرة جدا زي ما احنا عارفين. النادي الأهلي في الموسم ده بالتحديد قدر أنه هو يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب مدة كبيرة جدا عن النادي الأهلي. مستر مانويل جوزيه قدر ان هو يجيب هذه البطولة طبعا برفقة اللاعبين والنجوم اللي كانوا متواجدين في هذا التوقيت، ايضا قدر ان هو يجيب بطولة السوبر الأفريقي. كان بقالنا فترة ساعتها فترة كبيرة جدا النادي الأهلي ما كانش حقق البطولات الأفريقية، دي كانت لأسباب مختلفة. يمكن الأهلي كان في فترة ما شاركش في البطولات الأفريقية إطلاقا، كان قرار من قبل مجلس الإدارة، بعديها رجعنا بس ما كناش موفقين في البطولة لحد ما جه مستر مانويل جوزيه في الفترة دي وقدر ان هو يحقق هذا اللقب الغالي بالنسبة للنادي الأهلي. بشكل عام النادي الأهلي الموسم ده بالتحديد أدى موسم أكثر من رائع، لو تفتكروا الموسم ده النادي الأهلي قدر انه يفوز على الزمالك بنتيجة 6-1، هذا الفوز التاريخي لجمهور النادي الأهلي كله ما يقدرش ينساه طبعا طول حياته. وايضا الموسم ده كان فيه مباراه كبيره جدا، مباراه الاهلي والاسماعيلي، وانتهت 4-4 في اخر مباراه الاهلي ما كانش موفق فما قدرش انه يفوز ببطوله الدوري، لكن العلامه المضيئه في الموسم ده هي فوز ببطوله دوري ابطال افريقيا وايضا السوبر الافريقي قبل رحيل طبعا الاسطوره مستر مانويل جوزيه مدير فني تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. بعديها رجع مرتين ثلاثه كمان وقدر انه يجيب بطولات عديده للنادي الاهلي، فترات كلنا ما نقدرش ننساها طبعا لمستر مانويل جوزيه وكل اللاعبين والنجوم اللي طبعا تزامنوا مع تواجد مستر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف التقرير الصوتي ده بالتحديد عن مباراه الاهلي وبيترو اتلتيكو الانجولي، يمكن كان لسه جيلبرتو وفلافيو متواجدين في بيترو اتلتيكو قبل ما يجوا النادي الاهلي، نروح نشوف عن كانت ذكريات اكثر من رائعه مع مستر مانويل جوزيه بتحديد في الفترة الأولى اللي تولى فيها مهمة تدريب النادي الأهلي كمدير فني. كانت فترة مليئة بالإنجازات، يمكن قعد سنة بس وبعد كده مشي، وبعد كده رجع النادي الأهلي قعد سنين كتيرة جدا على مدار فترتين أو ثلاثة بتحديد لمستر مانويل جوزيه مع النادي الأهلي، قدر أنه هو يطلع العديد من اللاعبين، يحقق العديد من الإنجازات والبطولات بالنسبة للنادي الأهلي. ما ننسلوش طبعا بطولات أفريقيا المختلفة اللي قدر يجيبها للنادي الأهلي، التأهل لكأس العالم للأندية، الأداء الأكثر من رائع، برونزية كأس العالم كمان في 2006. مستر مانويل جوزيه شخصية ما أعتقدش أنها هتتنسي من قبل كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. بالتحديد مباراة بيترو أتلتيكو النادي الأهلي قدم مباراة أكثر من رائعة، وشفنا نجوم كتير جدا خلال التقرير الصوتي اللي شفناه، يمكن كان أبرزهم كمان حسام غالي الأسيست اللي عمله لكابتن علاء إبراهيم في الهدف الأول تقريبا للنادي الأهلي في هذه المباراة، كان هدف أكثر من رائع، وكان كمان في هدف لسان دي، هدف كان جيد جدا، كابتن أحمد أبو مسلم كمان أحرز هدف جيد جدا. خليني اقول لكم كمان ان قبل المباراه دي كانت تقريبا مباراه الاهلي وريال مدريد ان لم تكن تخني الذاكره، والنادي الاهلي قدر انه يفوز فيها بنتيجه 1-0 من اسيست لحسام غالي لصندي احرز هدف، كانت مباراه القرن، النادي الاهلي كان بطل القرن الافريقي وايضا فريق ريال مدريد الاسباني كان بطل القرن الاوروبي، كانت مباراه كبيره جدا، ريال مدريد كان بيضم العديد والعديد من النجوم، روبرتو كارلوس، زين الدين زيدان، راؤول، كان نجوم كتير جدا متواجدين في ريال مدريد في هذا التوقيت. فبالتالي كان مستر مانويل جوزيه بدايته أكثر من رائعة مع النادي الأهلي، وكانت بداية انطلاقة للمدرب مع النادي في مختلف البطولات ومختلف المباريات اللي قدر النادي الأهلي يحقق فيها إنجازات عديدة وعديدة. جمهور النادي الأهلي عمره ما يقدر ينسى هذه الفترة، وبالتحديد كمان عمره ما يقدر ينسى مستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي. دي كانت فقرة مهمة جدا من كتاب التاريخ، لكن خليني أقول لكم أن احنا في هذه اللحظات هننتقل سريعا للأستاذ إيهاب الخطيب، واللي هيستضيف طبعا كابتن الكبير جدا كابتن أحمد بلال أحد نجوم النادي الأهلي وأحد نجوم منتخب مصر السابقين. أكيد هتكون فقرة حوارية ممتعة جدا، هيتم فتح العديد من الملفات مع كابتن أحمد بلال في مختلف الأمور بشكل عام، سواء النادي الأهلي بشكل خاص وأيضا الكرة المصرية بشكل عام. نروح سريعا لزميلي أستاذ إيهاب الخطيب وهذه الفقرة الهامة جدا مع الكابتن أحمد بلال، تفضل يا بوب. شكرا أمير، تقارير مميزة جدا، وما زال لدينا في الحلقة ما هو طبعا متميز أيضا، ومن خلال استضافتنا لنجم كبير واحد من أفضل نجوم الكرة المصرية، خاصة أنه كان صانع بهجة، يعني نجم كرة كبير، نجم فريق النادي الأهلي، نجم منتخب مصر، لكن هو احمد بلال احمد جوان. ربنا يخليك، منور يا كابتن. ربنا يخليك يا استاذ ايهاب، يعني سعيد اني موجود هنا في قناه الاهلي، وسعيد اني موجود معاك، وان شاء الله يا رب دايما في تالق باذن الله تعالى، ومزيد من النجاحات، ويا رب ان شاء الله يا
يعني دايما وابدا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وقناه الاهلي دايما في سعاده باذن الله ان شاء الله. بتنورنا دايما وبتشرفنا، وانا ببقى مبسوط وانا موجود معاك، لان كمان بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب عندك حنكه اعلاميه مميزه جدا، بستمتع بيك بتحليل المباريات. تحليل المباريات كمان في الاذاعه بيبقى صعب قوي قوي، لان انت بتشرح الشكل لمستمع مش شايف الموقف، توصله بشكل كويس جدا، ودي حاجه مميزه فيك. عايز اخدك لحته قبل ما نبدا في اي حاجه، ليه الكره المصريه بتعاني من نظره الهدافين، وانت واحد من افضل الهدافين اللي جم في تاريخ مصر، واحد من الـ 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 المهاجمين اللي اتمتعنا بيهم ومش شايفين زيهم دلوقتي؟ ده سؤال يمكن اجاباته صعبه جدا. طول عمر مصر وطول عمر النادي الاهلي، انا هتكلم عن النادي الاهلي، دي الفترات اللي عشت فيها جوه النادي الاهلي، والفترات اللي انا عاصرت فيها نجوم كبار جدا، وكان في احلام وطموحات وامال بالنسبه لي ان انا اكون واحد من الناس اللي موجوده في المكان الكبيره دي. ما كانت، انا بتكلم عن رصاصات الحرب طبعا اللي بيكون في تاريخ النادي الاهلي، نتكلم على كابتن خطيب بقى، ونتكلم على كابتن طاهر ابو زيد، نتكلم على كابتن محمد رمضان، كابتن ايمن شوقي، كابتن حسام حسن، لعيبه كبيره جدا جم النادي الاهلي، محمد فاروق، سامح حسني، لعيبه احمد صلاح حسني، لعيبه كتيره جدا، احنا عماد متعب طبعا، هو وسامه كانوا بعدي، خالد بيبو طبعا، خالد بيبو، مش عايز انسى حد، علاء ابراهيم يعني، وعلي ماهر يعني، اسماء كبيره جدا. بص احنا بنعد اسماء طبعا وخايفين ننسى، وسقط واقع مننا كام اسم واكيد واقع مننا اسماء طبعا اكيد. يعني ده يدل ان يعني زمان كنا دايما الانديه ومنتخب مصر كان دايما مليء بالفرق. يعني كنا زمان مشكلتنا ان احنا في منافسه، زمان كانت مشكلتنا ان احنا مش عارفين نلعب من كتر اللعيبه، فاهم قصدي؟ يعني انا هطلع العب ازاي؟ يعني انا مثلا وقت ما طلعت كان حسام حسن وعلي ماهر وعلاء ابراهيم ومحمد فاروق واحمد صلاح حسني ووليد صلاح الدين وتشيرنو مقفوله، ايه الاسماء يعني؟ عارف انت مقفولة. وانت جاي تتمرن لسه، ده فريتك بس، ده فريت انا، ده انا بتكلم عن النادي الاهلي طبعا عشان مكانك كمان في المنتخب، انا بتكلم عن النادي الاهلي طبعا. تمام، فانت طالع واحسن، وانا كنت هداف الناشئين وهداف منتخب مصر وبطوله افريقيا وهداف منتخب الشباب وبلعب منتخب اولمبي، وخايف وقلقان، ما كنتش ليا مكانه فوق في الدرجه الاولى، ما كانش مكانه للتدريب، مش بس مكانه للماتشات. يعني بص انا عايز اديك الفكره، انك قلقك انك ما يكونش ليك مكان انت تتمرن، تطلع تتمرن فوق. يعني بعد كل ده بلعب منتخب اولمبي واساسي منتخب اولمبي، وخايف ما العبش فوق في الدرجه الاولى في النادي الاهلي. بس لما طلعت فوق بقى اول تدريب طلعت فوق، بص القلق طبعا، التوتر، الخوف على مش الخوف من اللعب، الخوف من على المكانه اللي انت وصلت لها، يعني خايف ان هي تروح منك او ما تقدرش تحقق الامل او التوفيق، ولكن عندك عزيمه، عندك اراده. كان في مدرب عبقري اسمه كابتن مختار مختار، كان موجود معانا في طبعا في قطاع الناشئين ساعتها، كان هو اللي ماسكني. امكانيات رهيبه جدا فكريه، ازاي يقدر يوصلك او قدر ازاي يوصلنا ان انا لما اطلع فوق اكون من افضل الناس اللي موجوده. وخلاص انت بتبني خلاص الامل بتاعك، وبتبقى جاهز بشكل كبير جدا، وعندك طموح كبير جدا جدا جدا، وعارف ان عارف ان النادي الاهلي يعني دايما مش عايز اقول ما بيظلمش حد، ولكن عارف ان النادي الاهلي طبعا الاحسن الافضل الافوق في الوقت الحالي او في وقت هو اللي هيلعب. فكان ده كان الشعار، او دي كانت السمه اللي انا واخدها، او ده كان الفكر اللي انا كنت بعتقده في الوقت الحالي. اجتزت وحطيت رجلك وخدت مكانتك الاساسيه. وكان عايز اقول لك بقى حاجة، يعني اول مباراه كانت صعبه جدا جدا بالنسبه لي مع النادي، اول مباراه بلعبها مع النادي الاهلي كانت شوتينج ستارز في افريقيا، وكنت بلعب مكان دي، وكنت بلعب يعني رايح ايه اول لمسه النادي الاهلي، وعايز اقول لك كنت بلعب مكان كابتن حسام حسن، وساعتها كانت خناقات كبيره جدا. مين هيلعب مكان لا والعميد بقى يعني واحد من افضل اللي في تاريخ اللعبه بقى، وفي تاريخ المركز ده، وحماس واداء وفرود. لا وبعدين ايه ده، انا كمان كنت لابس رقم 9. يعني دي الطامه الكبرى. طبعا دي الازمه الكبيره كمان، يعني انا طالع لعيب من الناشئين، اتمرنت حوالي اسبوعين ثلاثه مع الفريق الاول بس، مفيش حاجه ثانيه، فتره اعداد في المانيا، وبعد كده ماتشات وديه، ورحت على افريقيا على طول، ونازل بقى والنتيجه 2-1 مغلوبين، النادي الاهلي مغلوب في الشوتنج ستارز 2-1، وانا نازل بقى تغيير ورقم 9 وبقى، وعارف عايز اقول لك بقى يعني في قلق على الدكه من المدير طبعاً الفني واللعيبه اللي معاك، وفي قلق فوق في المدرج من كتر لا والنظريه دايما تقول لك ترمي اللاعب الناشئ في مباراه تكون خلصانه لصالحك وفارق، صح، عشان تنزل تديله ثقه، ما تديلوش يعمل لك الفارق. ونزلت الملعب، ونزلت الملعب الحمد لله، اول يمكن بعد 3 4 دقائق واحده كده بصيتها رقصت وعملتها بالعرض لمحمد جوده اللعيب بتاعنا طبعا، سجلها الهدف الثاني،
الجول الثالث كابتن ياسر ريان بقى واحده بقى من حاجاته بقى المراوغه وسبرنت وبشماله جات لي. عايز اقول لك على حاجه، انا فكرت تفكير واحد بيلعب في الارسنال يعني. الكره جات لي عاليه وقفتها رقصت المدافع بيميني وبشمالي حطيتها في الزاويه البعيد. عايز اقول لك بقى مش متخيل يعني كم الفرحه الغير عاديه وانت اول مباراه ليك مع النادي الاهلي، اول ربع ساعه مع النادي الاهلي طبعا. بتكون سبب ان النادي الاهلي يوفق وانه يكسب المباراه دي. فعايز اقول لك شهاده اعتماد على طول. الحمد لله رب العالمين. يمكن برغم انك كنت لعب كاس عالم قبليها، بس عايز اقول لك ان الفرحه بالهدف ده طبعًا اكبر بكتير جدا طبعًا من فرحه بكاس عالم وكاس افريقيا واولمبي وناشئين وكل حاجه. اكمالا بقى لمسيره هدافين النادي الاهلي طبعا، وحطيت نفسك واسمك وخلاص بقى مع جماهير النادي الاهلي، وبدايه طيبه جدا في مباراه صعبه، لكن مش عارفين نشوف استمرار للمهاجمين الجامدين على المستوى المحلي كله. يعني الجيل اللي بعد كده كنا بنلاقي الكابتن حسن شحاته مع في المنتخب في كل الكره المصريه، ومن ابناء النادي الاهلي حدث ولا حرج صح في خط الهجوم. طبعا بتتكلم في القناص متعب، وبتتكلم في زيدان، وبتتكلم في ميدو، وبتتكلم في عمرو زكي، وهيقع مننا برضو اسمين ثلاثه في النص، لكن في الاخر كان في زخم في المركز ده صح. النهارده في مراكز كتير، لكن انا تحديدا عشان موجود معايا مهاجم مميز برضو ما فيهاش حل، يعني مش لاقيين لها حل. بص هقول لك الحاجه يا استاذ، مشكله الكره في مصر والفرادة في مصر دلوقتي في نقطتين مهمين جدا. يعني النقطه الاولى نقطه المدير الفني واختياراته. مدير فني، اي مدير فني النهارده مصري موجود في الدوري المصري، اول اختيار بالنسبه له هو اختيار اللاعب الافريقي. اللاعب الافريقي اللي عنده قوه وسرعه وعنده بنيان قوي جدا، دي رقم واحد. انت ما مش عايز تعتمد عندك اربعه في القائمه بتاعتك كلهم فراوده، فانت عايز اثنين من الاربعه يكونوا مهاجمين. عايز سرعه، عايز قوه، عايز لعيب مندفع تمام قوي جدا يقدر ان هو يصنع لك الفارق. هو ما بيفكرش انه يبص طالما عنده. يعني انا النهارده انت كمدير فني لما بيجي لك سيديهات بتبص الاجهز مين هجيبه كويس. حتى لو كنت انت ما تعرفوش شخصيا، حتى لو كان دي فيديوز بالظبط انت عايز نفس الوقت انا لو شايف مهاجم مصري كويس ما انا برضه هجيب اكيد. بس انت الفكره رقم واحد اصبحت دلوقتي نتكلم على ليه ندره الفراوده في الوقت الحالي المصري. لك الفكره رقم واحد بالنسبه للمدير الفني النهارده المصري اللاعب الافريقي. اللاعب الافريقي زي ما اتكلمنا كمان الفرق كلها بتجيب دلوقتي، مش مثلا اهلي وزمالك بس، معظم طبعا الفرق كل الفرقه طبعا كل الفرقه طبعا حتى في القسم الثاني بالظبط. طبعا رقم اثنين طريقه اللعب اللي بيلعب بيها اللي موجوده في الدوري المصري 3 لعب 4 2 3 1 واللي بتعتمد على فرد واحد فقط لا غير، بتعتمد على فرد واحد. فانت بالتالي كل معظم اللعيبه اللي انت عايز تجيبها او تشتغل عليها دي اللعيبه اللي بتلعب من تحت الفرد. البعض بيفضل انه يستخدم في طريقه اللعب اللعيب اللي الشادو سترايكر بالظبط. هي دي هي دي الوظيفتين، هي دي. انت عندك لعيب محطه بيبقى افريقي بالنسبه لك، الشادو سترايكر او اللعيب رقم 10 هو ده برضو يعني في الغالبيه بيفكروا ان هو ممكن يكون لعيب افريقي تمام. فانت عندك الثلاثه اللي تحت الفرد، الثلاثة دول ممكن يبقى فيهم زخم دلوقتي كبير. كنا العكس، الأول 4 4 2 أو 5 3 2 كان عندك اثنين فراودة موجودين في الملعب وعندك اثنين بودا. فالنهارده بقى كل تيم على الأقل كان موجود فيه أربع لعيبة. أربع زي بالظبط الاستوبرات. النهارده ما أنا عندي اثنين فول باكس تمام، اثنين المساكين، اثنين المساكين دول أنت بتحضر ليهم واحد أو اثنين مساكين بره. لازم يبقى موجود فيهم واحد أو اثنين، فأنت النهارده عندك ثلاثة أتليست ثلاثة في الملعب أو أربعة موجودين، اثنين بره واثنين جوه. الفرق كنا زمان كده، كنا زمان 4 4 2 او 3 4 3 او 3 5 ايا كانت الطريقه اللي كنت بتعتمد على اثنين فراوده، اثنين جوه الملعب واثنين بره الملعب. لا ربما ممكن تحتاج فرق ثالث، ربما تحتاج فرق رابع لو اتأزمت الامور، لو كنت مغلوب، لو المدير الفني حب يكسب انه يعمل زياده عدديه او كثافه عدديه فبالتالي كان بيغير وينزل فراوده. النهارده لا، النهارده 4 3 2 1 دي بتخلي لك عندك فرق واحد هو المحطه، فانت عندك واحد بس قاعد بديل بره احتياطي هو ده. غالبا ممكن ما بي وغالبا 90% زي ما انت بتقول. انا حتى كمان الفرد الاحتياطي ده بالنسبه لك بيبقى بيلعب الحتتين، يا اما بيلعب محطه بالزبط. يا اما ممكن يلعب شادو سترايكر ناحيه اليمين او ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. ان حتى الفرق اللي بتكسب اول تغيير ليها بقى دفاعي على طول جبرت بالظبط جبرت يخرج واحد من نص ملعب ويبتدي، او يخرج واحد من الاثنين اللي تحت الفراوده تمام، وينزل واحد يبقى موجود في نص ملعب عشان يقفل نص ملعب بالنسبه له. عشان كده ندره اللعيب. يعني انت النهارده الليسته زمان كانت ممكن بالنسبه لل 18 فرقه مش 36 واحد، لا كنا احيانا بتبقى 45 لعيب، 45 فرود في كل اسبوع موجودين في المباراه، ما بين اثنين في الملعب وواحد احتياطي، ده واحد اتليست يعني في بعض الفرق، انما في اثنين او ثلاثه. النهارده لا، النهارده انت بتحتاج 18 فرود وممكن واحد او ممكن ما يكونش في واحد ثاني احتياطي. فهي هم دول النقطتين المهمين جدا اللي من خلالهم يعني ما عندناش خلاص، ما عندناش فراوده. بالاضافه كمان ان انت النهارده المدرب بيبقى عايز لعيب جاهز،
يعني حتى اللعيبه بتاعه الناشئين مش كل الفرق بتقدر تصبر عليه. يعني مش كل الفرق بتقدر تصبر على ان انا مثلا هكتشف لعيب سنتر فورورد يكون قوي يكون اديله فرصه اديله فرصه ماتش واثنين وثلاثه واربعه. صعوبه المنافسه كمان صعبت لك الامور دي. يعني انت النهارده مثلا انت في النادي الاهلي مطالب انك بكره تكسب، المباراه اللي فاتت تكسب، فانت عايز لعيب ممكن كمدير فني اجنبي لسه جاي ما عندوش فرصه انه يشوف حد. بطولات العربيه بقى والمباريات دي اللي دايما بنشوف فيها في لعيبه كتير جدا بتاخد فرص، دور ال 32 الاهلي والنجم اللبناني، ويبدو ان كلامك يعني شفناه في البطوله العربيه اللي فاتت ويمكن نشوفه في البطوله العربيه دي، ان بتبقى في بعض الوجوه اللي بتشارك طبعا عشان ضغط المباريات. في انت عندك بعد كده الترجي وجاي من مباريات قويه جدا في الدوري، فربما يكون فرصه لمشاركه بعض اللاعبين وانك تشوفها بشكل كويس. صح، دي خاصة النادي الأهلي السنة دي مش بس بطولة عربية، النادي الأهلي السنة دي بطولة دوري عام، بطولة كأس مصر، بطولة الإفريقية اللي هو شغال فيها وماشي فيها بشكل كويس أو أصبح ماشي فيها بشكل جيد جدا. لعبته جاي من كأس عالم وتصفيات. لا وعندك كمان البطولة الإفريقية التانية اللي هتبتدي في شهر 12 اللي جاي، تمام؟ في شهر يعني في شهر 9 عندك تصفيات 8-9 ماتش النيجر ده. لا أنا بكلمك على لا أنا بكلمك على بطولة الأندية كمان. ما هو أنت لعبتك مرتبطة بده ورايح بقى لبطولة الأندية تبدأ في نفس الموسم. بالظبط، فأنت عندك النهاردة ست بطولات تقريبا، ست بطولات، بطولة دوري عام، بطولة كأس مصر، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بطولة دوري أبطال أفريقيا الثانية اللي هتبقى بعد دي، عندك كمان البطولة العربية، وعندك كمان بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتبقى موجودة في شهر 6. فأنت عندك مباريات صعبة ومتلاحمة بشكل كبير جدا، كان الله في عون طبعا المدير الفني السنة. فرصة كبيرة بالنسبة للعيبة، ودي يمكن مسج نحاول نوصلها للعيبة النهاردة. البطولات العربية والبطولات الإفريقية والماتشات الودية أحيانا كتيرة جدا بيظهر فيها لعيب، بيظهر فيها نجم ممكن يكون له مستقبل مع النادي الأهلي بعد كده. النهاردة عندك فرصة كبيرة جدا المدير الفني يشرك لعيبة كتيرة ممكن بكرة يكونوا موجودين. أنا أحيانا المدير الفني بيبقى عنده حيرة إيهاب، يعني ممكن يبقى اللعيب رقم 2 بالنسبة له مبهم. يعني أنا النهاردة عندي مثلا 11 لعيب، كل لعيب كل مركز بقى فيه لعيب احتياطي، اللعيب الاحتياطي ده ممكن يبقى مبهم بالنسبه له وهو مش قادر حتى يقرر مين. لما شاف المباراه وهو جاي شاف اللعيب الاساسي اكيد، صح ما شافش حاجه للعيب المبهم اللي انت قصدك عليه. فبالتالي المباريات الوديه او المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي زي البطوله العربيه او بعض المباريات اللي مالهاش يعني القيمه الكبيره او ما بيحتاجهاش النادي الاهلي بشكل كبير، ممكن من خلالها يحكم على مين يكون موجود، يستدعي مين. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، في بعض المباريات الوديه ظهر ميدو جابر بشكل كويس. النهارده ميدو جابر من اللعيبه اللي بيعتمد عليها مستر كارتيرون وبيديله ثقه كبيره جدا، وخلاص هو النهارده موجود وبشكل جيد، والراجل بيأدي بشكل جيد جدا. يعني فدي الفرصه بالنسبه لبعض اللعيبه ان هو يحط نفسه في التشكيل. انت ممكن ما تبقاش اساسي مش مهم، الشناوي حارس المرمى، الشناوي حارس المرمى بالظبط، لما خد في توقيته وابتدى يكمل وابتدى العربيه وكمل طبعا، ولعيبه كتير جدا. لا عمرو السليمه برده نفس الموضوع، كان احتياطي مع النادي الاهلي، ابتدى يشارك في المباريات الوديه، ابتدى يشارك بشكل رسمي لحد ما اثبت وبقى من افضل اللعيبه اللي موجودين في المركز ده. هي دي كره القدم، لكن انت لما يجي لك فرصه في اي مباراه سواء كانت مباراه وديه او مباراه رسميه لازم انك تكون دايما مستعد، لازم انك تكون دايما متأهب ان انت تلعب مباراه، عشان يقدر كمان المدير الفني. انا النهارده كمدير فني لو شفتك وانت بتلعب مباراه بالنسبه لي وما اديتش فيها بشكل جيد، طب انا برضو انا كمدير فني محتاج ان انا اكسب طبعًا. انا مدير فني محتاج انك انت كلاعب تديني الثقه. دي المعادله الصعبه، لان مستر كارتيرون في المؤتمر الصحفي قال لك الاهلي بيلعب يعني بنلعب على اللقب. صح، شوف يعني كله بيطالب، يقول لك اشوف لعيبه جديده واجرب وادي فرص وفي الاخر اقول للعيبتي اللقب والبطوله، وقلت تصريحات رسميه ان انا بلعب على البطوله. فبالتالي دي معادله صعبه جدا جدا، لكنها مهمه كبيره للانديه الكبيره زي النادي الاهلي. صح مظبوط، يعني خد بالك انت المدير الفني بيتحاسب من اول دقيقه، بيتحاسب على كل الالقاب، بيتحاسب على المباريات الوديه. مش عايز اقول لك بس المدير الفني في النادي الاهلي بيتحاسب على المباريات الوديه. انت النهارده لو لعبت مباراه وديه مثلا ضد اي فرقه وخسرتها النهارده، كم الاعلام والزخم الكبير جدا هيتكلم على هزيمه النادي الاهلي في المباراه الوديه. ده هو ده الكلام، وهي دي الصعوبات اللي بيواجهها كل مدير فني. عشان كده احنا دايما بندي نصيحه للعيبه، بنقول يا جماعه اي لعيب تيجي له فرصه بالنسبه له ان هو يشارك والمدير الفني يشوفه ويتفرج عليه، هو ده اللي بيدي الثقه او بينقل الثقه للمدير الفني في اللعيب ده. هو ده اللي بيخلي المدير الفني يثق فيك. النهارده انا ممكن انزلك تغيير، طب انا هثق ازاي فيك لو انا اديتك مباراه رسميه وما اديتش بالشكل المطلوب؟ اكيد مش هثق فيك. احط لك بين قوسين ناصر ماهر، اه طبعا اخدت فرصه وانت معروف انك لعيب كويس، صح، بس لما نزلت اكدت لي ان انت لعيب اساسي. صح صح، ناصر ماهر من اللعيبه، بص
اللعيب الجيد، اللعيب اللي عنده امكانيات، اللي عنده ثقه ايهاب، دايما بيبقى زعلان شويه، متضايق انه مش موجود، متضايق ان هو بره، متضايق انه ما بيلعبش، متضايق انه احتياطي، متضايق ان هو مثلا السبوت مش عليه، العين مش عليه. لكن ناصر من اللعيبه اللي انا تابعته السنه اللي فاتت في سموحه بشكل جيد، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي طبعا، ولعيب جيد جدا وامكانياته كبيره. وانت دايما هتلاقي اللعيبه اللي خرجت من النادي الاهلي كلها اللي عندها كاريزما، يعني مفيش لعيب خرج من النادي الاهلي، من مدرسه النادي الاهلي وخرج بره لازم يكون عنده كاريزما، لازم يكون عنده شخصيه، لان هو اتربى داخل النادي الاهلي على كده. احنا اتربينا داخل النادي الاهلي، ممكن تكسب 4 والمدير الفني يطلع يخصم لك المكافاه بتاعتك. حصل طبعا. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا كنا عندنا 19 سنه بنلعب مع كابتن مختار وكسبانين 7-1 يعني بنهزر في الماتش، يعني كابتن مختار مخصوم منكم يا جماعه، مفيش مكافاه ماتش النهارده. يا كابتن انت ما لعبتوش كوره. طب يا كابتن مفيش روح، يعني انت متخيل تبقى كسبان 7 طبعا وانت المدير الفني بيخصم لك المكافاه بتاعت المباراه طبعًا. بتاعتك طالع واخد تراك طبعا واحد. عشان كده دايما بنقول اللي اتربى داخل النادي الاهلي هو ده اللاعب اللي عنده الشخصيه، الوقت ما يرجع للنادي الاهلي مره تانية هتلاقيه ما اختلفش كتير. عشان كده ناصر ماهر ما اختلفش كتير جدا عن لعيبه النادي الاهلي، قدر ان هو ينسجم بشكل سريع جدا، قدر ان هو يدخل بشكل سريع جدا، بالاضافه طبعا لامكانياته، امكانياته المهريه العاليه جدا، واحد طبعًا. من افضل الناس اللي المفترض ان احنا ننتظرهم موسم قوي بالنسبه لناصر ماهر السنه. هي دي الفرصه انت بتقول اللي يمسك اللي يعني تحت الفرصه يمسك فيها ثقه المدير الفني. النهارده لو انا هقول لك على حاجه، النهارده لو ناصر ماهر الفرصه اللي جات له امام الاسماعيلي ما اداش بشكل جيد، كان ايه مردود المدير الفني عليه؟ هيبقى عكسي، واللعيب نفسه انت خدت فرصه خلاص طبعًا. انت خدت فرصه بالنسبه لك طبعًا. مش مطلوب من المدير الفني ان هو يجهزك حتى كمان نفسيا، هو عنده 30 لعيب وعنده مباريات متلاحمه طبعًا. انت كلاعب لازم تاهل نفسك انك انت الفرصه هتيجي. يعني وليد سليمان اتعور، خرج وليد سليمان من التشكيل، دخل ناصر ماهر لعب بقى اساسي. هي دي كره القدم، وهو ده اللي اتعلمناه. هي دي كره القدم. وكره القدم عندنا مواجهه بكره للنادي الاهلي، مواجهه قويه جدا مع النجم اللبناني. البعض بيبص للكره اللبنانيه، الكره اللبنانيه بتاعت زمان اللي كانت بعيده شويه، ولكن تطور كبير جدا في الكره اللبنانيه، ومواجهه ليست بالسهله في دور 32 بطوله عربيه. طبعا بص، ما فيش مواجهه عربيه دلوقتي هتبقى سهله. احنا اتفرجنا على مباراه الزمالك امبارح، الزمالك الشوط الاول ممكن يكسب 2-3، الشوط الثاني يخسر 4-5. ودي كره القدم، يعني خلاص الفرق العربيه اصبحت بتستعد بشكل جيد جدا، اصبح عندها فكره الاحتراف بشكل برضو مفتوح بشكل كبير، عندهم اكيد لعيبه محترفه، عندهم امكانيات كبيره. منتخب لبنان برضو مش منتخب يعني هين او منتخب ضعيف يعني للدرجه يعني، وكمان حتى لو المنتخب هين ومنتخب ضعيف فانت بتتكلم على مستوى الانديه. انا ممكن النهارده اكون انا منتخب ضعيف لكن عندي فرق بالظبط عندها الامكانيات الكبيره بالظبط، عندها لعيبه محترفه بالظبط، عندها اللعيبه المحترفه اللي تقدر تجيب عندها الامكانيات اللي تقدر تجيب لعيبه محترفه كويسه حتى من الدول العربيه او من افريقيا، وده اللي بيحصل في معظم الانديه خد بالك. يعني كنا احنا شفنا امبارح القادسيه الكويتي عنده 2-3 محترفين برضه مستوى عالي جدا جدا يعني. فالنهارده المباراه مش هتبقى سهله، مباراه بكره كل الكره في الكويت كانت مجمده لفتره طبعا، عملوا ماتش حلو مع المنتخب المصري، تعادلوا مع منتخب مصر، بص منتخب ومنتخب مفيش لعيبه اجانب طبعا. ادي وضع الكوره، وده كان ناقوس خطر. والقادسيه بيعمل مباراه مهمه ومباراه قويه امام الزمالك، وبالتالي يعني اللي جايين من راحه كبيره قوي في الكوره جايين واقفين على طبعا جايين خلوهم يستعدوا بشكل كويس. انت هو الفكره كلها ايهاب انك انت ازاي تستعد، ازاي انك تاهل نفسك. خلاص ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله في كره القدم دلوقتي، كل مدير فني عنده التكتيك بتاعه، كل مدير فني خلاص. انت النادي الاهلي كمان اصبح يعني مش اصبح، النادي الاهلي طول عمره واضح قدام الجميع طريقه النادي الاهلي. اكيد هم اتفرجوا على النادي الاهلي، مباراته في افريقيا، مباراته في الدوري العام، شافوا النادي الاهلي كويس، اكيد درسوا النادي الاهلي بشكل جيد جدا. ممكن احنا النجم يكون او النجم اللبناني ممكن يكون يعني بالنسبه لنا فريق مبهم، ما نعرفش عنه كتير يعني، ولكن اكيد هيشتغل عليه مستر كرتون بشكل كويس جدا. وانت كنادي الاهلي عندك مشكله كبيره، انت انت الاول في افريقيا، الاول على المستوى العربي، فانت مطالب كل مباراه تلعبها سواء اذا كانت افريقيه او عربيه حتى المباراه الوديه انك تكسب فيها. مطالب ان انت تقول لكل الناس انك انت النادي الاهلي صاحب البطولات، صاحب الارقام، النادي الاهلي دايما الافضل في كل مكان. دخلت البطوله العربيه حتى وان كنت بتلعب باللعيبه مثلا اللي ما بتشاركش بشكل كبير، لان انا رافض فكره احتياطي في النادي الاهلي واساسي، انا دايما بقول ان ال 30 لعيب كل واحد هياخد فرصه كويس. حتى لو كنت انت بتشارك باللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل مستمر الهدف، ولكن انت برضو مطالب انت كنادي اهلي حتى قدام جمهورك ان انت تحصل على البطوله. جمهور النادي الاهلي لا يقبل الا بالبطولات، ودي مشكله النادي الاهلي خد بالك، مشكله وهتفضل هي دي المشكله طول عمرها. خلاص على طول خلاص انت كابتن حمدان المدرب العام لفرقه النجم اللبناني موجود بقاله فتره، شايف الماتشين كويس قوي، شايف مباراه الاسماعيلي وشايف مباراه المصري، وبيحضر المؤتمرات الصحفيه لمستر كارتيرون. ده قال كده معايا هنا الحلقه اللي فاتت، قال لك ما انا عايز اشوف الراجل
بيفكر في حاجات في الملعب بيرد عليها ازاي وبعرف تفكيره، ده تفكير ذكي منه. فاذا الاهلي امام النجمه كتاب مفتوح. اه طبعا، خد بالك الاهلي دايما كتاب مفتوح امام كل الفرق، الفريق اللي بيلعب على بطوله، الفريق اللي بيصل للنهائيات كل 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 في كل بطوله، الفريق اللي دايما هدفه هو دايما البطوله، هو كتاب مفتوح قدام الجميع. ولكن الكتاب المفتوح ده بالامكانيات اللي موجوده، بالروح العاليه، بالمعنويات، بالتحدي، بالفكر بتاع المدير الفني، بامكانيات اللعيبه، تمام، بيبقى صعب جدا على اي فريق ان هو ينافس. احنا طبعا ادي الوصول للعيبه لمقر اقامتهم على الهواء مباشره بعد انتهاء التدريب، هم دلوقتي داخلين مقر الاقامه في برج العرب. فطبعا ان شاء الله تكون تدريبه موفقه للاعبين. مستر كارترون، في التوقيت ده يا كابتن، وانتوا بقى وانت جربت اللحظات دي وانتوا جايين بقى، في مدير فني بيقول التشكيل بيبان ملامحه لما يعمل تقسيمه، لعيبه بتبقى داخله مركزه في ايه، هتعملوا ايه دلوقتي، المحاضره هتتقال، عايزين ندخل يعني جو مستمعينا بقى يسمعوك بقى ومشاهدينا في الاجواء دي. بص يعني في التدريبه الاخيره دي بيبقى في الكور الثابته طبعا، في جزء صغير من التكتيك بيتعمل، واكيد بيبان فيه بعض اللعيبه. خد بالك احيانا المدير الفني لما ما بيحبش يعمل سربرايزز يعني لبعض اللعيبه، ما بيحبش يعمل مفاجآت يعني. هبه هيلعب بكره بيجي ياخده على جنب، بس بكره احنا محتاج منك في الحته دي كذا 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 كذا، اجهزك بدري. آه طبعا بيجهزك نفسيا بقى عشان يعني تدخل الجيم بدري. ممكن في لعيبه مثلا مش عايز اقول ما بتدخلش الجيم او ما بتفكرش، بس في لعيب بيبقى خلاص بيقول لك انا افكر من بكره، ابتدي بقى انا مش هلعب فابتدي افكر من بكره. فالنهارده في مدير فني لا يحب يعمل كده، مثلا يجي في التاكتيك يحط لبعض اللعيبه او كتير او معظم اللعيبه اللي هتلعب المباراه بتاعت بكره مثلا يحطها عشان تبتدي تشتغل، عشان يبتدي يركز هو هيشتغل ازاي بكره بأني شكل. لو في حاجه جمله محدده او جمله مثلا المدير الفني عايز يشتغل عليها بيشتغل عليها في النهارده مثلا. اللعيب لما يبلغوا قبلها بعيدا بقى وقبل المحاضره الفنيه اللي في المباراه وقبل المحاضره الفنيه لما تخرج من الفندق على الماتش مباشره، بيرتاح نفسيا اكتر وبيكون مستعد اكتر ولا بيتوتر؟ لا لا لا، بص حته يتوتر دي يعني تختلف شويه، يعني ما بين لعيب مثلا عنده ثقه في نفسه وامكانياته، ولعيبه النادي الاهلي في الغالب كلها معظمها لعيبه عندها ثقه وعندها امكانيات في نفسها. بالعكس انا لعيب النهارده لما تقول لي النهارده هتلعب بكره المباراه هتلاقيني بص مركز جدا ومستعد ومتاهب، مفيش توتر، مفيش يعني ممكن ابقى يعني لو انا لعيب مش اساسي يعني ببقى يعني قليل من القلق يعني، فاهم قصدي؟ اه ببقى قلقان شويه، خايف العب مباراه سيئه، خايف مش عارف ان انا مثلا ما اظهرش بشكل كويس جدا. لكن خد بالك انك تبلغ اللعيب او اللعيب يبقى عارف انه هيلعب قبلها بيوم، انا من وجهه نظري انا الشخصيه بتبقى افضل بالنسبه للعيب، بتبقى افضل بالنسبه له، بيركز اكتر خلاص. حتى ممكن انا من الناس اللي كنت بدخل اشوف مثلا على اليوتيوب مثلا بعض اللقطات للمدافعين بتوعه الفرقه انت بتشتغل لنفسك، بشتغل اعرف يعني ده سريع ده عالي يعني هستلم في العالي هتعمل معاه ايه بالظبط. ده 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 كوتش بلال مع الكابتن احمد بلال بالظبط، ده الشغل الفرد ده كده هنتكلم فيه. لكن معانا مداخله مهمه طبعا للكابتن احمد نخله نجم النادي الاهلي السابق. تحياتي وتحياتي كابتن احمد بلال. حبيبي ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا كابتن. جدا استاذ رابي الخطيب، ان شاء الله اكون بخير. ربنا يخليك. انا موجود معاكم، وطبعا تحياتي للهداف الجميل حبيبي احمد بلال. ربنا يخليك يا كابتن، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. الله يخليك. كابتن حضرتك طيب وبخير ومنورين الاستوديو يا كابتن. ربنا يخليك. كابتن نخلة اكيد وحشنا وغايب علينا ونفسنا نطمن عليك، ولكن الذكريات بقى مع البطولات بتكون حاضره جدا، ومين ما يفتكرش هدف الكابتن نخله، وده كان هدف ذهبي واللي اتسجل في مرمى الهلال السعودي في نصف نهائي البطوله العربيه 96. طبعا بصراحه يعني عايز اقول لحضرتك طبعا ان فعلا كانت بطوله جميله جدا، وفعلا هدف الذهبي ده هدف غالي عليا قوي فعلا، وله ذكريات كثيره يعني في كواليس كثيره للموضوع. كان يعني انا اعتقد ان انا نزلت بديل للنجم هشام حنفي في الشوط الرابع، وقبل ما انزل احنا كنا بنعمل احماء، كنت انا ومصطفى كمال وسامي قمصان وعمرو حديدي اعتقد كنا مجموعه. فقبل ما انزل مكان هشام حنفي اعتقد ان هشام كمان كان بيلعب ديفندر بنص الملعب يعني مستر كولمان ساعتها. واحنا معانا على الشاشه، معانا على الشاشه، اتفضل يا كابتن. والله فاعتقد مستر هولمان كان يعني التبديل كان منه تكتيكي اكتر من ان هو مثلا ممكن اكون اضافه للفريق. اعتقد يعني التوقيت ده في الدقيقه 7 من الشوط الرابع اعتقد ان هو تبديل تكتيكي فقط، ان هو عاوز يطلع بالمباراه، لان فعلا الهلال السعودي فعلا كانت مجموعه قويه جدا يعني. طبعا الهلال السعودي كان ساعتها
كانت فرقه قويه، كانت بتضم عناصر غير عاديه، سامي الجابر ويوسف استنيان وعبد الله الدعاي حارس مرمى منتخب السعوديه ساعتها، يعني فريق قوي جدا صعبه فعلا. فالحمد لله ان انا توفقت ونزلت مكان هشام. قبل ما انزل كان في حديث يعني بيني وبين مصطفى كمال كان موجود. مصطفى دلوقتي ما شاء الله يعني في الاستاف الفني في النادي الاهلي. تمام. انا كنت بكلم مصطفى بيني وبينه واحنا بره، قلت له مصطفى يعني لو الجول دوت، لو حد جاب جول انت تنتهي المباراه؟ قال لي يا نخله الموضوع منتهي، الهدف يجي انتهت المباراه. بس فدي كانت بيني وبين مصطفى. انت بتتاكد منه من الهدف الذهبي؟ لان طبعا الحاجات دي كانت لسه جديده وبتاع، وتطبيقها كان لسه لاول مره، فانت برضه عمال تقول له يعني لو اي حد يسجل هدف خلاص كده انت هنا وانت بقى الموعود. والله يا كابتن ايهاب بالظبط هو ده اللي حصل بيني وبين مصطفى. فالحمد لله ان توفيق من عند ربنا طبعا ان انا نزلت في التوقيت دوت. وكمان انا بقول ان هشام حنفي ديفندر في نص الملعب، انا يا جماعه باك ليفت، يمكن احمد بلال نجمنا عارف يعني انا بلعب في الدفاع، ايه اللي نزلني مكان هشام حنفي؟ فانا بقول ان هو فعلا كان تبديل تكتيكي من مستر هولمان، ان هو عاوز يهدي اللعب ويطلع بالمباراه عشان يلعب ضربات جزاء. وساعتها ما شاء الله كان الكابتن احمد شوبير كان نجمنا الكبير طبعا، كان فورم عاليه جدا طبعا. اوكي. فان انا انزل في التوقيت دوت وكره عاليه تتلعب من ابراهيم حسن والمدافع بتاعهم العملاق، انا بقول عليه عملاق ساعتها، المدافع بتاعهم العملاق افريقيا هو كان موجود. انه يشيلها وانا اخد خطوه واحط رجل شمال بالشكل دوت، يعني فده توفيق من عند ربنا طبعا. فالحمد لله كان هدف غالي عليا قوي يعني. وفرحتك بعد ما احرزت الهدف تقريبا انت رايح لمصطفى كمال هتقول له فعلا كده مصطفى بقى خلصت المباراه ولا لسه؟ لا كان باين عليك طبعا فرحان ان المباراه خلصت بهذا الهدف. الله يخليك يا كابتن ايهاب، وبصراحه هو النادي الاهلي فعلا يعني نادي كبير ونادي عظيم بجمهوره وبولاده وبمدربينه، فبصراحه يعني كان شرف للواحد ان هو يكون منتمي للقلعه الحمراء. والحمد لله يعني انا كنت موجود سنتين في النادي الاهلي، فالحمد لله احرزت حوالي 5 بطولات يعني، فده برضو شيء كويس قوي في السي في بتاع كلاعب كواحد ستار من ضمن ولاد النادي الاهلي، فانا الحمد لله استفدت كتير يعني. وانت كابتن من اللعيبه اللي اضافت ولعيبه تميزت بطبعا ادائها الفني العالي وكمان الاخلاق العاليه وذاكره التاريخ والانجازات، ما بتنساش حد وانت ليك يعني بصمه مهمه مع فريق النادي الاهلي. ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم يا كابتن ايهاب، وميرسي جدا ليك وعلى المداخله، ونجمنا احمد بلال ان شاء الله بتوفيق ابو حميد يا حبيبي، ربنا يخليك، واتمنى لكم كل السعاده يا رب ان شاء الله. اشكرك كابتن، شكرا لحضرتك حبيبي. اتفضل يا كابتن ايهاب، مع السلامه. الله موفقين ان شاء الله. اتفضل يا كابتن، مع السلامه. ذكريات حلوه. طبعا ذكريات مهمه طبعا. وشوف الاداء وشوف حضوره وهو متذكر كويس قوي وهو بيكلم الكابتن مصطفى كمال، يعني لو حد جاب جون كده تخلص وهو اللي يكون في ايده خلاص. طبعا كابتن احمد نخله من الناس، من اللعيبه اللي انا كنت بحبها جدا، لعيب مهاري بيراغب بشكل كويس قوي، ادى مع النادي الاهلي بشكل او بيكمل وبيهدف. طبعا طبعا بيسجل اهداف كثيره جدا يعني، وراجل بيقول لك انا لعبت سنتين في النادي الاهلي جبت 5 بطولات يعني، قصدي يعني دايما الاهلي يعني كما ان اللعيبه بتضيف لنفسها ده يعني او بتضيف بطولات للنادي الاهلي، برضو النادي الاهلي هو اللي بيصنع البطولات للعيبه يعني، اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي والامكانيات اللي موجوده والحجم، حجم الاسم الكبير جدا دايما بيضيف لاي لاعب يعني، دايما اي لاعب بيدخل النادي الاهلي هو رقم واحد بيستفيد يعني، اكيد الاهلي بيستفيد من لعيبته بشكل كبير، ولكن انت كلاعب لما بتخش جوه المنظومه دي بتستفيد ماديا، بتستفيد اعلاميا يعني. كم من اللعيبه الكبيره اللي مرت على مصر وعندها امكانيات كبيره ما لعبتش جوه النادي الاهلي يعني ما استفادتش بشكل كبير. ممكن يكون في لعيبه اقل بكتير جدا دخلت جوه النادي الاهلي واستفادت اكبر منها بكتير جدا. هذه قيمه السي في قوي بقى. طبعا كبير. حضور النهارده. بص كلام كابتن احمد اخر بيقول لك انا السي في بتاعي موجود فيه 5 بطولات داخل النادي الاهلي. فدي حاجات سنتين. انت بتحسب في سنتين، فدي حاجات انت بتحسب لك طبعا، ان انت ازاي جيت ودخلت ممكن تلعب 20 سنه دوري عام ممتاز وكاس مصر ومفيش بطوله. مفيش، ممكن تكون لعيب سوبر ستار. مفيش هدف حد يفتكرك بيه. بالظبط، مفيش هدف حد يفتكرك بيه، مفيش بطوله حد يفتكرك بيها، يعني لما تتسال انت خدت كام بطوله في تاريخ ال 20 سنه اللي لعبتهم في تاريخ الكوره؟ ممكن يقول لك لا بطوله او بطولتين او حتى ما خدتش بطوله. في لعيبه خشب احمد بلال مع النادي الاهلي خد كام بطوله؟ لا انا خدت الحمد لله 17 بطوله مع النادي الاهلي. بسم الله الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، من دوري عام وبطولات افريقيا وكاس مصر وسوبر افريقي وسوبر مصري وحاجات كتير الحمد لله رب العالمين. انا يعني من ضمن الحاجات اللي بعتز بيها ان انا في يوم من الايام كنت كابتن النادي الاهلي، ودي حاجه خد بالك دي يعني
ده بقى السي في الاكبر بالنسبه لك. لما تيجي تعد كباتن النادي الاهلي في التاريخ هتلاقيهم مثلا 33 34 كابتن تقريبا يعني على مستوى النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي كله. يعني من فضل الله كنت واحد من الناس اللي وده شرف كبير خد بالك طبعا. انك انت يعني انا عايز اقول لك انا ما مشيت من النادي الاهلي تعرض عليا نادي الزمالك ويعني عارف انت بقى بتفكر انت ماشي من النادي الاهلي فانت عايز تحدي وعايز صعوبه انك انت ماشي واللاعب بيكون شايف انه عنده لسه يعني أكيد. يعني طالما اللاعب ما قررش الاعتزال انا من سموحه رحت المنتخب مصر خد بالك يعني رجعت منتخب مصر ثاني وانا في سموحه مزبوط. بس خد بالك وانت يعني عشان اتربيت جوه النادي ما لعبتش في حته ثانيه في مصر غير النادي الاهلي تمام وانا في الناشئين لحد ما مشيت من النادي الاهلي بس كان عندي الامكانيات ان انا اكمل يعني فعشان كده اخترت مكان بعيد خالص لا بينافس على بطوله تمام يعني ممكن ما يكونش منافس للنادي الاهلي في اي وقت تمام وفي نفس الوقت الاجواء بعيده جدا فمش قادر اخوض التجربه ان انا في يوم من الايام بلعب ان انا اخسر النادي الاهلي بطوله صعب فاهم قصدي صعب جدا عليك يعني ده احساس باين عليك وباين على كلامك ولكن كل الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي دايما بتستعد بشكل مختلف النجم اللبناني اكيد مستعد وزي ما قلنا الاهلي كتاب مفتوح لكن عنده تدعيمات احمد ذيب نجم المنتخب السوري والسنغالي ادريسا نيانج وكمان مدير فني بوريس المدير الفني السابق لمنتخب الكويت يعني 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 مباراه مش سهله طبعا طبعا مباراه مش سهله جدا احنا زي ما اتكلمنا وقلنا ان الفرق الانديه دايما حتى لو كان المنتخبات قليله فانت الانديه ممكن تكون انديه هنطلع بقى لايف سريعا كده كابتن بلال وهنكلم ونكمل معاك اروح لمراسلنا شريف شعبان ولقاء خاص مع الكابتن محمد هاني اكيد في انتظار وصول الصوت لزميلنا شريف شعبان في مقر اقامه النادي الاهلي فاصل ونتواصل من جديد ارحب بكم من جديد كل متابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي الليله لكن اكيد عايزين نطلع على طول على مقر النادي الاهلي ومراسلنا شريف شعبان مساء الفل يا شريف تحياتي لحضرتك والضيف الكبير النجم مصر طبعا الكابتن احمد بلال ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان شريف اكيد عايزين نطمئن منك على الاجواء وتدريبه النادي الاهلي ودخولهم الان الى طبعا مقر الاقامه قبل اجراء الحوار. طب خليني زميلي هاب قبل ما اتكلم في تفاصيل اليوم يمكن معي نجم من نجوم الفريق هو النجم طبعا كابتن محمد هاني بقول لك اهلا بيك على شاشه الاهلي وتحياتي استاذ هاب الخطيب لحضرتك والكابتن احمد بلال. اهلا بيك طبعا وبمسي على الاستاذ ايهاب وكابتن احمد اهلا بيكم طبعا قول لي بقى تحدي جديد بطوله جديده بطوله عربيه الاهلي بيشارك في كل البطولات بيبعينوا على الفوز بجميع البطولات بكره عندكم مواجهه صعبه فريق النجم الالماني شايف هذه المواجهه ازاي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يعني انا شايف البطوله دي بطوله كويسه طبعا يعني تحدي كويس ان احنا نشارك وسط فرق عربيه كتير فرق كويسه بتديك يعني كويس ان في ماتشات كتير الفتره دي كله عشان كله يبقى جاهز اللعيبه كلها تبقى فت كله يشارك واحنا يعني النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها احتياطي واساسي كله بيلعب وكله بيبقى كويس ولازم اي ماتش تلعب فيه ان انت تبقى جاهز تبقى كويس طبعا يعني يمكن بتلعب في مباريات كتيره او بتقعد كمان احتياطي فترات كبيره بس بترجع بتلعب ما شاء الله نمسك الخشب بترجع وبتلعب اكنك في الملعب مستواك بيبقى ثابت وبتادي اللي المدير الفني بيطلبه منك ده محتاج منك تركيز ولا تضيف شويه في التمرين زياده يعني زياده تفكر كويس تركز تقول لا انا لازم اموت نفسي في التمرين عشان انزل في اي وقت ابقى جاهز
والله طبعا يعني الفرقه كلها طبعا يعني كلهم نفس الفكر وكله بيحترم راي الجهاز الفني طبعا، يعني هي ما حاجه اساسيه. احنا كله يعني انا بعمل عليا وبجتهد وبتمرن كويس وبموت نفسي في التمرين عشان وقت ما تجيلي الفرصه ان انا ابقى جاهز أأدي بشكل كويس ووظهر بشكل كويس يعني. لكن حد يلعب أو يقعد دي يعني حاجة طبعا بتاعت الجهاز وحاجة تحترم طبعا، يعني أكيد هو ليهم وجهة نظر معينة، لكن الواحد بيأدي وبيعمل عليه وبيحاول اللي هو وقت ما يشارك أو ياخد وقت معين اللي هو يأدي ويعمل عليه. بس جمهور الأهلي عاوز دوري، عاوز كاس، عاوز بطولة أفريقيا، عاوز بطولة عربية، عاوز كل البطولات، تعملوا إيه؟ بص يعني احنا يعني الحمد لله احنا يعني من حتى واحنا في الناشئين احنا متعودين ان احنا المكسب ده حاجة اساسية. انا متعود ان انا دايما اكسب، ان انا اي بطولة اخش فيها لازم اخد رقم، ناخد رقم واحد وناخد البطولة، ما عندناش حاجة اسمها رقم اتنين. ف يعني كل اللعيبة والجهاز الفني وكله عنده نفس الفكر ان انت رقم واحد، ان انت تكسب وتاخد اي بطولة تخش فيها. فاحنا كلنا شغالين على الاساس ده، وربنا يكرمنا طبعا والتوفيق بتاع ربنا ان شاء الله. خلاص بكره باذن الله مواجهه النجم اللبناني، وباذن الله يكون من الفوز من حليف النادي الاهلي. عندكم مواجهه صعبه جدا مع الترجي التونسي، وما ادراك ما الترجي التونسي في رادس. النادي الاهلي قادر على الفوز مع اي فريق في اي مكان، والاهلي عملها مره واثنين وثلاثه. لا يعني احنا بنركز بس كل يعني ناخد كل مرحله بمرحلتها. احنا دلوقتي في البطوله العربيه نركز ان احنا نعمل ماتش كويس ونكسب اهم حاجه طبعا. نخلص ان شاء الله ونركز بقى الماتش الترجي ده ليه حسابات تانية، واللعيبه اللي موجودين كلهم لعيبه رجاله، ولعبنا في ظروف اصعب من كده بكتير وكسبنا في الترجي وفي ملعبهم فيعني ان شاء الله ربنا يكرمنا. واحنا مركزين ان شاء الله في ماتش بكره، اهم حاجه الاول نخلص على خير ان شاء الله ونكسب، وان شاء الله الماتش اللي بعدين نركز ان احنا نكسب هناك ان شاء الله. اخيرا بقى توعد جمهور الاهلي بايه؟ تقول لهم ايه؟ حابب تقول لهم ايه؟ والله انا بقول ان احنا يعني كلام كل سنه ان شاء الله ان احنا هنبذل اقصى جهد عندنا ونحاول ان احنا نكسب اي بطوله احنا هندخلها عشان نفرح الجمهور. الجمهور ليه حق طبعا ان احنا نفرحهم، يعني هو متعود ان النادي الاهلي دايما رقم واحد ودايما بنفرحهم ودايما بنكسب اي بطوله. فان شاء الله احنا هدفنا السنه دي كل البطولات اللي احنا ندخلها ان شاء الله باذن الله تبقى بتاعتنا ان شاء الله. التوفيق يعني. ليك حبيبي، ربنا يخليك. زميلي إيهاب، يمكن ده كان لقاءنا مع نجم من نجوم الفريق الكابتن محمد هاني، وبعد قليل لقاء أيضا مع نجم آخر هو الكابتن ناصر ماهر، وأيضا مع الكابتن محمد يوسف مدير الكورة ومدرب العام، وهنتكلم باستفاضة عن يوم النادي الأهلي بعد بإذن الله لقاء الكابتن محمد يوسف. ولا أنا عودة ليك، اتفضل. شكرك يا شريف، أنت حددت بقى أنت هتقول اللي أنت عايزه أنت، لكن احنا كنا عايزين طبعا ناخد أجواء عشان الكابتن بلال يعلق عليها، لكن كل التوفيق وان شاء الله منتظرين مداخلاتك الجايه عشان نتعرف على الاكثر من خلال المدرب العام اللي هي الفريق ومن خلال اليوم النهارده في برج العرب. شكرا شريف. كابتن احمد، كلام طبعا كابتن محمد هاني واضح جدا، هي الكلام اللي بيقوله كل اول سنه، احنا بنلعب على البطوله. ورد على شريف شعبان لما بيقول له عندكم كذا، وبعدين الترجي قال له احنا خطوه خطوه، احنا تركيزنا دلوقتي في مباراه. صح، هو انا يعني طبيعه الانديه الكبيره كده، طبيعه النادي الاهلي كده، النادي الاهلي نادي كبير، كل مباراه بالنسبه له هي بطوله بالنسبه له، مش كل بطوله يعني كل مباراه بيلعبها النادي الاهلي هي بطوله بالنسبه للنادي الاهلي، هو تحدي جديد بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي كان عنده مباراه يعني بالامس القريب في بطوله الدوري، في بطوله افريقيا، خاضها النادي الاهلي وقدر ان هو يكسب ويحط نفسه في مكانه جيده في بطوله الدوري في مسيرته في بطوله افريقيا. بعد كده دخل على بطوله الدوري العام، المباراه اللي فاتت قدر النادي الاهلي يكسب مباراه كبيره قدام المصري. بعد كده انت بتدور في الخطوه اللي بعد كده، هو ده النادي الاهلي، خطوه بعد خطوه، الخطوه اللي بعد كده البطوله العربيه. ده مش معنى زي محمد هاني ما كان بيتكلم، قال حاجه مهمه جدا، قال ما فيش حاجه اسمها احتياطي في النادي الاهلي، ما فيش حاجه اسمها لعيب مش اساسي يعني. بالظبط، هو ده يعني ده طبيعي. يعني الكلام اللي انت بتقوله وكابتن محمد هاني مش سامعه، نفس الكلام اللي الكابتن محمد هاني اكد عليه قاله وانت راجع تاكده. بالظبط، هو ده طبيعه النادي الاهلي، هو ده المفروض الناس كلها تعرفه، وده المفروض ان اللعيبه كلها تبقى عارفاه. وانا محمد هاني طبعا بحييه لان هو عارف الكلام ده بشكل كويس، عارف ان هو في وقت هيلعب، وقت مش هيلعب، وقت هيكون له دور، وقت مش هيكون له دور، وده طبعا بالظبط. وهاني من اللعيبه الجيده جدا، انا بشوفه من افضل الناس اللي موجوده. هو ممكن ما يكونش الحظ خدمه بشكل كبير انه بلعب في مكانه، برده لعيب كبير جدا، لعيب دولي، لعيب امكانيات كبيره، لكن هاني هيكون في يوم من الايام واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في المكان ده يعني. وده رايي في محمد هاني،
فده الكلام اللي قاله، قالوا ان النادي الاهلي طبعا بياخد المباريات كلها مباراه مباراه، خلاص انت بتخلص مباراه بتحطها على دارك بتفكر في المباراه اللي بعديها، او بمعنى اصح بتفكر في البطوله اللي بعديها، لان السنه دي مش 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 سنه المباريات، السنه دي سنه البطولات. خلاص انت كل مباراه بالنسبه لك هتبقى في بطوله مختلفه، هتخلص المباراه اللي جايه بطوله، يعني انت المباراه اللي جايه بطوله العربيه، هتخلص تطلع افريقيا بطوله مختلفه طبعا، خلاص ترجع على الدوري العام بطوله مختلفه خالص، مختلفه خالص. فانت كل مباراه بالنسبه لك اصبحت بطوله مختلفه طبعا. وده النادي الاهلي، واللي عايز يلعب في النادي الاهلي واللي عايز يتمسك بان هو يكون موجود في النادي الاهلي لازم يعرف ان ده تحدي كبير بالنسبه له طبعا، يعني انت غير اي نادي تاني خالص. تحدي كبير. سليف كولوبالي كان عنده تحدي لعب قد التحدي، امامه تحدي بكره حسن معتوق لاعب المنتخب اللبناني والنجمه، لعب ومهاجم مميز جدا، اكتر من 100 مباراه مع المنتخب اللبناني، ومهاجم مخضرم. اكيد اللعيبه دي بتبقى تقيله، والمهاجمين المخضرمين دول بيبقوا تقال على خط الدفاع. طبعا. بس سليف واضح ان هو خلاص بيتاقلم مع النادي الاهلي، واضح ان هو بينسجم مع النادي الاهلي، ودي الميزه الحقيقيه اللي موجوده هنا عندنا في النادي، ان مفيش اللي بيجي من بره بينسجم بسرعه. اللي بيجي من بره ما بيحسش ان هو غريب. خد بالك انت لاحظتها في وليد ازارو، لاحظناها في علي معلول. احيانا برضه بعد الجميل كان بتشوف ان في لعيبه بتقعد كتير ما بتاخدش على طول، ما بتخشش تاخد الانسجام على طول، والتجربه اثبتت ان اللعيب اللي جاي النادي الاهلي وبتديه بينسجم. الاهلي مش عايز اقول الاهلي وبس الاهلي كده، يعني انا هعد لك اسماء كبيره جدا، اسماء كتيره لعبت في النادي الاهلي، يعني جيلبرتو تالق في النادي الاهلي وجي وانسجم ولعب على طول، فلافيو نفس الموضوع، يعني هو ما سجلش في البدايه، ولكن انا بكلمك على حاله اللعيب نفسه، الحاله النفسيه بالنسبه للعيب، الحاله المزاجيه بالنسبه للعيب. علي معلول برضو لما دخل النادي الاهلي، وليد ازارو لما دخل النادي الاهلي، لعيبه لعبت ماتش 2-3 وثلاثه طبعا، يعني الناس كمان بتتكلم طبعا، لعيبه كبيره بتتكلم بقى كمان عن العلاقه اللي بينها وبين اللعيبه ووجودهم في النادي الاهلي وازاي تاقلموا زي ما انت بتقول بسرعه. طبعا، يعني ما هي دي الامكانيات، خد بالك هي دي امكانيات النادي الاهلي، وهي دي شخصيه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. ما ينفعش اللعيبه، ما فيش عندنا لعيب غريب، ما فيش حاجه اسمها لعيب ده جاي من بره، مش موجود الكلام ده، ممكن يكون موجود في انديه ثانيه. لبس التيشيرت خلاص، لبس التيشيرت بقى لعيب داخل النادي الاهلي، بقى لعيب كانه مولود جوه النادي الاهلي، هو ده الشعار بتاعنا. يعني دايما اللعيبه الكبيره، عشان كمان ده يعني دي ميزه الحقيقه كمان في او دور كبير بالنسبه للعيبه الكبار بتاعه النادي الاهلي، حسام عاشور، وليد سليمان، شريف اكرامي، اللعيبه اللي احمد فتحي، اللعيبه الكبيره دي هي اللي بتعرف ان هي تجذب اللعيبه اللي جايه من بره، هي اللي بتعرف ازاي تحتويها. ودي خد بالك، ودي حاجه مهمه جدا جدا، وده دور كبير جدا على اللعيبه الكبير، ازاي يحتوي اللعيب اللي جاي من بره، ازاي يحتوي اللعيب اللي جاي مثلا ما يعرفش يعني ايه، ما يعرفش يتكلم عربي، ما يعرفش يعني ايه النادي الاهلي، ما يعرفش يعني ايه هو جاي بيلعب فين. اكيد اللعيبه عارفه ان النادي الاهلي نادي بطولات، لكن دواخل النادي الاهلي ما يعرفهاش غير اللعيبه الكبيره اللي جوه النادي الاهلي. مواجهه بكره مواجهه زي ما انت قلت فيها جزء غامض النجم اللبناني، لكنها مواجهه قويه من الارقام ومن الاوراق ومن الساعات. شايف المواجهه هتكون ازاي؟ بص، هتكون مباراه صعبه جدا، انا شايف من وجهه نظري هتكون مباراه صعبه جدا، مش لصعوبة المنافس ولكن لتحدي المنافس. انت النادي الاهلي النهارده بتلعب اي مباراه بيبقى عندك تحدي كبير جدا مع كل الانديه، الاستعدادات بتبقى مختلفه بتاعت الانديه النهارده، اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتبقى استعدادات مختلفه تماما. مكسب النهارده لو مكسب لا قدر الله كسب النجم النادي الاهلي ممكن يعيش عليه 5-6 سنين قدام لحد ما يلعب النادي الاهلي تاني في اي بطوله تانيه. وده التحدي اللي بيواجهه النادي الاهلي في كل مباراه، ان اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيبقى مستعد استعداد مختلف جدا، وبيبقى عارف انه تجاوز النادي الاهلي بيعني ان هو ممكن يصل لدرجه كبيره جدا في البطوله العربيه. النهارده النجم بيقول لك انا بلعب النادي الاهلي وهو المرشح الاول بالنسبه للبطوله طبعا، او مرشح من ضمن الثلاث اربع مرشحين الكبار بالنسبه للبطوله. كل فرقه هتلعب قدامك بافضل شكل بالظبط، فانت النهارده بتلعب قدام النادي الاهلي، بتلعب قدام واحد من المرشحين الكبار للحصول على البطوله العربيه، فده معناه ان انت استعدادك بتكون مختلفه، المعنويات كمان بتكون مختلفه، حضور اللياقه الذهنيه في المباراه بتكون مختلفه، فانت التحدي عندك كبير بقى صعب. انت ما بتلعبش فريق هيد تو هيد بالنسبه لك، يعني لعيب ولعيب، مهاره ومهاره، يعني لياقه ولياقه، لا انت بتلعب لعيب ممكن يكون روح المعنويه قدك، هو استدعى روح معنويه قدك انت 10 مرات. بيجهز بقى من فتره كمان. التجهيز كله طبعا، التجهيز كبير جدا. النهارده النجم النهارده لو بيلعب اي فريق تاني، مين النهارده هيتفرج وهيشوف وهيشاهد وهيتابع وهيحلل؟ هتلاقي مثلا العدد قليل ممكن يبقى هو بس محب النجمه والفريق التاني. لكن النهارده النجم بيلعب النادي الاهلي، كل العرب، كل الجمهور العربي بيتفرج على المباراه. كان الكابتن علاء عبد العال معايا في حلقه وبكلمه بقول له في اللعيبه بتجهزها ازاي وبتاع، قال لي اللعيبه بتاخد معايا وقت في التجهيز، لكن في مباريات كده طبعا اقول له انت هتلاعب النادي الاهلي، انا مش محتاج اتكلم. صح، قال لي اللعيب بيخش في مود بسرعه وبيجهز نفسه بسرعه وعايز هو هيعمل ايه، ويكوي الشراب ويكوي كل حاجه بيبقى ويحضر الحاجه اللي هيكتبها هنا على اه ويقص شعره كويس طبعا، تجهيز من كله.
ده عيد نام كويس وياكل كويس ده عيد دي فرحه دي خد بالك عيد مواجهه الاهلي عيد ما بتحصلش غير مرتين في السنه بنتكلم ده الدوري ما بتحصلش غير مرتين في الموسم نزل البطولات العربيه ما بتحصلش خالص يعني ما حصلتش بقى لها زمن بقى لها زمن لكن انت كبطوله محليه انت ممكن تلعب النادي الاهلي مرتين وممكن ما تلعبوش ويكون عندك اصابه او سوء التوفيق فما تلعبش قدام النادي الاهلي فبالتالي اسمك ما يلمعش اللي بيلعب قدام النادي الاهلي دايما اسمه بيلمع اللي بيبرز قدام النادي الاهلي بيتشاف مباراه وعلى اسمه كبير وبتشاف بشكل كمان محطه تسويق جيده جدا حتى لو اتغلبت او كسبت بالنسبه لك انت بالنسبه كلاعب محطه تسويق انا لعيب النهارده حاطط في دماغي ان انا العب بكره مع النادي الاهلي اكيد في ايجنتس اكيد في انديه على بتتفرج اكيد في متابعين بيتفرجوا اكيد في انديه كبيره بتبعت المديرين بتوعهم اكيد كل ده بيبقى في حسابات في راي فني هناك في مقر اقامه النادي الاهلي مع شريف شعبان والكابتن محمد يوسف شريف معاك الكلام هي مجددا زميلي طبعا استاذ اهاب وللكابتن احمد بلال كابتن محمد يوسف مدير الكوره ومدرب العام نقول لك اهلا بيك وتحيه للاستاذ اهاب الخطيب لحضرتك والكابتن احمد بلال اهلا بيك اهلا بيك وبمسي طبعا على الكابتن اهاب وعلى الكابتن احمد بلال ومنورنا قول لي بقى كابتن تحدي جديد نادي الاهلي معودنا ومعود كل جماهيره اي بطوله يخش فيها لازم يكسبها باذن الله عندكم بطوله عربيه عندكم مباراه النجمه اللبناني اتفرجتوا على فريق النجمه فريق قوي فعلا زي مستر كاردرون قال في المؤتمر الصحفي طبعا احنا بنحترم اي فريق بنقابله دي طبعا افتتاح البطوله العربيه كلنا عارفين البطوله العربيه الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات الموسم اللي فات كانت دوره مجمعه انما المره دي دوري من ذهاب وعوده لمده 8 اشهر هتنتهي في ابريل ان شاء الله نكون في المباراه النهائيه ونفوز بيها زي ما انت قلت كالعاده احنا بنخش اي بطوله بنبقى مركزين ان احنا نفوز بالبطوله وهدفنا هو المركز الاول بس طبعا مش عايزين نتكلم على المراحل المتاخره لكن احنا بنتكلم دلوقتي على بدايه كل تفكيرنا طبعا هو مباراه بكره ان شاء الله مع النجم اللبناني فريق مميز فريق عنده عناصر مميزه عنده لعيبه صغيرين في السن طلعوا فرقتين انا شايف من وجهه نظري فرقتين عندهم تاريخ كبير وعندهم فريق قوي سواء الفيصلي السعودي او حتى الافريقي التونسي فلا بد ان احنا نحترمهم بشكل قوي وفي نفس الوقت كمان احنا بنشتغل على لعبتنا وبنشتغل على الاستعداد بتاعنا النفسي طبعا مستر كارديرون والجهاز كله بالكامل مركزين اللعيبه كلها مركزه ان شاء الله بكره تبقى بدايه طيبه لبطوله جديده ان شاء الله نمشي فيها بشكل كويس جدا بالنسبه للنادي الاهلي وتبقى مع البطوله الافريقيه وبطوله الدوري وكاس مصر ان شاء الله يعني نبقى ماشيين فيهم كلهم على التوازي يعني يمكن النهارده ازارو معلول كوليبالي يمكن ما جوش معاكم مستر كارديرون قال انا عاوز اجرب كل اللعيبه ولاعب كل اللعيبه مغامره يا كابتن ولا لا مغامره محسوبه من الجهاز الفني لا هو مفيش مغامره لما تيجي تقول مغامره معناها ان انت مفيش اقتناع بالموجودين لكن انا بتكلم على ان انت النهارده امام موضع قائم بتلعب كل 3 ايام مباراه عندك مباراه قويه مع الترجي بعدها عندك مباراه قويه مع وادي دجله بعدها عندك مباراه قويه مع الحرس حدود ثم مباراه اخرى مع كمبالا سيتي فبتتكلم في 5 مباريات في ظرف 16 يوم فاللي انا عايز اقوله لك ان لازم عشان كده النادي الاهلي بيملك قوام فريق من 27 28 لاعب لازم انت بتعتمد على اللاعبين دي كلها كل طبعا حسب رؤيه الجهاز الفني والمدير الفني فاللي انا عايز اقوله ان النهارده لما بتقول مغامره معناها ان لا يعني اللي موجودين اقل لا احنا بنتكلم على ان احنا بنشتغل بشكل ثابت النهارده بتريح ناس بتدخل ناس في ناس هتريح في مباريات اخرى وتدخل ناس تانية وهكذا عشان اولا يبقى عندك كل الناس جاهزه دي نقطه النقطه التانية كمان عشان تقدر تحافظ على نفس الريتم اللي انت بتادي بيه لان طبعا انك تلعب 7 و13 و17 و21 و24 و28 الموضوع بيبقى فيه صعوبه فلازم تعتمد هيبقى فيه اصابات طبعا احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نحافظ على اللعيبه ما يبقاش عندنا اصابات ان شاء الله السوليه ان شاء الله يرجع لنا خلال ايام قليله واسلام محارب الحمد لله دخل التدريبات الجماعيه دي الاصابتين اللي هم قريبين اجي طبعا عارفين اصابته لكن في النهايه انا مقتنعين وعندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه الموجوده اللي هيشتغلوا في هذه المباراه وان شاء الله يعني يبقى النتيجه ايجابيه ونطلع فايزين ان شاء الله. كنت عندك مواجهات صعبه جدا الفتره المقبله وما اصعبهم لقاء الترجي فرادس ومباراه قويه بكل المقاييس ويمكن على صداره المجموعه شايف هذه المواجهه صعبه ازاي؟ يعني انا
طبعا بحترم سؤالك وكل حاجه، لكن انا كل تركيزي في مباراه نجم اللبناني بكره. احنا كنادي اهلي دايما بناخد خطوه بخطوه، كل تركيزنا دلوقتي في مباراه بكره. بعد ما نخلص مباراه بكره نبدا نركز مباراه الترجي. عندنا طبعا خلفيه عن الترجي بمبارياته بالاربع لقاءات اللي لعبها في دوري المجموعات بتاعتنا، بالاضافه للقاء اللي لعبه مع الاتحاد السكندري، اكيد بندرسه بشكل قوي. لكن احنا كل تركيزنا دلوقتي على مباراه النجم اللبناني بكره، مباراه مش سهله، مباراه قويه. شفنا المفاجآت اللي حصلت في البطولة العربية، سواء تعادل الاتحاد مع الترجي، سواء الزمالك امبارح مع القادسية تعادل. يعني في لقاءات بصراحة فيها نتائج ما كانتش متوقعة. احنا مش عايزين نقع في المطب ده، احنا عايزين ندي كل مباراة اهميتها، كل فرقة احترامها. هو دي المفروض اللي يتم ان شاء الله، وهو ده اللي احنا شغالين عليه. بنجهز لعبتنا، اتكلم معاهم في محاضرة كمان شوية مع اللاعبين، بكرة في محاضرة تانية مع اللعيبة، كل ده عشان نخش المباراة يبقى في احترام كامل للمنافس وفي حذر شديد من البطولة العربية. بطولة مش ملهاش يعني عايز اقول جديدة، فدايما الحاجة الجديدة لازم تبقى انت واخد حذرك فيها في كل الجوانب. طيب قول لي بقى استاذ ايهاب الخطيب، عاوز يسال حضرتك سؤال. استاذ ايهاب حابب تسال طبعا كابتننا النجم الكبير الكابتن محمد يوسف. طبعا تحياتي وتحيات الكابتن احمد بلال الكابتن محمد يوسف. اكيد ضغط المباريات ده يعني عامل، يعني واضح جدا انه عامل ضغط كبير على النادي الاهلي. دايما عودنا في مثل هذه المباريات بالتواجد والتحدي. كابتن احمد بلال، متوقع بكره يكون في يعني عدد من الوجوه في تشكيله المباراه ما كانوش بيشاركوا في الفتره اللي فاتت بشكل اساسي؟ كابتن، طبعا الكابتن احمد بلال والاستاذ ايهاب الخطيب بيحيوا حضرتك، وبيقول لك استاذ ايهاب بيقول لحضرتك طبعا الضغط المباريات الفتره ديت قوي جدا، ويعني متوقع لكم باذن الله تظهروا بشكل متميز غدا. كابتن احمد بلال بيسال حضرتك ان مع ضغط المباريات متوقع بكره يكون في وجوه جديده في تشكيله اللقاء. يعني طبعا انا مش عايز اقول وجوه جديده، انت اللعيبه اللي ممكن صغيره اللي ممكن تشترك بكره هي لعيبه لعبت قبل كده في فريق النادي الاهلي، ولعب ومثلت النادي الاهلي في بطولات كبيره كمان، وفازت مع النادي الاهلي في بطولات افريقيا وبطولات سواء دوري عام. فاللي انا عايز اقوله ان مهم جدا ان احنا نبقى عندنا ثقه في كل اللعيبه. انا شايف ان احنا بكره ان شاء الله هيبقى في اداء كويس، في روح كويسه. فزي ما انت قلت كابتن بلال وهاب، ان كل المباريات عليها الفرق الزمني بين المباريات وبعضها فرق قليل مش كبير، فلازم ان انت تعمل روتيشن في حته المراكز بتاعتك طبقا طبعا الاستراتيجيه حاططها للجهاز الفني. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين فيها، ونتمنى ايضا ان اللاعبين برضو يبقوا موفقين في الفرص اللي بيشتغلوا بيها واللي بيأدوها. لكن هو في النهايه انت عندك قوام النادي الاهلي 27 لاعب زي ما قلت في بدايه كلامي، ده مهم جدا ان احنا نتعامل مع المجموعه كلها. لازم نجهز كل المجموعه على مستوى واحد، بحيث ان انت تلجا ممكن يقابلك اصابات، ممكن يقابلك ايقافات. عندنا عاشور موقوف في ماتش الترجي، كل الحاجات دي بتخليك ان انت ترتب كل الاحتمالات. يعني اخيرا كلمه جمهور الاهلي. جمهور الاهلي طبعا منتظرينكم بكره، هو زي ما بنقوله جمهور النادي الاهلي ده حمايه. وفي نفس الوقت انا يعني سعيد جدا بمباراه بكره ومباراه كامبالا سيتي، لان وتاون شيب رولرز المباراه الافريقيه، المباراه اللي بيجي فيها الجمهور احنا بنبقى سعداء جدا، لان بنحس بجمهور النادي الاهلي معانا في الملعب جنبينا، فدي حاجه قويه جدا. احنا شايفين ان الفتره دي بالنسبه للنادي الاهلي الجمهور لازم يساند النادي الاهلي بشكل قوي ودوره كبير جدا، ده بالاضافه طبعا لدور النادي الاهلي على عبر تاريخ النادي الاهلي في بطولاته اللي فاز بيها. اكيد الجمهور ليه عامل كبير في الفوز بالبطولات وفي شعبيه النادي الاهلي وفي مسانده النادي الاهلي في المواقف المختلفه. فبتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا موجودين بكره بكثافه كبيره جدا وباعداد كبيره جدا، ونتمنى ان شاء الله نطلع بالنتيجه ايجابيه ونفرحهم ان شاء الله. استاذ الخطيب بس هسالك سؤال اخير. اتفضل استاذ ايهاب. طبعا شريف، اكيد النجم اللبناني عملنا معاهم مداخلات واكدوا ان هم شايفين النادي الاهلي بشكل كبير، شايفين ان قد يكون هناك بعض الغموض من رؤيه الجهاز الفني لفريق النجمه، لانه طبعا فريق مش معلوم لينا، ازاي هم قدروا يوصلوا الامكانيات الفنيه للفريق المنافس؟ استاذ ايهاب بيسال حضرتك ان هو عمل مداخلات كثيره مع فريق النجم اللبناني، وطبعا
بالنسبه لنا كمصريين هو غامض. بيقول لحضرتك فريق غامض، قدرتوا ازاي توصلوا المعلومات؟ قدرتوا ازاي تتفرجوا على الفريق؟ هو مغير المدير الفني الصربي جديد، جاي مدير فني صربي لسه متوليهم، اول مباراه ليهم هتبقى معانا مع المدير الفني الجديد. بالاضافه ان احنا درسنا، جبنا المباريات بتاعتهم، جبنا مباراه الافريقي التونسي، جبنا مباراه الفيصلي السعودي، عندنا شكل كامل بالنسبه للطريقه اللي بيلعبوا بيها والاسلوب اللي بيلعبوا فيه سواء دفاعي او هجومي، بيقفلوا ازاي، بينطلقوا ازاي في الناحيه الهجوميه. الحاجات دي كلها اكيد احنا درسناها، مش هتكلم عنها بالتفصيل، لكن كل الحاجات دي اكيد عندنا فكره. يعني مش هنلعب حاجه، طبعا هو النجم اللبناني او بحكم ان احنا في افريقيا ما بنحتكش كتير بالفرق الاسيويه، لكن احنا عندنا فكره كويسه عنه، وان شاء الله ربنا يوفق بس بكره خلال 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله، وباذن الله فوزكم يحالفنا باذن الله. شكرا، ربنا يخليك. شكرين استاذ هاب. يمكن اقول لك بقى اليوم كامله، يعني النادي الاهلي اتحرك من اهل الجزيره الساعه 11، وصل الفندق الساعه الواحدة والنصف، ويمكن عقب الوصول كان تناول وجبه الغذاء. يمكن اللعيبه بعد وجبه الغذاء يمكن ريحوا شويه، كان الساعه 4:30 اجتماع فني المباراه، اسفر عن ان الاهلي هيرتدي الزي الاحمر والشورت الابيض والشراب الابيض، فريق النجم اللبناني ابيض فابيض فابيض. يمكن الساعه 5:30 كان في مؤتمر صحفي لمدير الفني مستر كارتيرون ونجم الفريق او كابتن الفريق كابتن شريف اكرامي. يمكن انا حضرت المؤتمر، المستر كارتيرون اتكلم عن الفريق النجم اللبناني ان هو تابعه وقال فريق قوي جدا وفريق ممتاز. يمكن اتكلم في المؤتمر على استبعاد معلول وكوليبالي وازارو، ان هو قال لازم يجرب جميع اللاعبين. ممكن اتسال في المؤتمر عن مشاركه شريف اكرامي، طالما يعني بتلاعب لعيبه ممكن يشوف شريف اكرامي قلب العربي الفتره الجايه هياخد في البطوله العربيه. ويمكن شريف اتسال في المؤتمر عن البطوله العربيه، قال البطوله طبعا بتشهد نديه قويه. كان ليا اتصال مع الكابتن حسين حمدان المدرب العام لفريق النجم اللبناني، اللي قال لي ان هم هيبداوا الدوري اللبناني يوم 15/9، وان بيلعبوا دلوقتي دوره وديه اسمها النخبه، وما وصلوا فيها النصف النهائي، والعهد هيلعبوا العهد اول ما يرجعوا من القاهره. ويمكن الموسم اللي فات فريق العهد كسب الدوري والكاس، وكان فريق النجم هو الوصيف. يمكن اخذوا 8 بطولات دوري و10 بطولات كاس. طريقه اللعب طبعا مدرب صربي، وطريقه اللعب المفضله ليهم 4-2-3-1 و4-3-2-1. بقى الاهلي ادى تمرين الساعه 6:00 مساء، ورجعوا الغرفه دلوقتي وتناولوا، الاول كان في جاكوزي وتلج، ودلوقتي في عشاء، وبعد العشاء في محاضره فنيه من مدير الفني للاعبين. اشكرك زميلي شريف شعبان مفوض قناه النادي الاهلي لمعسكر الفريق على هذه الرساله طبعا الواضحه والشافيه، واللي هي كابتن وكلام مهم. والكابتن محمد يوسف بيقول الاحترام والحذر في مباراه الغد. طبعا يمكن كابتن محمد يوسف اكد على الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، وان هيكون في اكتر من لعيب بكره النادي الاهلي. تمام، ليه مش عايز اقول لتجربه اللعيبه، ولكن برضو خد بالك انت في فرصه بالنسبه لك ان انت عندك اكتر من بطوله، ان انت تشارك كل اللعيبه اللي موجوده عندك وتقدر تحكم عليها زي ما اتفقنا. وفي الاخر انت عندك قائمه 11 لعيب، المدير الفني ما يقدرش ان هو يتعدى، يعني انت عندك 11 لعيب وعندك 30 لعيب في القائمه. مطلوب من كل لعيب ان هو يثبت امكانياته ويثبت ذاته، مطلوب من كل لعيب ان لما الفرصه تيجي ان هو يحافظ عليها بشكل جيد جدا، حتى ولو قلنا في المباراه اللي فاتت اللعيبه كلها طبعا النهارده يعني شال 3 لعيبه مطلعهم بره القائمه، ده معناه ان انت النهارده الراجل عايز يشوف اللعيبه الثانيه. يعني النهارده لا قدر الله مثلا في اصابه بتحصل، وده وارد جدا وطبيعي في كره القدم، خلاص يبقى في المباريات اللي زي دي هي اللي تقدر تخليك تحكم مين اللي يكون موجود معاك في كل بالي. يلعب بثلاثة أربعة ثلاثة، يلعب بأربعة أربعة اثنين، ممكن على حسب برضه سير اللقاء، لأن أوقات كثيرة جدا المدير الفني بيضطر إن هو يغير من طريقه اللعب نفسها داخل المباراه، داخل الجيم نفسه، زي ما عمل في مباراه الاسماعيلي قبل كده، ان هو قادر يغير من طريقه اللعب ولعب 4-4-2 بعد ما كان بيلعب 4-2-3-1، وقدر ان النادي الاهلي يسجل هدف. طبعا الكلام اللي قاله كابتن يوسف ان هو بيحترم الخصم، ده من عاده وطبيعه النادي الاهلي، انك انت بتحترم كل الخصوم اللي موجوده، لان احنا دايما بنقول المباراه السهله الصعبه هي المباراه السهله. يعني دايما المباراه الصعبه بالنسبه لنا هي المباراه اللي مفترض تكون سهله بالنسبه لنا. يعني النادي الاهلي النهارده لما بيواجه الزمالك خلاص انت عارف اللعيبه مركزه،
فخلاص انت بتنزل مباراه بتركيز كبير جدا. المباراه السهله اللي فيها فرق اقل منك في المستوى دي اللي ممكن تكون مباراه صعبه. هتبتدي الاثنين بقى بسرعه عشان انت معانا يعني عامل لك شويه مداخلات حلوه كده طبعا ولكل مشاهدي برنامج الاهلي الليله. هنطير سريعا للبنان عشان ناخد مداخله مهمه جدا. الكابتن محمد غدار نجم النادي الاهلي السابق وايضا اللاعب اللبناني ونجم نادي النجمه اللبناني ومن اللعيبه اللي لها تاريخ كبير في الكره اللبنانيه. تحياتي ايهاب الخطيب وتحيات الكابتن احمد بلال. مساء الخير يا كابتن ومساء الخير لضيفك الكابتن بلال. مساء النور. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير لجمهور مصر وجمهور النادي الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك طبعا. ومباراه كده بترجعنا للذكريات وكلام كتير جدا ومن المواجهات اللي بتحصل بشكل قليل جدا ويمكن من محاسن البطوله العربيه اللي بنشوف مواجهات مثل مواجهه النادي الاهلي والنجمه اللبناني. بالنسبه للمواجهه بين الاهلي المصري والنجمه اللبناني هتكون اكيد التاريخ لفريق نادي النجمه انه هيشارك بمباراه غد مع نادي الاهلي، مباراة كبيرة وإن شاء الله النادي النجمة يطلع بصورة مترفة للكرة اللبنانية وأكيد هيلاعب نادي القرن نادي الأهلي بطل أفريقيا ومن أفضل الفرق بأفريقيا بصراحة. كابتن غدار لو قلنا إن جماهير الكرة المصرية البعض منها مش متابع شوية الكرة اللبنانية طبعا وعذرا لعدم المتابعة لبعض الجماهير ودوري مختلف، لكن الكرة اللبنانية في الفترة دي كرة قوية، النجمة فرقة محترمة، عايز منك بريف سريع كده أو تعريف للفريق بالشكل الفني وبنقاط القوة ونقاط الضعف. بالنسبة للكرة اللبنانية يمكن الفترة الأخيرة شوية بدأت تتحسن أحسن بعد ما بعض اللعيبة المحترفين اللي بلشوا يرجعوا من الخارج يلعبوا بالدوري اللبناني دي اعطت دافع اكثر للفرق وصار في ناس ممكن صار تدفع اكثر، صار في فلوس اكثر، صار في محترفين افضل من السابق. النجم اللبناني عنده خامات جيده، عنده عناصر جيده، كان تلعب بالخارج على راسهم الكابتن حسن معتوق تمام في عده لاعبين بيلعبوا بالمنتخب حوالي 8 لعيبه يعني، خاصه المنتخب اللبناني عامل نتائج اخر فتره نتائج اكثر من رائعه يعني. بالظبط. بس ما بننسى ان المباراه حتكون صعبه جدا يعني، خاصه انه في ملعب برج العرب وضد نادي الاهلي يعني، فالمباراه حتكون سهله. وفي نفس الوقت نادي النجمه معروف بالمباريات الخارجيه ولا مباريات كاس العرب اللي دايما بيشارك فيها انه بيعمل نتائج وبيعمل مستويات بتليق بنادي النجمه وبجمهور نادي النجمه بصراحه يعني. كابتن غدار كابتن احمد بلال عايز اسالك. كابتن غدار مساء الخير، ازيك؟ ايه الاخبار؟ كابتن بلال ازيك؟ كله تمام الحمد لله. الله يخليك يا رب. عايز بس اسالك، يمكن احنا النجم اللبناني برضو من الفرق اللي بتجيد اللعب في البطولات العربيه وشفناها قبل كده في بطولات اجاد اللعب، يعني احساس وشعور اللعيبه قدام النادي الاهلي هل هو نفس الاحساس؟ يعني انت النهارده داخل تلعب النادي الاهلي، هل النهارده النجم النهارده بيفكر في ان هو لو كسب النادي الاهلي ممكن يلعب على البطوله العربيه، ولا دي مباراه بس زي ما انت قلت المباراه دي للشهره، مباراه للتاريخ، مباراه انك بتلعب نادي القرن؟ حبيبي كابتن بلال، انت بتعرف اي مباراه بتنطرها ناطر لما تلعب ضد نادي كبير، نادي بحجم نادي الاهلي يعني، فاللاعب بده يعطي الماكسيموم اللي عنده يعني، بده يحط كل تقله ليبرز، ممكن بعد دي المباراه يلاقي عرض ولا اي عرض احتراف، خاصه لما يقدم مباراه كبيره ضد نادي الاهلي. واكيد اذا انت حتفوز على نادي الاهلي بقلب معكر وبداره يعني حتكون في انجاز كبير يعني. يعني اللعيبه بتعتبر المباراه دي مباراه تسويقيه بالنسبه لها قدام النادي الاهلي؟ يعني هيعتبروها بكل مباراه تسويقيه، مباراه العمر، مباراه مش هتتكرر لعده سنين لقدام يعني، بتعتبر اول لقاء بين نادي النجمه ونادي الاهلي المصري. فاي لاعب من النادي ينطر دي المباراه يعني لا تحصل ضد الصدفه يعني. اكيد يا كابتن مباراه مهمه ومباراه العمر زي ما انت قلت. اخيرا ترشح لنا مين من اللعيبه ونجوم النجمه نتفرج عليهم نركز كده في المشاهده معاهم؟ افضل اللعيبه اللي والله في عده لاعبين بس ابرزهم عندنا نادر مطر بيلعب ارتكاز، عندك حسن معتوق كابتن المنتخب حاليا طبعا. هو من ابرز لعيبه. لا كابتن حسن معتوق غني عن التعريف يعني، أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب اللبناني ومهاجم مميز جدا.
بالضبط بالضبط، وعنده فتره طويله بالخارج بالاحتراف الدوري الاماراتي. يعني في عندك عمده لاعبين بس دول الابرز حاليا بنادي النجمه يعني بالوقت الحالي. كابتن محمد غدار بشكرك ودايما متواصل معانا، وان شاء الله نشوفك بألف خير. والنادي الاهلي كل التوفيق ان شاء الله ونادي النجمه. شكرا يا كابتن. شكرا. التسويق زي ما اتكلمنا، يمكن احنا قبل ما يدخل معانا غدار كنا بنتكلم ان بعض اللعيبه بتعتبر مباراه قدام النادي الاهلي مباراه تسويقيه بالنسبه له. ازاي هيسوق نفسه؟ هيسوق نفسه يسوق امكانياته، يسوق ازاي يسوق اسمه، يقدر ان هو يعمل جيم كويس. النهارده انت ممكن في شهاده ميلاد جديده تتكتب للعيبه كتيره جدا من لعيبه النجمه في مباراه الاهلي بكره. مش ممكن بس عشان النادي الاهلي ممكن يتفرج او يشوف او يتابع اللعيبه دي وياخدهم. الدنيا كلها ممكن انديه كتيره جدا تبتدي تفكر وتحط عينيها وتقرر ان هي تشتري اللعيبه دي لو ظهروا بمظهر كويس قدام النادي الاهلي. وهي دي ميزه الفرق لما بتلعب قدام النادي الاهلي، لما بيعتبر زي ما هو بيقول انت بتلعب نادي القرن، بتلعب وحط عنوان مباراه العمر طبعا، مباراه شامله كل حاجه طبعا. خلاص احمد بلال، ذكريات في البطوله العربيه لا تنسى. بص انا خدت مع النادي الاهلي اكتر من بطوله عربيه. يمكن في بطوله كده كنت انا يعني لسه كده في الناشئين وكنت بتمرن مع النادي الاهلي، كانت بطوله اللي كسبها النادي الاهلي كانت، وانا ما شاركتش فيها الحقيقه، ولكن كانت بطوله صعبه جدا. البطوله اللي كانت موجوده في تتلعب في تونس تقريبا، وكان هادي خشب هداف البطوله، كان سجل 3 اهداف من 3 ركلات جزاء، وكانت بطوله صعبه جدا، وبطوله علينا كانت صعبه الحقيقه. بطوله يمكن ثانيه، بطوله القاهره هنا احنا خسرنا فيها البطوله دي. وكنت انا موجود فيها في على فكره مواجهات قويه للبطوله العربيه، يعني بقاعات قويه، وزي ما انت قلت افضل انديه موجوده في طبعا، وبيبقوا عاملين الف حساب للنادي الاهلي وبيقابلوه بشكل خاص. انا عايز اقول لك على حاجه، انت هتلاعب فرق هي الافضل في 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 بلادها. انت النجم اللبناني ده افضل من افضل طبعًا الفرق الموجوده في طبعًا لبنان طبعا. امبارح القادسيه الكويتي من افضل الفرق اللي موجوده في الكويت طبعا. هتلاعب مثلا اذا كنت هتلاعب الهلال السعودي، او هتلاعب مثلا الاهلي جد، او الاهلي والزمالك المصري والاتحاد، دي من افضل الانديه اللي موجوده هنا في 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 مصر. وشوف النجم اللبناني تخطى بطل موريتانيا والفيصلي السعودي والافريقي التونسي. طبعا يعني تخطى الافريقي التونسي والفيصلي من افضل الفرق الموجوده في تونس. يعني طبعا الفيصلي السعودي برضه فرق من الفرق اللي ده مؤشر انك هتقابل فرقه لا قويه فنيا. لا بص، البطوله العربيه ما فيهاش فريق ضعيف، انت ما بتلعبش في افريقيا. افريقيا ممكن 32 طبعا بعض. بص البطوله الافريقيه ممكن في دور ال 32 مستوى قليل شويه، دور ال 16 اعلى شويه، لكن دور الثمانيه انت بتلعب عداوله بطوله افريقيا، فاهم قصدي؟ فانت بتتكلم في نوك اوت كمان دلوقتي، دور الثمانيه نوك اوت، المغلوب بيطلع على طول، مفيش الجروبس، مفيش الجروب ستيج يعني. فالنهارده انت بتلعب في البطوله العربيه، بتلعب افضل فرقه موجوده على المستوى العربي، وبعدين الامكانيات العربيه افضل بكتير جدا من الامكانيات الافريقيه. فانت النهارده بتلعب فرق يقدروا يشتروا لعيبه، يقدروا يجيبوا مدير فني كويس قوي. كابتن غدار، الدنيا اتطورت وبقى فيه واعاده اللعيبه المحترفه وفي صرف طبعا. انت شفنا امبارح القادسيه الكويتي زي ما انت قلت يا ايهاب من شويه، فرقه جايه من تجميد سنتين طبعًا، وبتلعب نادي الزمالك وممكن يكسب في اي وقت المباراه امبارح، ولياقه بدنيه ولاعيبه امكانيات عاليه ولسه كمان. فبرضه الفريق النجم اللبناني احنا مش عايزين طبعا، يعني كابتن محمد يوسف عجبني كلمته قوي، الاحترام والالتزام، تحترم الخصم وملتزم بالتعليمات وانت بتلعب باسم النادي الاهلي اولا واخيرا. قال كلام مميز جدا، لكن برضه عندنا كلام مميز جدا النجم انت لسه اشدت بيه، وهو الكابتن ناصر ماهر. نروح لزميلنا شريف شعبان ونسمع طبعا استضافته للكابتن ناصر ماهر. اهلا بيكم، اهلا بكل الضيوف اللي في البرنامج، و مبسوط طبعا ان انا موجود معاكم النهارده، وان انا بعمل لقاء مع كابتن ايهاب خطيب وكابتن احمد بلال، فشرف ليا. اللي بقى تحدي جديد، بطوله جديده، النادي الاهلي معودنا اي بطوله لازم ينافس عليها ويكسبها باذن الله، بطوله عربيه تحدي جديد، نجم اللبناني شايف هذه المواجهه ازاي؟ طبعا احنا بنركز في كل البطولات اللي احنا بنلعب فيها، لان النادي الاهلي ما بيرضاش غير بالبطوله، وان احنا نكون دايما في المركز الاول ورقم واحد. فماتش النجم اللبناني طبعا ماتش مش سهل، احنا مركزين طبعا ليه بكره ان شاء الله، ان احنا نعمل اداء كويس ونتيجه كويسه ونخرج بالفوز ان شاء الله. جماهير الاهلي في الفتره الاخيره بتعقد عليك امال كبيره، وبيقولوا يمكن ناصر ماهر عوضنا وعوض الحته اللي كانت مفقوده في النادي الاهلي، الربط ما بين الخطوط في تحت راسين الحرمه والوسط المدافع، انت في الحته دي
ديت بتصنع الفارق، والفتره الاخيره ماشي ما شاء الله نمسك الخشب ماشي كويس جدا، وبدات الجماهير تعقد عليك امال كبيره. لا الحمد لله طبعا، على انا بشكر طبعا ان الناس بتديني الثقه وكل اللعيبه والجهاز وبيديني الثقه طبعا، لكن انا لسه ده اول ماتشين طبعا وانا لسه ما عملتش اي حاجه، فانا بطمح ان شاء الله ان الفتره اللي جايه تكون كويسه واقدر ابقى عند حسن ظن الجميع يعني بيا، ان انا اقدر اقدم حاجه واقدر اخد بطولات زي اللعيبه الكبيره اللي موجوده طبعا، فده طموحي ان شاء الله. ان توعي الجمهور الاهلي بيه ان شاء الله بكل البطولات السنه دي بنلعب عليها ان شاء الله نقدر نحقق حاجه كويسه ان شاء الله. شكرا زميلي الشريف شعبان. ويمكن يعني كابتن ناصر ماهر قال انا لسه ما قدمتش لحد. صح مظبوط، كلام واقعي جدا يعني، كلام واقعي. انت لسه مباراه او اتنين قدام النادي الاهلي، انت عشان تقول انت لعبت في النادي الاهلي لازم تتكلم في موسم واتنين. بالظبط يعني موسم او اتنين عشان تقول ان انا لعيب اساسي جوه النادي الاهلي. مش مباراه واتنين، خد بالك موسم واتنين. خد بالك فرق كبير جدا انك تبقى لعيب في النادي الاهلي ولعيب اساسي في فرقه النادي الاهلي. لعيب اساسي في النادي الاهلي بتتكلم في موسم او اتنين على الاقل تلعبهم بشكل اساسي، يبقى انت موجود تلعب او بتلعب معظم المباريات يعني، انت لعيب داخل النادي الاهلي كده، فاهم قصدي؟ لعيب اساسي. فالنهارده كلامه منطقي طبعا، بيقول انا لسه ما قدمتش، وفعلا لسه ما قدمش، بس هو قدم للناس يعني مستقبل جيد. الفرصه بالظبط، لا قدم كمان للناس مستقبل جيد في كره القدم بالنسبه للنادي. هو في الواقع برضو لما راح ولعب في سموحه ظهر بشكل يعني كويس، يعني قدم نفسه بشكل افضل. في لعيبه لما بيخرج من النادي الاهلي وياخد فرصه عشان يرجع تاني ما بيستغلش كويس، يعني ممكن يكون برضو بتبقى دوافعه النفسيه اقل. لما في لعيب يعني بيفضل يكافح ويلعب لانه شايف مكانه ده لغايه ما بيوصل، حصلت في اكتر من لعيب. طبعا دي حقيقه. يمكن ناصر واضح عليه التحدي، يعني النهارده لعيب برده مش جاهز 100% بدني، تلعب مباراه الاسماعيلي، قدم مباراه جيده جدا، ده معناه ان هو خلاص هو مستعد ذهنيا، مستعد بالزبط. ذهنيا عايز، هو واثق في امكانياته، ودي حاجه على فكره دي من اكتر الحاجه اللي بتميز ناصر ماهر، ان هو واثق في امكانياته وقدراته، اتكلم عليها بشكل كويس قوي. تمام، امكانياته الفنيه جيده جدا، واضح ان هو لعيب ملتزم، احنا ما شفناهوش في المباراه ملوش سلوك سيء في المباراه، لعيب عايز يلعب بشكل كويس جدا، عارف ان هو لسه قدامه كتير جدا وعنده قدامه تحدي كبير جدا. بتلعب في النادي الاهلي كل ماتش بالنسبه لك تحدي، مفيش حاجه اسمها انا لعيب اساسي، بتلعب في كل مباراه في النادي الاهلي بتلعبها بيبقى ده تحدي بالنسبه لك. انت في انديه كتيره جدا بتلعب مباراه واتنين طول الموسم وبعدين تعيش عليهم، هنا في النادي الاهلي مفيش كلام ده. في النادي الاهلي كل مباراه بالنسبه لك تحدي، لانك انت المباراه ما اديتهاش بشكل كويس والبديل نزل ولعب بشكل جيد خلاص هيستمر، وانت تفضل موجود قاعد بره لحد ما تنتظر فرصه ثانيه. فعشان كده دايما بنقول اللعيب الاساسي في النادي الاهلي هو دايما اساسي على طول، مفيش حاجه اسمها مباراه ومباراه ثانيه والعب شويه كويس والعب شويه وحش. فرقه البطولات اللي هي فرقه النادي الاهلي لا تعترف الا دائما وابدا بالاداء الجيد داخل الملعب في كل مباراه. اداء جيد ان شاء الله في كل مباراه، والتوفيق بكره للنادي الاهلي امام النجمه اللبناني. بشكرك على وجودك معايا وعلى استفادتك في التحليل والحديث في ليله مباراه الاهلي والنجمه اللبناني. وقبل ما اشكرك لو حابب تقول اي حاجه. انا اللي بشكرك يا هاب طبعا، وبشكر ان انا موجود طبعا في قناه النادي الاهلي، وبالتوفيق بكره النادي الاهلي طبعا ان شاء الله. مباراه قويه جدا، تحدي جديد بالنسبه للنادي الاهلي البطوله العربيه، تحدي نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نستحوذ على البطوله ونفوز باللقب، وده عاده النادي الاهلي في كل مكان. هنبقى مبسوطين جدا وسعداء بكره ان شاء الله بجمهور النادي الاهلي اللي هيكون متواجد بكره ان شاء الله ورا فرقته هناك ان شاء الله برج العرب باذن الله، وان شاء الله يكون مؤازر بشكل جيد. يعني بكره حتى لو الفوز اتاخر برضو بنتمنى للجمهور المسانده للاخر، هي دي لعيبه النادي الاهلي وهي دي اللعيبه بتاعتهم، هي دي اللعيبه المفترض ان الجمهور دايما يشجعها ويؤازرها مهما كانت الاخطاء في الملعب. نتمنى من الجمهور دايما زي ما عودنا ان هو ورا فرقته في كل مكان ان شاء الله، وباذن الله تعالى ربنا يوفق النادي الاهلي السنه دي وينتصر في كل البطولات. عندنا خمس بطولات تقريبا ان شاء الله، ننتصر في خمس بطولات باذن الله. شكرا كابتن. عفوا، اشكرك يا شكرا. كل التوفيق لفريق الاهلي بكره في مباراه صعبه جدا، وانا باكد كمان انها مباراه صعبه. فريق النجمه اللبناني مستعد بشكل مميز جدا، شايف النادي الاهلي كويس، عنده تدعيمات يعني تخطى يعني فرق قويه اخرها الافريقي التونسي، وبالتالي مباراه الغد ليست مباراه سهله. كمان النادي الاهلي بيشوف عدد كبير من اللعيبه هيكون مشارك بكره، ما كانش بيشارك في الفتره اللي فاتت. كل التوفيق للنادي الاهلي. الاهلي الليله النهارده لسه معانا فقرات كتير ولسه مستمرين معاكم. روح سريعا لزميلي امير هشام.
زميلي استاذ ايهاب الخطيب، وبشكر كابتن احمد بلال طبعا نجم النادي الاهلي السابق. اكيد كان حوار شيق وممتع جدا، استمتعنا من خلاله وعرفنا اكيد العديد من الملفات المهمه وبتحديد الناحيه الفنيه الخاصه بمباراه الاهلي والنجم اللبناني غدا، وان شاء الله بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي، تكون بدايه قويه لي في بطوله او البطوله العربيه بالتحديد، واحنا عارفين دايما البدايات بتبقى مفتاح الفوز بالبطولات، فبالتالي نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد عشان تكون انطلاقه قويه للفريق في البطوله العربيه الهامه جدا. اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي بيبقى الهدف الاساسي هو والهدف الاوحد كمان هو الفوز بالبطوله، اي بطوله طبعا بيشارك فيها النادي الاهلي، فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، كابتن محمد يوسف وبقيه الجهاز الفني، وايضا اللاعبين اللي هيشاركوا في هذه المباراه غدا ان شاء الله. لسه مكملين معاكم فقرات الاهلي الليله، لسه ما خلصناش، مستمرين معاكم لحد الساعه 10، لكن دلوقتي جه ميعاد فقره مهمه جدا وهي فقره الاهلي في كل حته، من خلالها بنحاول نشوف اخبار كل الفرق المتواجده في الوطن العربي الكبير واللي بتحمل اسم النادي الاهلي، فبالتالي بنحب دايما نعرف اخبار الفرق دي كلها. هنبتدي من الأردن والأهلي الأردني واللي بيستعد في هذه الفترة لانطلاقة بطولة الدوري الأردني اللي هتكون مع نهاية شهر أغسطس الجاري، فبالتالي هم كان عندهم مباراة ودية أمام فريق الحسين أربد على استاد الحسن زي ما قلت لكم في خلال استعداداتهم للموسم الجديد وبطولة الدوري بالتحديد. المباراة دي انتهت بنتيجة 2-2، أحرز أهداف النادي الأهلي تامر سوبر وأيضا إبراهيم الجوابري. أكيد من خلال المباراة دي اطمن بشكل كبير جدا كابتن عيسى الترك المدير الفني للنادي الأهلي على كل النواحي البدنية والفنية الخاصة بفريق الأهلي الأردني، أكيد نتمنى لهم التوفيق طالما بيحملوا اسم النادي الأهلي، أي حد اسمه الأهلي نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله خلال الدوري الأردني، أكيد فريق قوي الأهلي الأردني، نتمنى لهم إن شاء الله النجاح في موسمه الجديد. نروح الآن لمداخلة مع السيد هيثم عزيز الأمين العام لنادي الأهلي الأردني. أستاذ هيثم برحب بيك، مساء الفل عليك. ألو طيب التليفون يمكن أو الخط قطع، فهنحاول نوصل للسيد هيثم عزيز الأمين العام للنادي الأهلي الأردني عشان نتكلم عن استعدادات الفريق بشكل مفصل للموسم الجديد، وأكيد عندهم العديد من التحديات في الموسم الجديد سواء بطولة الدوري أو بطولة الكاس أو مختلف البطولات اللي بيشاركوا فيها. الأهلي الأردني فريق جيد يعني بيضم عناصر كمان جيدة جدا بيستعدوا بمنتهى القوة لبداية الموسم الجديد. نروح لخبر اخر واهلي تاني، اهلي طرابلس الليبي واللي بيستعد الفتره دي. طب قبل ما نروح لاهلي طرابلس ناخد السيد هيثم عزيز الامين العام للنادي الاهلي الاردني. استاذ هيثم برحب بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. ازي حضرتك، عامل ايه، اخبارك كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. عايزين نتكلم عن الاستعدادات الخاصه بفريق الاهلي الاردني للموسم الجديد، بتستعدوا ازاي وشايفين شكل المنافسه في الموسم الجديد ازاي؟ نحن بالنادي الاهلي الاردني السنه اعدنا المدرب السابق اللي هو عيسى الترك لاعب النادي الاهلي سابقا ومدرب النادي الاهلي سابقا. وصل له حوالي شهر ونص بعمل اعداد للفريق، استعان بلاعبين من الفئات العمريه ولاعبين من اللي كانوا موجودين عندنا، وفي عندنا تمارين صباحيه ومسائيه، وان شاء الله متوقع منه انه يعطينا انجاز السنه نكون بفرق المقدمه. تمام، اكيد ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، لكن في سؤال اخر عايز اسالك عليه استاذ هيثم، هو خاص بموقع او مقعد الرئاسه في نادي الاهلي الاردني وبالتحديد بعد وفاه طبعا سعيد شقم رئيس النادي، يعني اكيد خلص العزاء لكل جماهير الاهلي الاردني والاردن بشكل عام، هل هيبقى في انتخابات خلال المرحله الجايه ولا الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لكم؟ الله يخلي لي اياك. نحن بالنسبه لموقع الرئاسه نحن بنظام النادي الاهلي إذا رئيس النادي توفى أو انسحب من الإدارة لأي ظرف من الظروف، إذا كان باقي لمدة الانتخابات أكثر من 6 شهور بندعي الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد، ولكن إذا كان أقل من 6 شهور النائب الرئيس بحل محله بصير رئيس لحين إعداد الدورة القادمة للانتخابات. فعشان هيك هسه حاليا رئيس النادي
اللي هو طلال قناش، السيد طلال قناش. طيب عايز اتكلم، كان رئيس، نائب رئيس. تمام، نتمنى له اكيد كل التوفيق، لكن عايز اتكلم عن طموحات بالتحديد بالنسبه لكم خلال الموسم الجديد، مختلف المنافسات اللي هتشاركوا فيها هتكون عباره عن ايه، وطموحاتكم فيها ماشيه ازاي؟ والله يا اخي نحن طموحاتنا بالنسبه لوجود المدرب الحالي اللي هو شيخ مدربين الاردنيين واللاعبين اللي عندنا اللي استعنا فيهم، ان شاء الله متامل نكون المراكز الاولى. تمام، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. طب اهم التدعيمات اللي انتوا دعمتوا بيها الفريق الموسم ده كانت ايه؟ كيف يا سيدي؟ اهم التدعيمات، اهم الصفقات بالنسبه لكم الموسم ده كانت عباره عن ايه؟ يعني اللاعبين اللي انتوا قدرتوا تضموهم الموسم ده في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه كانت بالنسبه لكم عباره عن ايه، او مين اللاعبين اللي قدرتوا تنجحوا في ضمهم لصفوف الفريق؟ والله نحن لاعبيننا اللي كانوا موجودين عندنا يعني مستواهم كويس، نحن استعنا بلاعبين من الفئات العمريه واستعنا يعني بلاعب مصري ولاعب من نادي ثاني اللي هو قلب دفاع. نحن المراكز اللي كانت ناقصتنا اللي طلبها المدرب جبنا له اللاعبين فيها، قلب الهجوم وقلب الدفاع. طيب اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق استاذ هيثم عزيز الامين العام للنادي الاهلي الاردني، بشكرك شكرا جزيلا، واكيد كل التوفيق ان شاء الله لفريق الاهلي الاردني خلال المرحله المقبله وبالتحديد بطوله الدوري الاردني والموسم الجديد بشكل عام. خلينا نروح سريعا ناخد تقرير او نتكلم بالتحديد عن اهلي طرابلس الليبي، واللي يمكن الفتره دي بيستعدوا او في مشكله او ازمه عارفينها مباراه الوداد المغربي، لسه الامور مش عارفين مشيت ازاي، لكن عايز اتكلم بالتحديد عن التدعيمات اللي بيقوم بيها الفريق الليبي او اهلي طرابلس بالتحديد، واللي يمكن الفتره دي بيحاولوا يضموا اللاعب عمرو موسى لاعب المصري البورسعيدي. كابتن ايهاب جلال المدير الفني المصري بيقود هذا الفريق بعد تعاقده مؤخرا مع فريق اهلي طرابلس الليبي، فبالتالي هو عنده درايه كبيره جدا باللاعبين المصريين بشكل عام، هو شايف ان عمرو موسى لاعب المصري البورسعيدي هيكون اضافه ليه خلال الموسم الجديد، فبالتالي في مفاوضات حاليه ما بين اهلي طرابلس وفصري البورسعيدي لضم اللاعب عمرو موسى. ده كان خبر ايضا مهم بالنسبه لاهلي طرابلس الليبي. نروح بسرعه نشوف تقرير للكابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي السابق، ويمكن هو اكتر هداف للنادي الاهلي في تاريخ البطولات العربيه. كابتن احمد كشري لعيب كبير وشارك في العديد من البطولات مع النادي الاهلي سابقا، وقدر انه يحرز العديد من الاهداف مع النادي الاهلي في البطولات العربيه المختلفه. هنروح نشوف تقرير كابتن احمد كشري وبعديه مباشره نرجع للكابتن خالد العوضي عشان نشوف الفقره الخاصه به. البطوله العربيه في تونس دي كانت هي البطوله اللي عرفتني بالجمهور المصري كله وجمهور النادي الاهلي، لان اول اهداف ليا مع النادي الاهلي كانت في البطوله دي. طبعا البطوله بدات بمباراه الرياض السعودي، ويمكن انا كان عندي اصابه في المباراه دي ولعبت وتحملت على نفسي، لان كان البطوله كان بيغيب عنها حسام حسن في اصابه مباراه، فكنت انا وفيليكس المهاجمين ولعبت المباراه دي وتحملت على نفسي، وكان عندي اصابه من مباراه قبلها مع هامبورج الالماني، ويمكن دي كانت اول مباراه ليا واحرزت فيها هدف التعادل للنادي الاهلي في هامبورج في المانيا. البطوله العربيه في تونس طبعا بطوله عرفتني بجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر، لان مشاركتي في مباراه النصر الاماراتي في نهايه الشوط الاول بعد اصابه وليد صلاح الدين كانت النتيجه 1-1 في استاد المنزه في تونس، و واول ما شاركت في المباراه حرصت الهدف الثاني للنادي الاهلي من كوره عملها لي هادي خشبه، وجبت الهدف الثاني للنادي الاهلي في الشوط الاول. النتيجه طلعت الشوط الاول 2-1، والشوط الثاني قدرت من اللعبه من ذكاء طبعا ومهاره رضا عبد العال وصلني انفراد من نص الملعب ووصلت انفراد وجبت الهدف الثاني في النصر الاماراتي، ودول كان اول هدفين ليا مع النادي الاهلي في اول مشاركه رسميه. بعديها لعبنا مباراة مع فريق الاتحاد السوري وهو كان فريق قوي جدا، وفي أول مباراة رضا عبد العال اداني كورة على 18 قدرت إن أنا أحرز منها هدف صعب للنادي الأهلي، والهدف ده كسبنا بيه اللقاء. فطبعا بطولة تونس 95 يعني عرفتني بالجمهور المصري، ويمكن أنا حسيت الكلام ده
لما رجعت مصر يمكن النادي الاهلي ما كملش في الادوار الثانيه، ولكن لما رجعت مطار القاهره بقى واستقبال الناس لقيت استقبال حافل بالنسبه لي، فدي كانت البدايه، بدايه بطوله 95 واحرزت مع الافريقي في الافريقي. فطبعا بطوله كانت قويه، ولكن احنا كنا في بدايه الاعداد يمكن ما كملناش فيها للاخر. والله يعني البطوله دي كانت بطوله غاليه جدا جدا عليا، لان انا كنت مصاب اصابه في العضله الخلفيه، خدت معايا وقت شويه، خدت معايا شهرين ما كنتش بتمرن مع الفريق خالص، كنت بتمرن لوحدي في التاهيل. فانا شاركت بالصدفه في البطوله دي، يمكن كانت في بعض الاصابات للنادي الاهلي، فيليكس كان ايده فيها كسر، وكان حسام حسن كان عنده برضو اصابه، فكان بيلعب سيد غريب كان احد ابناء النادي الاهلي وليد صلاح الدين. وانا رحت البطوله دي او الجهاز كلمني قال لي انت هتيجي معانا تقعد على الدكه، لكن انت مش تلعب خالص، انت ما بتمرنش مع الفرقه بقالك شهرين. فطبعا انا كنت فرحان جدا ان انا اروح مع الفريق واتواجد معهم في المعسكر واشارك في البطوله، حتى لو انا مش هنزل ملعب، بس رجعت الفريق مره تانية. فكنت في مباراه اتحاد بليدة والنتيجه كانت 1-1 الاهلي واتحاد بليدة الجزائري، واضطريت ان انا انزل بعد اصابه وليد، فالجهاز الفني لمحت ان هم بيتكلموا بيفكروا فيا، بس عارف اللعيب ما لعبش بقاله شهرين مع الفرقه. فانا قمت ساعتها، يعني كان الله يرحمه كابتن ثابت البطل والكابتن احمد ماهر الله يرحمهم، قمت ورحت انا قايل لهم انا هلعب، وهولمان طبعا المدير الفني انا بتكلم على الموقف اللي دار، قاموا كلهم يتكلموا، وكان الحاج محسن طنطاوي والكابتن ماهر امام اتجمعوا كلهم عايزين ينزلوا فيرويد، وانا اللي قاعد على الدكه وما بشاركش مع الفرقه. فانا قمت قلت لهم انا هلعب وانزل واجيب جول، فخدوا الاحساس مني انا. فيعني تخيل هم قبل البطوله بيقولوا لي انت هتيجي ومش هتشارك خالص، فاتاحت لي فرصه ان انا ممكن اشارك، فقالوا لي تقدر، قلت لهم انا اقدر وجاهز. فنزلت فعلا المباراه دي، ومع اول نزول ليا محمد يوسف عمل لي كره طوليه، فيمكن انا كنت بتميز بالسرعه قوي يعني بالكوره، فاخترقت ديفنس اتحاد بليدة وانفردت بالمرمى واحرزت هدف، وهدف كان غالي جدا عليا يعني الهدف ده، وجاب بعديه بقى الاهداف الثانيه. بعديها طبعا لعبنا رفع الفلسطيني، كسبناهم 7، احرزت 5 اهداف في المباراه دي، ويمكن للعلم يعني انا احرزت 5 اهداف بجميع اجزاء جسمي زي ما بيقولوا، جبت هدف بيميني وهدف بشمالي وهدف بركبتي وهدف بصدري وهدف بدماغي وضرب الجزاء. فيعني ما بتحصلش كتير يعني ان انا اجيب او اي لاعب ان هو يسجل في مباراه واحده يعني هدف، جبت هدف بركبتي وهدف بصدري، الكره كانت جت في العارضه بتاعت مجدي طلبة وانا طلعت لها وحطيتها هدف، وجبت هدف بدماغي وجبت بشمالي وبيميني. فطبعا يمكن المباراه دي ودتني بعيد شويه وخلت الناس في حتى في الشارع المصري في الفتره دي يعني اختاروني افضل لاعب في الفتره دي في النادي الاهلي. دي كانت مباراه صعبه جدا، لان فريق الهلال السعودي كان فريق قوي جدا، كان بيملك لاعبين كبار جدا، سامي الجابر والسنيان، وكانت فرقه قويه جدا، وكان عندهم مدافع كان بيلعب عليا كان اسمه ليتانا، المدافع ده كان كابتن منتخب زامبيا وكان طوله 2 متر وزياده، يعني درجة انا كنت بنط يعني اجيب الفانيلا بالعافيه. وطبعا مباراه كانت صعبه جدا، ويوسف السنان احرز هدف في كابتن شوبير كان من فاول، وانا تعادلت للنادي الاهلي في الشوط الثاني بهدف من كورنر من مجدي طلبة، طلعت بدماغي حطيتها في سقف الجون يعني صاروخيه، يعني كان هدف رائع يعني، وكان معايا ليتانا ده، وليتانا زي ما قلت لك طويل جدا، فتعادلنا وربنا كرمنا شوط تاني بالهدف الذهبي هدف احمد نخله، وقدرنا ان احنا نوصل للنهائي مع فريق الرجاء المغربي. والله المباراه دي كانت مباراه صعبه جدا، لان كانت فرقه الرجاء كانت فريق قوي جدا، كان فيهم حوالي على الاقل 9 لعيبه في منتخب المغرب، كان عندهم بصير صلاح الدين كان لعيب كويس جدا جدا جدا، وكان عندهم لعيب اسمه الروسي احترف في اسبانيا. لا كانت فرقة قوية جدا، فرقة كانت سريعة عندهم مهارة، ولعبنا المباراة دي بتكتيك عالي جدا، وقفلنا يعني خطوطنا وكنا قريبين من بعض،
وقدرت ان انا اخطف كوره من مدافعين، كنت بضغط على المدافعين بتوع الرجاء وضغطت وخطفت الكوره منهم ورحت مديها لوليد صلاح الدين اللي هو جاب اجمل اهداف اعتقد لوليد في مسيرته. يمكن الهدف ده لو شفتوه وليد رقص الحارس وكان المفروض انا رحت له عشان اداني والشبكه فاضيه، فوليد رقص تاني عشان يجيب هدف، يعني هدف عالمي يعني وليد صلاح الدين بموهبته الكبيره. والحمد لله حصلنا على البطوله، كانت بطوله مميزه جدا 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 والله. دي بطوله، دي كانت برضو بطوله من البطولات صعبه جدا جدا، لان احنا ما رحنا بطوله النخبه في السعوديه كان ثلاث فرق من السعوديه، فريق الهلال السعودي طبعا معروف اقوى فريق هناك، وفريق الاتحاد السعودي، وفريق الشباب السعودي، فطبعا دول اقوى ثلاث فرق في السعوديه بجانب النادي الاهلي طبعا المصري. كنا احنا الاربع فرق في مجموعه واحده، لعبنا في استاد الملك فهد، وكانت بطوله يعني كان فيها لغط شويه، لان كان التحكيم يعني ظلمنا في مباراه الاتحاد او مباراه الشباب. ممكن مباراه الشباب دي كنا خسرانين 1-0 وانا حرصت هدف التعادل من النادي الاهلي، كان مشير حنفي عدى من ناحيه اليمين ورفع لي كوره عرضيه، طلعت جنب عالي وجبت كوره في سقف الجون وتعادلنا بيها. ويمكن هم جابوا هدف ساعتها كان مشكوك فيه ان هو اوفسايد. يلعب ناحيه اليسار فيليكس وحاول ينقل ضغمه من جهه النقيل، ولكن ابعاد موفق الى وصمة هادي، تلعب مره ثانيه لرضا عبد العال في اقصى اليمين، محاوله انطلاقه في مشير حنفي، ومشير حنفي برضه في مباراه الاتحاد كان الحكم العرجون حكم مغربي، يعني حصل مشكله وطرد ابراهيم حسن ومجد طلبه فاثرت علينا في البطوله، لكن في الاخر كسبنا الهلال السعودي وقلبنا البطوله. كانت البطوله راح للهلال، كسبنا الهلال فراحت للشباب، يعني كانت بطوله صعبه لو ظروفها يعني لو مشي الطبيعيه الاهلي كنا ممكن نحصل عليها. دي طبعا بطوله برضو مهمه جدا جدا اللي هي البطوله العربيه 98 في تونس. يمكن البطوله دي انا شاركت هنا مع الفريق اللي لعب قدام البني الاثيوبي في بطوله افريقيا، وكنا متعادلين هناك 1-1 والنتيجه كانت في الملعب 1-1 في القاهره، وانا حصد هدف في الدقيقه 41 الهدف الثاني للنادي الاهلي، وبعديها يعني بعديها على طول بعد ما سنطرنا تعادلوا معانا. وكان في مشكله ان في الفتره دي خدوا اللعيبه الجاهزين كلهم في تونس، ومعظم اللعيبه اللي كانت في القاهره ما كانتش بتشارك كتير، فدي اللي كانت مأثره علينا شويه ودي اللي خلتنا ما كملناش. ففي اليوم ده بعد المباراه دي انا سافرت على طول للفريق الاهلي في تونس وشاركت معاهم في البطوله هناك قدام مولوديه وهران الجزائري، وحصلنا على البطوله هناك في تونس، ودي يمكن هي اللي يعني شفعت لنا ان احنا بطوله افريقيا كنا لسه في الادوار الاولى، فخدنا يعني خدنا بطوله في تونس فعوضت البطوله دي. وفي طبعا البطوله العربيه برضو كانت في تونس اللي كان فيها صفاقس التونسي وكان فيها فريق من فلسطين، ده احرزت انا في صفاقس التونسي في ملعبه هدف تعادلنا 1-1، وحرصت في فريق الفلسطيني هدف، وحرصت هدف كمان يعني انا بس الذاكره تحاول تجيبني، فحرصت الحمد لله في كل البطولات العربيه. وكان في بطوله كمان بطوله الصداقه دي بقى يعني كانت بتتلعب في السعوديه في ابها، اتلعبت مرتين وانا خدت هداف البطولتين دول، احرزت في الهلال في الاهلي السعودي كسبناه 3-1 جبت جونين، وجبت في كازما كويتي وجبت في الهلال السوداني، يعني الحمد لله احرزت في فرق كتيره جدا عربيه. في اهداف طبعا يعني مؤثره جدا للنادي الاهلي، وفي هدف جاب بطوله، وفي هدف بالنسبه لي انا من احسن الاهداف يمكن لحد النهارده الناس في الشارع المصري يعني بيفتكروا لي الهدف ده، طبعا هو هدف في مرمى الاولمبي، وده كانت اول مباراه ليا في الدوري مع النادي الاهلي واحرزت 3 اهداف. جبت الهدف الاولاني بشمالي كان وليد صلاح الدين الداني،
وجبت الهدف الثاني من كرة عالية عملها إبراهيم حسن لفيليكس فخرج بره ال 18 وانا جاي بسرعتي خدت الكرة طلعت بره المفروض اني اعملها بالعرض حطيتها بوش رجلي الخارجي في المقص صاروخ يعني كان هدف عالمي يعني ويمكن خد احسن هدف في تاريخ الدوري المصري لان الهدف كان صعب جدا لان كله متوقع ان انا اعمل الكرة بالعرض انا عدلت جسمي على الكرة كويس قوي وحطيتها بقوة في بعيد عن حارس المرمى الاولمبي هشام ابو الحسن راحت في المقص صاروخ وده كان الهدف الثاني وجبت هدف بدماغي فطبعا برضو اول مباراه ليا مع الاهلي في الدوري هجيب جون بشمالي والجون الثاني بيميني والهدف الثالث بدماغي هاتريك فكل الحاجات دي يعني سابت انطباع جيد جدا عند الجماهير لكن ضغطتنا انا كنا ساعات نروح نلعب الاسماعيلي نادي الاسماعيلي في اسماعيليه او المصري الاقي الجمهور يقول لي كشر عايزينك تجيب 5 تجوان فهم اتعودوا على الخمسه والثلاثات اه طبعا دي كانت بتضغطني فالحمد لله انا ليا ذكريات مع الاهلي كتير في حته احراز 5 اهداف. طبعا البطولات العربيه بتبقى جميله ويعني النادي الاهلي بيبقى النادي الاكبر اسما وتاريخا وقوه وبنتجمع مع انديه ومع لعيبه كتير جدا يعني وبنستقبل استقبال يعني يعني فوق الممتاز من خاصه من السعوديه وتونس والامارات يعني لا بيستقبلونا استقبال كويس جدا كل الدول العربيه لان عارفين حجم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي لكن في بطولات يعني ليها تاثير يعني في بطوله النخبه في المغرب ممكن دي ما اتكلمناش عليها دي كانت البطوله رايحه مننا احنا كسبنا الفيصل الاردني 3-1 وانا كان عندي اصابه في انكر رجلي وكنت بشارك لفترات وبعديها لعبنا اولمبي خريبكا في المغرب وجالنا ضربه جزاء والنتيجه 2-1 كانت النتيجه 2-2 ودخل شاطر محمود ابو الدهب الكره دي تيجي ناخد البطوله ان احنا كسبين الماتش الاول ونكسب الثاني والرجاء المغربي كان متعادل ماتش او متعادل ماتشين فنكسب الماتش ده ناخد البطوله فالكره ابو الدهب انت عارف محمود ابو الدهب كان مشهور بقوه رجليه حطها بقوه جدا جت في بطن العارضه وراحت اتردت علينا داخل الجون والكره دي كانت في اخر دقيقه في الماتش وخسرنا 3-2 فجينا خلاص يعني احنا بره اللعبه فالفريق الفيصلي الاردني كسب اولمبي خريبكه اللي كان هياخد البطوله فلما كسبوا ادانا فرصه ان احنا مع الرجاء المغربي لازم نكسب عشان ناخد البطوله وفي ملعب يعني الرجاء في استاد الملك محمد الخامس يعني في ملعبهم وفي جمهورهم وفرقه كانت تقيله جدا المباراه دي انا شاركت فيها الشوط الثاني ونزلت الشوط الثاني ويمكن في فاول جه سمير كمونه جابه في الدقيقه 41 كوره كان فاول رفعها محمود ابو الدهب جابها سمير كمونه والجون ده كان يدينا البطوله وبعدين هم ضغطونا وهم بيسنطروا وضغطنا انا رحت ضاغط على الباك رايت بتاعهم رحت قاطع الكوره ورايح واخد الديفنس كله في ضهري ورحت رايح وعامل ضرب الجزاء وشاطها هادي خشبه وكسبنا وجابها هادي الهدف الثاني وخدنا البطوله في المغرب وسط طبعا الفرق المغربيه اللي كانت معانا فطبعا دي بطوله برده كانت صعبه جدا جدا ان انت بتجيبها في اخر لحظه احنا كنا بره البطوله ومش عايز اقول لك الاجواء قبل المباراه دي يعني يمكن الجماهير طبعا بتشجع فريقها لما لقوا ان فريق الاولمبيك خريبكا خسر بدا يتحدف علينا بعض الزجاجات وبتاع لان احنا وقفنا يعني فرحنا ان النتيجه دي ادتنا الامل وفعلا استغلينا الموقف لان النادي الاهلي نادي كبير ونادي ما بيعرفش يلعب غير على المكسب والحمد لله النادي الاهلي او الجيل بتاعنا كان في البطولات الكبيره كنت تلاقيه يعني قد المسؤوليه واخدنا بطولات كتيره جدا وكانت بطولات صعبه فطبعا ده موقف ما يتنسيش لان احنا كنا في الاستاد وتحدف علينا ازايز ويعني بس طبعا احنا كنا شاعرين يعني او مقدرين يعني موقف الجمهور المغربي فرقتين من عندهم ممكن تروح منهم البطوله في ماتش والحمد لله قدرنا ناخد البطوله ورفعنا الكاس في المغرب فدي من البطولات برضو المؤثره جدا واللي كانت فرقت معايا انا ومع النادي الاهلي من احسن البطولات برضو اللي عملتها رغم ان انا شاركت في اوقات قليلة فيها الإصابة فلا الحمد لله يمكن ويمكن أنا كنت بتكلم معاك قبل ما نبدأ يعني الحمد لله أنا مع البطولات مع الفرق العربية سجلت في معظم الفرق العربية
وفي مباراه انا سجلت فيها في شوط واحد 5 اهداف برضو، دي كانت مباراه اهلي دبي الاماراتي، كانت سنه 95، ودي اول مباراه وديه ليا في القاهره. يعني انا كنت مع النادي الاهلي في المانيا، سجلت في فريق هامبورغ الالماني، ويمكن مستر هولمان ساعتها قال لو خسرت 6-0 انا هبقى اسعد واحد في المانيا، ولو خسرت 4-0 هبقى اسعد واحد في العالم. فيمكن هو كان لسه ماسكنا ما يعرفش النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي. فربنا كرمنا الماتش ده، يعني كنا خسرانين 2-1، حسام حسن كان جايب الجول، انا نزلت جبت هدف التعادل، وبعديها لعبنا مباراه مع فريق درجه ثانيه هناك، انا احرزت فيه 6 اهداف، يعني جبت 6 اهداف لدرجه الجمهور كله نزل يتلف حواليا، يعني 6 اهداف في ماتش. فالحمد لله، يعني يمكن انا كان عندي الميزه دي. بعديها رجعنا القاهره، جمهور النادي الاهلي عايز يشوف مين اللي بيجيب 6 جوان ويجيب في هامبورج هدف، فجم اتفرجوا عليا في ماتش اهلي دبي والاهلي استاد سكه حديد. الشوط الاول كنت بلعب انا وحسام حسن فراوده، الشوط الاول انتهى 6-1 للنادي الاهلي، كان معانا لعيب احمد عبد الفتاح كان بيلعب معانا جاب هدف، وربنا كرمني في الماتش ده حصلت 5 اهداف، خمس اهداف والجمهور اول مره يشوفني، فدي خلتني يعني عملت لي شهره كبيره جدا وخلت الناس تبقى تثق فيا. فيمكن انا بذكر او انت فكرتني بالحاجات دي، دايما بقول للعيبه الجيل الموجود يعني خليك طماع شويه، لما تيجي تجيب جون المفروض معنوياتك تعلى ان انت تحرز جون تاني وتالت لو في فرصه، ما تكتفيش ان انت تجيب هدف. فدي كانت الحمد لله كانت فيا، لما بجيب جون كان الجهاز كله وكل اللعيبه كانت تتوقع ان انا اجيب جون والتاني والتالت، فجبت 5 اهداف في اهلي دبي في شوط واحد. شكرا لزملائي ايهاب الخطيب وامير هشام. ودلوقتي مع فقره الالعاب الاخرى، معانا اخبار لكل الفرق في النادي الاهلي. اغلب الفرق بتستعد للموسم الجديد، على انطلاقه للموسم الجديد ان شاء الله كل الدوريات الايام بتبدا في شهر 9، فكل فرق النادي الاهلي بتستعد للموسم الجديد عباره عن فترات اعداد. هنبدا باول فرقه عندنا، فريق كره اليد، وتصريح الكابتن محمد عادل المدرب العام، وبيقول فيه ان يعني البطوله صعبه جدا او الاستعداد عندنا صعب جدا عشان عندنا لعيبه في منتخب مصر. بيقول ان في تقليص بعد ما الاتحاد كره اليد قلص العدد من 24 ل 18 لاعب، بيقول ان كده عندنا مشكله، احنا لازم نستعد كويس جدا جدا جدا. واهم نقطه بيقولها، بيقول ان البطوله اللي جايه في شهر اكتوبر هي بطوله افريقيا لابطال الدوري، بتمثل اهميه كبيره جدا للجهاز الفني واللاعبين. لازم نقول ان ليه تمثل اهميه كبيره للجهاز الفني واللاعبين، علشان النادي الاهلي كسبان بطوله افريقيا ابطال الكؤوس اللي اقيمت شهر 5 في النادي الاهلي، ولو كسب البطوله اللي جايه ان شاء الله في ساحل العاج يبقى هو كده كسبان البطولتين، يقدر يروح السوبر ماتش السوبر شهر 5 اللي جاي في تونس ويلاعب تاني ابطال الكؤوس وهو الفريق المغرب اللي لعبه في الفاينل معاه. ده بالنسبه لكره اليد. بالنسبه لفريق كره الطايره، بيستعد لي برضو لابطال لبطوله الدوري وبطوله افريقيا، وكابتن ميدو مصلحي على قدم وساق العمل، لكن دلوقتي كابتن ميدو مصلحي موجود في منتخب مصر، هو المدير الفني لمنتخب مصر، واستعداده لبطوله العالم ان شاء الله في شهر 9 اللي هتقام في ايطاليا وبلغاريا. في 9 لاعبين من النادي الاهلي موجودين جوه قوام المنتخب المصري، عارفين النادي الاهلي دائما وابدا هو بيمد المنتخبات القوميه باكثر اللاعبين جوه المنتخبات القوميه. جوه القائمه دي بتقول عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، عبد الحليم عبو، وحسام يوسف، محمد عادل، عبد الرحمن سعودي، شريف احمد، احمد عبد العال، واحمد سعيد. بطوله الدوري ان شاء الله هتنطلق في شهر 11 اللي جاي، لسه المنتخب المصري لسه ليه بطوله العربيه هتقام في نوفمبر، وبعديها هيبدا الدوري العام باذن الله. نتمنى كل امنياتنا الطيبه لفريق الكره الطايره بالنادي الاهلي بتتويج بالبطولات في المرحله اللي جايه. هنخش على لعبه فرديه ولعبه رقم ولعبه اللعبه الفرديه، وهي لعبه يعني لعبه قويه جدا عندنا في النادي الاهلي، وهي
لعبه الكاراتيه. لعبه الكاراتيه معروف عندنا ابطال عالم كتير في العاب في لعبه الكاراتيه، معروف ان دائما وابدا بنحصد الارقام برضو بنحصد البطولات في بطولات الكاراتيه، لكن المره دي بنحصد في حاجه جديده في النادي الاهلي في لاعبين كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه من طراز مختلف من وضع مختلف، بدا الموضوع بقى لنا سنه في القصه دي في النادي الاهلي، احرزوا 18 ميداليه في بطوله الجمهوريه التنشيطيه، 18 ميداليه 16 ميداليه في بطوله الاسكندريه التنشيطيه. المدرب العام لمحمد حمدي او مدرب الكاراتيه ومدرب المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه بيعبر عن سعادته بالنتائج الطيبه اللي حققوها اللاعبين النادي الاهلي في اول سنه ظهور ليهم داخل بطوله التنشيطيه في ذوي الاحتياجات الخاصه. معانا ومعاكم دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور والخير عليكم كلكم يا رب. دكتور مراد قول لنا ايه الموضوع، اول سنه شغل ذوي الاحتياجات الخاصه ما شاء الله 16 ميداليه، احكي لنا الحكايه. طيب عشان بس ما يبقاش الكلام غير منطقي، هي مش اول سنه قوي يعني، هم ابتدوا شويه بدري قبل احنا بنشكل الجهاز. تمام. هم اولادنا كلهم اعضاء في النادي واحنا كنا مهتمين بيهم، بس ما كانش عندنا جهاز احتياجات خاصه، كنا بنشتغل معاهم دي السنه الثانيه دي. دي نمره واحد. نمره اثنين، البطوله دي بتنقسم الى قسمين، قسم للمتقدمين وقسم للمبتدئين. طبعا احنا بنتكلم على اولادنا اللي لسه بادئين، هم المبتدئين. احنا اشتركنا، احنا عندنا 22 ولد وبنت بيلعبوا في ذوي الاحتياجات، هم اشتركوا جابوا 16 ميداليه في المستوى الثاني اللي هو مبتدئ. الو 16 ميداليه يا دكتور مراد في 16 ميداليه 16 ميداليه في اول اشتراك، ما شاء الله يعني، اللهم لا حسد، لكن قول لنا ازاي وصلوا ل 16 ميداليه في وقت قليل جدا جدا، في اقل من سنه بيوصلوا 16 ميداليه، وده شيء كبير في الميداليات في الكاراتيه في البطوله التنشيطيه. ذوي الاحتياجات الخاصه على غير ما الناس متصوره قدراتهم اعلى من باقي البشر. قدراتهم فعلا اعلى، مفيش تشويش على دماغهم، مفيش تشتيت، ما بيسمعوش اشاعات، محدش بيضللهم. هم مهتمين بالرياضه على المطلق. لما بتعلمهم بيتعلموا. لما تشجعهم بيبذلوا اقصى جهد. فده موضوع الناس مش واخده بالها منه، انا نفسي الاسوياء يقلدوا ذوي الاحتياجات الخاصه. هنوصل اسرع من كده بكتير. بس انا مش معاك في الكلام قوي، ان الاسوياء ما شاء الله عندنا ابطال عالم. موجودين في الكاراتيه ولو يعني هتاخدنا الكورنر تاني ونقول الاخبار الكاراتيه في النادي الاهلي، استعداد للموسم الجديد 30/8 الموسم هيبدا، استعداداتنا ايه؟ اقل من شهر خلاص يا دكتور. بص يا بيه، احنا موسم الكاراتيه موسم طويل قوي. تمام. بيبتدي 30/8 كويس، وبينتهي في اخر 5. تمام. في كل الاعمار السنيه أكتر من أي لعبة تانية، إن إحنا بنشتغل كل سنة عمر بمسابقة. إحنا بقالنا سنوات طويلة جدا محتكرين الدرع العام قاهرة وجمهورية. ما شاء الله يا دكتور، اللهم لا حسد. ما شاء الله. محتكرين الحمد لله بالظبط، اتفضل. تمام، ولكن ده مش المعيار، المعيار الحقيقي إن إحنا عندنا أبطال عالم وأفريقيا وعرب مصنفة الأولى عالميا جيانا فاروق. تمام. المصنفة الأولى عالميا 6 ميداليات ذهب متتالية، ودي ما حصلتش قبل كده، المفروض إن في مشروع دلوقتي تسجيلها في جينس ريكورد. ما شاء الله. نتمنى لها كل التوفيق، لأن السنة اللي فاتت كان عندها بكالوريوس وده أثر على مستواها كتير قوي وبعدت، لكن ابتدت ترجع فعلا واشتركت بحر متوسط اللي فاتت وجابت ميدالية فضية، وده مش مستواها، بالنسبة لها ده وحش قوي. الناس جايه فرحانة لكن ده بالنسبة لها وحش. اتعشى منها تستعيد كل لياقتها وقدراتها، لان هي بنت متفوقه جدا، وتجيب لنا ميداليه في 2020. متوقع ايه في 2020 ان شاء الله يا دكتور لابطالنا في النادي الاهلي؟ متوقع ايه؟ يعني انا عندي بعد جيانا فاروق، عندي بنتين كمان كويسين قوي 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 قوي، ممكن في سنتين نلحق ننافس، لكن ما اعتقد ممكن. تمام. ما اعتقدش انه يبقى ذهب، لكن ممكن ننافس بيهم، ممكن ناخد برونز بنتين. وعندي كذا ولد هايلين الحقيقه، ليهم تاريخ طويل قوي في اللعبه، هم محققين مراكز كتير جدا. تمام.
وفي ناس لسه ما خدتش فرصتها الدوليه موجوده برضه. وانا متصور انه في ظل المنظومه الحاليه للاتحاد والمنتخبات القوميه ممكن لو جينا على نفس المعدل، لان احنا هي بنجري ورا بعض بتدير ازمه صعبه جدا علشان نلحق الركب الاولمبي اللي ابتدى قبلينا بسنتين. طب هو دكتور انا عارف ان طوكيو دي هتكون اول دخول للعبه الكاراتيه. بالظبط، اول دخول. طب سؤال بس كده، سادس مره يعترفوا بالكاراتيه وما يخشش، المره دي دخل ان شاء الله. طب قول لي بس في حاجه كده، سؤال سريع لحضرتك. دايما بنكون ابطال بره الدورات الاولمبيه، لما بنخش على الدورات الاولمبيه في الالعاب الفرديه بالذات بيبقى عندنا شويه مشاكل، هل ده هنشوف في الكاراتيه برضو ولا ان شاء الله نشوف ابطالنا موجودين على منصات التتويج ونضمن ميداليات اولمبيه ان شاء الله في الكاراتيه؟ الرد اللي هقوله يحبسني. لا مش عايز حاجه. عندنا مشاكل اداريه. كويس. المشاكل الاداريه دي بيترتب عليها عدم القدره على تطبيق مناهج طويله، مناهج علميه طويله الاجل. تمام. وده الوسيله الوحيده في الدنيا لتحقيق ميداليه اولمبيه، لان الاولمبياد النهارده بقت علم. مظبوط. الاولمبياد علم. طبعا. معامل. كيمياء وتغذيه ونفسي وبدني يعني الموضوع ما هواش بالبساطه اللي احنا بنشتغلها بره الاولمبياد. بره الاولمبياد الدول مش مهتمه. الشغل عشوائي زي عندنا. فاحنا بنتفوق بالعنصر البشري، لان احنا العنصر البشري عندنا متفوق. اكيد. قدراتنا والجلد والتحمل ده مش موجود بره. لكن وانس ان احنا حطينا العلم كمنهج نسير عليه كلنا علشان نحقق هدف، هم عندهم انضباط شديد جدا واداره بتحافظ على هذا الانضباط ولا تتدخل فيما هو علمي او فني اطلاقا مهما كانت الظروف. وده اللي بيخليهم ينجحوا في الموضوعات اللي خاضعه المنهج ده. اتعشم ان احنا في اتحاد الكاراتيه الاداره تساعدنا، هم بيحاولوا يبذلوا كل جهدهم لكن تساعدنا في الاستمرار على منهجه، لان مشكله العشوائيه في العمل تهد اي نظريه. اتمنى زيك بالظبط، وابذل قصاري جهدي واعمل اللي اقدر عليه، لان ده برضه في الاخر وفي الاول علم مصر في الالعاب. بالظبط. اتمنى واتعشم مع دكتور مراد عاصم ان اتحاد الكاراتيه مع وزاره الشباب والرياضه المتمثله في الوزير اشرف صبحي ان هم يشوفوا الالعاب الفرديه، انا عارف ان هم عندهم اهتمام قوي جدا بالالعاب الفرديه، اتمنى ان لعيبه الكاراتيه تكون جوه المنظومه دي باذن الله، وباذن الله ربنا يكرمهم باذن الله في 2020 ويرفعوا علم مصر باذن الله على ميداليات الذهبيه. نروح للخبر اللي بعديه وبرده لعبه فرديه اخرى، ميار شريف بطله التنس كسبت النهارده بطوله الجمهوريه. كسبت مين؟ كسبت دانا ابو حباجه، برضه لعيبه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي مسيطر على لعبه التنس، وصل الاثنين وصلوا فاينل مع بعض. ميار كسبت دانا في الماتش الاخير وكسبت بعدد 2 مجموعه 6-0 و6-1. لكن خرجوا مين من السيمي فاينل؟ ميار خرجت لعيبه الجزيره لميس الحديدي، ودانا ابو حباجه خرجت لعيبه فرح محمد لعيبه نادي الزهور. ألف مبروك ليك يا ميار، وألف مبروك لدانا، وألف مبروك للنادي الأهلي حصد الميداليات والبطولات المتوالية. نروح لآخر خبر معانا النهارده وهو كرة السلة. كرة السلة واللعبة بطل أفريقيا وبطل الدوري وطارق خيري. طارق خيري في آخر لقاء بيني وبينه بره كده قال لي هو مبسوط جدا إن الناس كلها سعيدة باللعيب كوينتن اللعيب الأمريكاني الجديد، سعيدة بيه والناس، وهو عنده رد الفعل ده. لعيبه الباسكت شغالين على قدم وساق، هو شغال ان هو ان شاء الله يحقق البطولات تلو الاخرى، اذا كان دوري اذا كان كاس. طارق خيري يتمنى الموسم ده يكون موسم حافل بالبطولات، ببطولات افريقيا ان شاء الله باذن الله. نتمنى ده من طارق، ونطلع لكابتن طارق خيري ونشوف قال ايه بالظبط عن استعداداته الموسم الجديد، ونرجع نستقبل ابطالنا، ابطال من ذهب، ابطال لعبه العاب القوى، اطاحه المطرقه، كابتن مصطفى الجمل وكابتن محمد مجدي في رمي الجلة. ونخرج التقرير وترجعوا لنا مرة تانية. إن شاء الله يكون موسم كويس. احنا بدأنا من ده الاسبوع التاني في فترة الاعداد، والفترة كلها اغلبيتها اعداد بدني، جزء منها كبير قوي في الجيم.
وحاجات خفيفه بقى، نلعب كوره شويه، ناخد تراك خفيف. دي لحد دلوقتي دي الفتره اللي موجوده دلوقتي. من الاسبوع الثالث هنبدا نخش في الباسكت، حاجات كده مهاريه انديفيدوال كل لعيب لوحده، حاجات شخصيه تخصه هو شخصيا، نعلي الجزء المهاري الفردي لكل لعيب لحد ما نخش الجزء نوعا ما نبدا نجزأ شغلنا في الجزء الخططي من ندخله في الجزء المهاري في حقيقه الدريلات، حاجات صغيره يعني. احنا بيجي لنا بلان من الاتحاد المصري كره السله، يعني احنا منتظرين اليومين دول يجي لنا جواب الاتحاد المصري اذا كان في المشاركه في بطوله افريقيا او تنظيمها. على حسب الجواب ما بيجي احنا بنكتب لمجلس الاداره احنا عايزين ننظم او عايزين نشارك، لو وافق على التنظيم بننظم، وافقش وافق على المشاركه على حسب ما يظهر ما بيدير الموضوع دوت. بطوله عربيه احنا براها، احنا في انتظار دعوه من الحريري، بطوله لبنان الدوليه دي بتعمل كل سنه، منتظرين دعوه تيجي من هناك. زائد البطولات المحليه اللي جوه مصر اللي هي الدوري والكاس ودوري المرتبط ومنطقه القاهره. احنا عامه بنستعد دايما منطقه القاهره، احنا كنا طالبين منهم من زمان ان احنا نلعب نهائيات المنطقه او ماتشات المنطقه بدري، تعتبر اكنها هي دي مباريات الاعداد الرسميه لدوري المرتبط، بدل ما انا مثلا اجي اتفق مع فرقه لعيبه ودي بيبقى ماتش شبه رسمي. دي دول بكده البلان سريع للحاجات اللي عندنا الموسم ده. ما أن من ساعة ما مسكنا الحمد لله كل سنة بنكسب بطولة أو بطولتين. نتمنى إن شاء الله السنة دي يبقى لينا حظ أكبر في البطولات، خصوصا البطولات المحلية، يبقى لينا نقدر نخش في الثلاثة. إحنا فرقتنا الحمد لله فرقة كويسة، قدرنا ندعم بإضافات على الناس الموجودة، جبنا أربع صفقات زائد لسه في محترف، في يعني بنتداول كتير قوي موضوع المحترف ده، انت عارف موضوع شائك وانت عايز واحد يجي ما تغيروش، فاحنا بنبقى في صبر عليه شويه. احنا جبنا رامي جنيدي صانع الالعاب، جبنا حاتم البحيري بيلعب 1 2 3 يقدر يلعب في اكتر من بوزيشن، جبنا مصطفى مشعل بوزيشن 3، وجبنا برغوطه بوزيشن 5 4 5، زائد محترف في نفس البوزيشن تقريبا بنسبه كبيره هيبقى بيج مان برضو. نتمنى يبقوا اضافه قويه وعلى اللي موجودين، لان انا اترد كتير قوي احنا الفرقه اتفقت على لعيبه سوبر. انا فرقتي الحمد لله كويسه قبل التدعيمات، وان شاء الله بعد التدعيمات تبقى احسن. رجعنا لكم مرة تانية مع أبطالنا الكبار، أبطالنا من دهب، أبطالنا يعني دائما مشرفينا في المحافل الدولية. معانا كابتن مصطفى الجمل ذهبية إطاحة المطرقة. مساء الخير يا كابتن مصطفى. مساء الخير كابتن، ألف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخلي حضرتك. ميدالية غالية عليك طبعا، الحمد لله دي الميدالية الرابعة ليا في أفريقيا. ميدالية الرابعة ليك في أفريقيا؟ آه. يعني هنحكي عن التاريخ ده كله، ما تاخدش الناس تلوم الرابع ميدالية، لكن أنا عارف إن التاريخ كبير ما شاء الله. ومعانا كابتن محمد مجدي وفضيه رمي الجله او دفع الجله، عشان كابتن مصطفى ما يزعلش منك، صح كده؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. قول لي يا مجدي، عملت ايه؟ جبنا الفضه ازاي؟ وصلنا لها ازاي؟ والله وكان في ظروف شويه قبل الماتش كده، كانت في اصابه في كف ايدي وقعدنا نعالجها فتره كبيره، يجي شهر مثلا او كده، وكنت رايح هناك مش جاهز قوي، بس انا كنت نفسيا عايز اكسب، يعني اخد ميداليه واتاهل كاس عالم قارات. واحنا في ماتش هناك ربنا كرم، يعني لعبت بقلب جامد كده وربنا كرم، عملت تاني وتاهلت كاس عالم قارات في تشيك، هي يعني كمان 28 يوم بالظبط. يعني محمد قبل ما تطلع انت ما كنتش عارف ان انت ممكن تحقق ميداليه؟ والله يعني انا كنت يعني كنت مثلا يعني كنت فرنج، عايز بقى اللي جوه كده. يعني كنت فرنج مثلا ان انا ممكن اجيب ثالث او ثاني بسبب الاصابه. بس اللي هو ايه، يعني هعمل عليا وخلاص، اللي هو كل الناس التانيه جامدين جدا يعني اللي بيلعبوا معانا. فهناك بقى ربنا كرم، يعني لقيت من اول رميه لقيت نفسي برمي كويس ومحاولات كلها كويسه، وقدرت يعني اعلق المركز الثاني الحمد لله يعني. مصطفى مجدي بيقول الحاله النفسيه عندي كانت كويسه هناك. هل الحاله النفسيه توصل لعيب هو يجيب ميداليه؟ اكيد طبعا. وهو كان غير مؤهب وعنده اصابه؟ كان عنده اصابه في كف ايده، ودي كانت تمنعه طبعا، وطبعا تصريح ان هو يقدر ياخد حقوقنا طبعا. حضرتك عارف ان عندنا التحاليل المنشطات وطبعا ده كله جدول، فطبعا لازم عشان قبل ما ياخد حقوقنا وياخد برشام لازم يكلم الدكتور. فهو كان عنده الاصابه دي كانت تمنعه، وفعلا معاه في الايفنت بتاعه كان فيه منافسين قويين جدا
من نيجيريا من جنوب افريقيا ارقامهم متصنفه على العالم. فهو دخل الحمد لله بقلب فعلا ربنا طبعا في الاول في الاخر معاه والحمد لله ربنا وفقه بالفضه يعني الحمد كنت لله. موجود معاه في الايفنت وهو بيلعب انا كنت موجود معاه شجعت ازاي لا تشجيع طبعا ده صريخ مش شجيع صريخ صريخ في الملعب طبعا كنت مصدق ان هو هيجيبها لا يعني انا عارف مجدي ان هو كان جاي في فضيه برضه دوره العاب افريقيه في الكونغو بس ما كانش معاه الناس دي فالناس دي جت طبعا افريقيا دي عشان مؤهله لكاس العالم فكل ابطال العالم لازم يجوا فطبعا الماتش ده كان قوي جدا بس طبعا الحمد لله ربنا وفقه الحمد لله يعني مصطفى معلش هرجعك لسؤال تقليدي انت قلت لي بحب السؤال التقليدي لكن لازم ارجعك لسؤال تقليدي قولي بدانا ازاي لازم الناس تعرف البطل ده لما بيوصل يبقى يوصل لبطل عالم او يحقق الذهبيه في بطوله عالم او في بطوله افريقيه لازم نقول للناس هو وصل ازاي يعني بدا ازاي بدايته بس يعني سريعا عشان عارف انت السؤال ده تعبت منه كتير اتفضل هي بدايتي جت في العاب القوه دي بالصدفه انا كنت لعيب سباحه وكان اخويا الكبير هو بطل مصر في المطرقه فدخلت الملعب كده وقلت عايز اجرب المطرقه عايز العب مطرقه تمام. فطبعا المدرب شافني كابتن احمد طه ساعتها شافني لا انت جسمك ما ينفعش قلت قال لي خش العب رمح ما نفعتش في الرمح قال لي طبعا انت عايز العب مطرقه فطبعا علمني ان انا اعمل مرجحه واسيب المطرقه من غير دوران فطبعا عملت مرجحه كسبت الاطفال اللي كانوا في سني بيدوروا اربع دورانات فكسبتهم من مرجحه بس فقال لي بس ده انت لعيب مطرقه ومن ساعتها بدات بقى اتعلم كم سنه كنت ساعتها 16 سنه لان انا بادئ اللعبه متاخر جدا انا بادئ متاخر يعني فهي الموهبه دي بقى الموهبه اللي بتحكم هنا بقى ان هو شاف من المرجحه ان انا كسبت اللي في سني الاطفال اللي كانوا في سني كسبتهم من المرجحه ازاي اخوك بطل المطرقه اتوحد مطرقه وانت رحت السباحه يعني انا كنت لعيب سباحه في الاهلي من زمان كويس فانا ما دخلت برضو كنت لعيب سباحه لحد سن 12 سنه وكنت في مدرسه موهوبين سباحه فلحد ما دخلت الملعب عند اخويا وشفته هو بيرمي فعايز العب اللعبه بتاعته يعني حاجه غريبه كوره وزنها 7 كيلو وربع وفيها سلكه وبيدور بيها جوه قفص فحبيت اللعبه وعايز العب اللعبه دي فطبعا بقت حاولت هنا يمين شمال ان انا احاول لحد اما كابتن احمد طه اقتنع بيا ان هو يخليني امسك المطرقه مش مقتنع لا رفيع لعيب سباحه فيمسكني الرمح فالرمح كده مش لعيب سباحه لا كده ما ينفعش السباحه قدام التدريب قول لي يا مجدي توصلوا ازاي تدريباتكم لازم نقول للناس ونوصل للناس المعلومه الناس دي انا عارف خالد العودي عارف ان انت بتتعبوا جامد جدا جدا في العاب القوه لكن الناس كلها وجميع الناس اي تحس باللعيب ده بيوصل ازاي التدريبات الشاقه صبح وبالليل وظهر وجم وكل الكلام ده عايز احكيه عايز اقول التفاصيل هو انا كان اكتر فتره اتمرنت فيها جامد جدا كانت قبل بطوله العالم في اوكرانيا كنت مع كابتن عيد كبير هو اللي مكتشفني يعني فكان بيمرني الصبح وبعد الظهر مثلا يعني حوالي 4 ساعات الصبح و4 ساعات بعد الظهر وممكن نرمي الصبح وارمي بالليل واشتغل حديد الصبح واشتغل مثلا حاجات تانية جري وفيتنس بالليل مثلا يعني كانت النوم ده بالنسبه لي فاهم ازاي يعني حاجه من عند ربنا ده الملاذ اللي انت بتجري ده الملاذ بجري فيه يعني تبدا التدريب بس يعني بس كان مفعولها رهيب يعني فعلا قعدت مثلا من 2011 لحد مثلا اخر 2012 كده بتمرن جامد جدا جيت 2013 علقت المركز الثالث العالم في اوكرانيا وده كان يعني كان يوم ما انساهوش يعني حتى كان اول يوم رمضان في 2013 في 2013 2013 كان موسم حافل بالنسبه لك ده كان بدايه الانجازات من اول البحر المتوسط 2013 يعني ده كان لنا. لا ده كان شايف ارقام قدامي ما شاء الله فتحت خير بالظبط فتحت خير عليا ان انا كانت بدايه البحر المتوسط عملت ذهبيه البحر المتوسط في ميرسن 2013 ادي واحده طبعا دي كانت اول ذهبيه تيجي من سنه 72 بعد دكتور ناجي اسعد كان الوحيد هو اللي كان جايب ذهبيه من 72 كان هو الوحيد اللي يعني كان جايب ذهبيه فعلا فدي كانت اول ذهب تيجي تاني 31 مظبوط وجاب بعديها دوره التضامن الاسلامي برضو ذهبيه برقم دورات جديد وبعديها نهايه الموسم كنت خاتم ب 81 متر 27 رقم مصر وعرب وافريقيا 81 27 ده اللي سجلته في استاد القاهره وتصنفت بيه اول عالم كان تصفيات كانت بطوله القاهره كويس وجبت 81 27 وتصنفت بيه اول عالم وجي جواب شكر من الاتحاد الافريقي ان مصطفى الجمل فجر رقم افريقيا اللي بقاله برده داخل في 17 سنه ما اتكسرش كان 80 متر للجنوب افريقي كريس فارمس فطبعا برده كان قاعد فتره ما اتكسرش فكانت سنه الحمد لله يعني ربنا كرم فيها وبدايه 2014 ذهبيه افريقيا المؤهله لكاس العالم برده ورحت كاس العالم والحمد لله ربنا كرمني ورزقني بفضيه كاس عالم قارات ودي كانت اول مره تحصل برضه في تاريخ كانت احسن انجاز لينا كان في الوزن كابتن حاتم مرسال في برونزيه ففي الرمي كان احسن حاجه كابتن عمر الغزالي كان هو سادس كاس عالم قارات فطبعا كان ساعتها انجاز ليا وكابتن ايهاب عبد الرحمن كنا انا وهو كان هو ذهبيه في الرمح وانا فضيه في المطرقه فطبعا كانت حاجه جميله جدا والحمد لله ربنا كرمنا فيها يعني في السنه دي
2013 بدأنا ب 76 متر 76 في البحر المتوسط. 77 اندونيسيا. اندونيسيا رقم دورات جديد. قفلنا 79 79 متر في بطولة الجمهورية في سنة واحدة 3 متر. ازاي اتعملناها؟ لا ده شغل سنين يعني، ده سنين شغال يعني مش السنة دي. لا لا ده شغل سنين شغال عليه ان انا اوصل لل 81 حتى. لل 81 وطبعا ده شغل برضو لسه شغال عليه لحد اولمبياد طوكيو 2020. لسه هنروح لطوكيو بس يعني عايزين نعرف 3 متر دول انت قلت شغل سنين. شغل سنين ده عباره عن ايه؟ اكل والنوم وفيتامينات ومعسكرات وماتشات واحتكاك مع الناس بره وحمل، فطبعا كل ده هو لود عليا لحد ما اوصل للرقم ده، لحد ما ازيد الطفره بتاعتي دي. هي الفورمه بتيجي من 2 ل 3 متر في السنه، وهي كانت الفورمه بتاعتي جت من 76 ل 79 متر. تمام يعني انت كنت السنه دي ماشي في التدرج الطبيعي. التدرج الطبيعي بتاعي بتاعك. تمام. طب قول لي يا مجد، يعني ما معسكرات تدريبات، احنا في الهاندبول بنسلي بعض زي بيقولوا، انت في الالعاب القوه منك لرمي دفع الجله كويس، قول لنا بتقضي حياتك ازاي؟ يعني اكيد في حاجات بتتشال منك في الحياه، خروجات، سهر، يعني كل الحاجات الطبيعيه. ازاي البني ادم عنده جوه دماغه ازاي عايز يكسر الرقم؟ قول لنا ازاي. عموما اصلا يعني فكره ان انا مثلا يعني من ساعه بدات اللعبه دي، فكره ان انا مثلا اخد لي اسبوعين مثلا اروح عين سخنه ولا اقعد كده، دي صعبه. او مثلا ايه اخد خميس وارجع الجمعه بالليل. مفيش فورم ساحل ولا خالص. لا والله يعني اروح مثلا الخميس وارجع الجمعه بالليل عشان الحق التمرين يوم السبت الصبح، يعني مفيش خالص يعني ان انا اقعد وقت كبير مثلا برفه يعني. مفيش هو بس كل وقت عندي ان انا بالتمرين، ولو في دراسه طبعا بيبقى في دراسه معاها، وبيبقى التمرين عندي اهم من الدراسه برده. ببقى مركز بطريقه يعني رامي كل حملي على التمرين، يعني رامي كل حلمك على التدريب. الاربع ساعات كل حاجه. هو الحمد لله وهو ده اللي وصلني انا. يعني كان كل سنه برده بيبقى لي ارقام جديده كويسه. انا يعني مثلا انا لو رميت السنه دي مثلا 22 بال5، اجي السنه اللي بعديها ارميها بال6، السنه اللي بعديها يعني ان شاء الله ربنا يكرم بقى بال7. ناوي ال7؟ ان شاء الله. طيب قول لي، بعد ما سيبنا كل ده عندنا دراسه وعندنا رياضه. بص مش مشكله، انا عايز اعرف الحقيقه. هنقول للناس الرياضه بالنسبه لك شيء مهم جدا وده الاساسي في حياتك، وانت قلت لي ده رقم واحد. طب دخلنا في الدراسه، اخبار دراستك ايه؟ بتدرس ايه؟ انا بيزنس في الجامعه الكنديه، بس هو اصلا فيها كلها انا كنت هندسه. كويس قوي. وقعدت ترم وحسيت ان انا هسيب الرياضه يعني. ليه؟ ما عرفش اوقف. بس انا ما سبتش الرياضه. لا ما اقدرش اقول. ليه؟ طيب قول لي ايه اللي حصل في هندسه؟ في مشاكل حصلت في الدراسه؟ حسيت ان انا لازم كل وقت يبقى في هندسه وافضل مركز، ودكاتره بيرخموا شويه مش عارف ايه. فاضطريت ان انا الترم الثاني اقوم احول من هندسه خالص. حاولت قلت بقى اجي بزنس تبقى اسهل شويه وان انا اعرف اتمرن. ما اصل لنا سنه في بزنس؟ اخر سنه السنه دي ان شاء الله. واخر سنه؟ هتحترف اللعبه؟ يعني هخلص بقى السنه دي وخلاص وانتهى الموضوع. وعارف بقى تركيزي كله عادتي على حياتك، عقود بقى وفلوس وكده. يا رب. عندكم احتراف؟ لا مفيش احتراف عندنا. ايه؟ الالعاب الفرديه؟ يعني دايما اعرفهم ان هو يقدروا يسافروا المانيا، يسافروا بره مصر. بيلعبوا في الدوري المصري، بيلعبوا في دوريات ثانيه اخرى. العاب القوى فيها ده؟ لا ما فيهاش يعني. او ممكن يكون فيها بس انا ما يعني ممكن ما شفتش او ما. لكن في ممكن لعيب يعني كان معانا زميلنا بيلعب برضه باسم نادي في الامارات وبيلعب باسم نادي هنا في مصر. هي دي؟ يعني كانت هي دي، بس هو بيروح لهم يلعب ماتش بس ومش احتراف زي الكوره. تمام. يعني الكوره بيبقى محترف في نادي هناك وبياخد منه، لكن هناك لا، عندنا ممكن يروح يلعب الماتش ياخد مكافاه الماتش بس ويمشي. ما هو الالعاب الفرديه هي بتعمل كده زي ما قلت بالظبط، هو بيلعب البطوله مع بلد ما. مش باسم البلد، باسم نادي. باسم النادي في البلد بالظبط. ممكن يكون موجود في العاب الكوره ده. ممكن يكون موجود. لا هو موجود فعلا، بس انا يعني ما كانش ليا سكه في ان انا لقيت سكه ان انا العب في اسم نادي يعني. لو جالك احتراف هتحترف؟ اكيد طبعا. اكيد. هتسيب النادي الاهلي؟ لا مش هسيب النادي الاهلي. معايا النادي الاهلي ده بيتي، ما ينفعش اسيبه اروح فين. بيمثلك ايه في حياتك؟ لا كل حاجه، بقول لحضرتك انا موجود فيه من ايام ما كنت قد كده بلعب سباحه فيه. بتلعب سباحه؟ وانا موجود في النادي الاهلي. ملاعب تجري على الملعب تتفرج؟ مفيش. ما اعرفش اي نادي غيره، خلاص هو ده بيتي يعني. السبب محمد اللي هو وداك الجول؟ وداك المقصود؟ هو محمد هو اللي شدني المطرقه لما شفته بيلعب مطرقه، هو اللي شدني ليها. وانا والدي اصلا كان لعيب فولي يعني اول اللي كان نفسه. كنت بتلعب سباحه؟ بابا فولي. محمد مطرقه. لا قول لي حكايه الفولي ايه وازاي ما دخلتش برضه بقى على الفولي. يعني كل الناس في الوقت اللي احنا فيه ده ابنها يعني، انا مثلا لعيب هاندبول
لازم يلعب هاندبول. انا ابني الحمد لله مش بيلعب هاندبول. فالقصه ازاي بابا ما ودكش؟ لا هو حاول معايا وانا حاولت. قول لنا حكايه ازاي. يعني والدي كان لعيب فولي وكان هو ضابط شرطه اساسا كمان. فلعب ازاي ازاي جريت منه ولعب اولمبياد لوس انجلوس 84 ما شاء الله. فكان نفسه ان حد فينا يطلع يلعب فولي بس طبعا مفيش حد فينا حبها خالص. ما يعني رحت جربت فعلا جربت ما حبيتش خالص. قعدت قد ايه هناك؟ ده ما كملتش شهر شهرين وكانوا حاطيني بصير يعني. كمان فانا ما حبيتش. لما كبرت ما زعلتش اللي انت ما رحتش بلعب فولي؟ لا ما زعلتش ولا حاجه يعني. انا ما حبيتهاش. لو حبيتها كنت هادي فيها وهقدر ان انا ادي فيها. لكن السباحه كنت برضه حاببها وكنت بادي فيها. لما دخلت عالم العاب القوه حبيتها واديت فيها والحمد لله وصلت فيها. لازم اكون حابب الحاجه من جوايا عشان اقدر ادي فيها. مظبوط. بس فهو ده النقطه دي. حب الشيء نفسيه اللعيب حاجه مهمه ليها. بتواجهنا صعوبات اكيد في الحياه وتواجهنا صعوبات جوه اللعبه. ايه الصعوبات اللي بتواجهك؟ هي رقم واحد اصابات يعني. اصابات. وبعدين الاصابات بتيجي في وقت مثلا ايه يعني مثلا مش وقت اعداد. تلاقي اعداد خلص مثلا ويجي ماتش وتلاقي الاصابه جت قبل الماتش على طول. تلاقي الدنيا اتلخبطت كده ومبقاش واحد عارف يلحق يعمل ايه ولا يلحق يعالج نفسه ازاي ولا ياخد مسكن مثلا ولا يعمل كده. بس انت قلت لي ان المسكنات او مصطفى قال لي المسكنات فيها مشاكل. واو ده اللي انا عملته بالافريقيا يعني. ابتديت اروح اعمل يعني عذر مرضي ان انا اخد مثلا حقنه معينه بحيث انها تتبعت للاتحاد الدولي بحيث ان هم يبقوا عارفين ان انا معايا عذر عشان لو حللت ما يحصلش مشكله. سؤال مهم. قبل ما تاخدها بتبعت للاتحاد الدولي عشان يديك موافقه الاول؟ يعني لو تبعت الاتحاد الدولي عشان يقول لك اوكي كونفيرم ترجع تاخد حقنه. اخد حقنه عادي. بحيث ان انا لو خدتها وحلل لي مثلا حد وانا مش عامل عذر ده بيبقى فيها وقف سنتين ثلاث سنين كده. بلاش. الا دي. طب قول لي ايه الصعوبات اللي انت شايفها عشان نقدر نوصل ليك في طوكيو مثلا 2020 يكون عندنا ميداليه؟ يكون عندنا ميداليه. انا عايز يعني عايز يبقى يعني في قول لي عايزك مش بره الهوا جوه الهوا. يعني يكون في دعم اكتر يعني. انا نفسي اطلع معسكرات مثلا 3 شهور مثلا 4 شهور الف العب ماتشات كتير كده. موجود في السباحه الكلام ده؟ موجود في السباحه. يعني عندنا ابطال اعتقد يا مصطفى عندنا ابطال في السباحه موجودين في امريكا بدعم من الدوله. كل الاتحاد الا ما اعرفش اتحادنا ايه اللي حصل فيه يعني. احنا كنا زمان كنا نطلع معسكرات وكان اي معسكر بقول رايح الدوله دي بطلع فيها كان الكلام بيتنفذ على طول وبروح ما كانش في حاجه بتتاخر. دلوقتي ما اعرفش ايه اللي حصل. مفيش معسكرات يعني. احنا كنا تاني احسن اتحاد بعد رفع اثقال في البحر المتوسط في الميداليات اللي جبناها. تمام. فانا ما اعرفش ايه اللي حصل. كان في دعم مع المجلس القديم. فايه اللي حصل مع الدعم مع المجلس ده انا مش عارف. لا في فلوس ولا في معسكرات. انا محتاج الراحه النفسيه من كل شيء من العامل المادي والنفسي والمعنوي ان انا اكون مستريح ان اقدر اوصل بالميداليه. ان بعد كده اجي اتحاسب لو انا لا قدر الله ما عملتش ميداليه. يعني انا وفرت لك كل حاجه من الماده من الراحه النفسيه. انت دماغك مستريحه راح تلعب الماتش وانت مستريح. ما عملتش ليه ميداليه؟ ايه ظروفك؟ لكن انا مفيش حاجه توفرت لي لا معسكرات فيتامينات اخد شهرين ما اخدش. هقف عند كل ده مفيش فلوس. نقف عند النقطه معلش نقسمهم بس عشان ايه نعرف ناخد قرار كلام مظبوط. بالنسبه للمعسكرات انت اللي بتختار ولا المدير الفني بتاعك اللي بيختار؟ لا انا اللي بختار المعسكرات اللي يعني مثلا انا بروح اعسكر في بلد معينه كويس وبقدر العب التشالنج بتاعي. بناء على ايه؟ يعني بتختار ازاي؟ يعني انا النهارده اللي في الهاندبول مثلا بيكون في مدير فني بيقول هنطلع مثلا سي كرواتيا لان كرواتيا لعبه كبيره في الهاندبول. فالمدير الفني بيختار فبنطلع معسكر بنلعب مع فرق كرواتيه. لكن بالنسبه لكم؟ بالنسبه لي انا بشوف مثلا دلوقتي مثلا انا مش مرتبط بالحته دي يعني مشوفش بطل العالم او مين اللي جاب بطوله العالم فانا اروح اقعد معاه. لا مش كده. انا بنقي مكان بعيد عن الناس. تمام. بس مكان كويس فيه نومه كويسه اكل كويس ببقى متواجد فيه بعسكر فيه بقى مده 3-4 شهور بتوعي بتوع الصيف اقدر العب التشالنج بتاعي اقدر اطلع من البلد دي اروح اشارك. ان طبعا جوه اوروبا الدنيا سهله بدل ما اكون في مصر ويجي لي تذكره تبقى غاليه جدا اروح اطلع وارجع تاني على مصر. لكن جوه اوروبا بروح الماتشات بتاعتي لان انا بحتاج العب مثلا 10-12 ماتش قبل ما اشارك في اولمبياد او كاس عالم بكسر الرهبه بيني وبين الناس دي. يعني زي ما مجدي كان بيقول دلوقتي ان هو عايز يطلع معسكرات لازم يشوف الناس دي قبل ما يشارك معاهم في الاولمبياد. انا خسرت سنه 2011 من الناس دي مع اني كان رقمي زيهم وقريب منهم. خسرت ان انا خفت منهم. انا فجاه اتحطيت معاهم في ماتش. ايه اللي كسر الرهبه دي؟ لما شاركت معاهم في ماتشات ماتش هنا بقيت اخسر في الاول اخسر في اللي بعديه كسبت بقت ماشيه معايا العمليه والحمد لله بقت كسبتهم كسرت الرهبه. جيت في كاس العالم عملت ثاني عالم قارات خلاص وكان فرق بيني وبين الاول اللي جايب اولمبياد لندن 10 سنتي. مظبوط. فالرهبه كسرت بيني وبينهم. فهو ده لازم الدعم معسكرات الراحه النفسيه يكون يعني بالنسبه للمعسكرات بنطلب من وزاره الرياضه من الدكتور اشرف صبحي دعم لعيبه العاب القوى
كان قبل كده الدعم موجود وقبل كده الناس كانت بتاخد معسكرات. دلوقتي اللعيبه نفسها هي اللي بتقول ان احنا محتاجين معسكرات ازيد شويه. اعتقد دكتور اشرف صبحي سمعنا او هيوصلوا له. اعتقد ان احنا محتاجين الدعم ده للعيبه لان دي مش لعيبه النادي الاهلي، دي لعيبه مصر، دي اللي هتحقق لنا ان شاء الله باذن الله في طوكيو 2020 باذن الله ميداليات نفخر بيها كلنا ونتباهى بيها كلنا قدام العالم. قول لي يا مجدي، المعسكرات دي شيء اساسي وشيء مهم بالنسبه لك؟ طبعا، هو الفكره كلها زي ما قال كابتن مصطفى، يعني في رهبه بتبقى جامده. مثلا لما جيت لعبت دوره العاب بحر المتوسط لعبت مع ناس اقوياء كنت خايف. قول لي بس، عشان بس الناس مش عارفه عن ايه رهبه. الناس برضو لازم نقول لجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر ايه رهبه، يعني ازاي انت داخل الملعب. انا حاسسها كذا مره وانا بلعب برضو هاندبول، لكن قول لنا ايه الرهبه اللي بتحس بيها. هو الرهبه بالنسبه لي بصيتك ليهم، يعني الرهبه بالنسبه لي انا مثلا كنت صغير قاعد بتفرج على ناس في التلفزيون بيلعبوا كبار وبتفرج عليهم ومستمتع بيهم، مره واحده بتفوزيهم راح تسلم عليهم وتقعد جنبهم وبسلم عليهم وبلعب معاهم زي زيهم في الدايره كده وبرمي وكل حاجه. فطبعا بتخض، يعني اول مره العب معاهم هم كلهم بيلعبوا مع بعض تمن، يعني زي ما كانت مصطفى وقاعدين في حته واحده بيقعدوا يلعبوا ماتشات ويرجعوا مع بعض خلاص اتعودنا زي اصحاب بنبقى الامور تمشي. يعني انا بداخل في وسطهم كده طبعا ببقى مخضوض، يعني هي دي الخبره اللي احنا بناخدها في الاحتكاك. وهو ده اللي يجيب ميداليه في العالم. يعني لما كنت لعبت معاهم كذا مره باجي العب معاهم في بطوله العالم بقى لما فيش رهبه خالص، حتى الجمهور والحاجات دي اتعودت على شكل الجمهور، اتعودت على شكل الملاعب على كل حاجه. يعني اكيد هنا في مصر مش جمهور برده مش زي اوروبا، يعني اكيد عندنا جمهور مفيش اولياء الامور بس اولياء الامور تعبانين معانا. هم دول الجمهور تعبانين، لكن بره لما نخش الاستاد كله مكتمل خلاص مفيش مفيش كرسي الا العاب فيه. فطبعا دي رهبه لوحديها ان داخل الاستاد فجاه لقيت جمهور حواليا، فدي بتخوف. طب وقفنا عند نقطه المعسكرات، هنخش على الفيتامينات. مصطفى بيقول لي شهر ياخد وشهر يعني ما اخدش. قول لي ايه الفيتامينات لنا؟ لا هي في مكملات غذائيه كده بتاخد زي بروتين كرياتين حاجات كده، وفعلا احنا مثلا بناخدها مثلا مره في السنه. يعني انا نفسي باخدها مره في السنه تقريبا. يعني مره في السنه؟ يعني مثلا اخدها مثلا شهر مثلا كده، يعني حاجه كافيين شهر. ايوه بعد كده يحصل مشكله في الالتهاب مثلا، ما يكونش في فلوس ولا حاجه افضل قاعد عليها مثلا. محمد ما ينفعش، انت دي مكملات غذائيه انا عارف هي بتاخد يعني كورسات بتتاخد سنويا صح؟ هو والدي بقى ربنا يكرمه، يعني والدي هو بابا بيدفع. هو اللي بيدفع. طب ما دي حاجه كويسه. والله عرفت الراجل الاب بيتعب ازاي؟ والله العظيم ربنا يخليه. قول لي كده خلصنا المعسكرات وخلصنا الفيتامينات، ايه كمان؟ ايه المشاكل؟ الراحه النفسيه من ناحيه الماده، يعني انا متجوز وعندي بيت وعندي اولاد. بتصرف منها متفرغ، يعني لولا النادي الاهلي ها انا كنت بطلت رياضه. والله العظيم انا بقول لك بصراحه انا كنت بطلت رياضه خلاص. ما هو طول عمر الاهلي كده، طول عمر الاهلي لعبته، يعني هو اللي بيدفعهم لقدام. دي حقيقه. فطبعا انا لولا ما كنت بطلت رياضه، ان ما فيش اصرف، عندي ولدين وبيت واكل بيتي غير اكلي انا، يعني غير اكل اللي انت اكلك مختلف 100% غير اكل انا. فطبعا انا هصرف منين وحاجه في الدنيا؟ عندي مدارس، عندي حضانات، طب ما هجيب منين؟ ما فيش دعم. ما بتشتغلش حاجه ثانيه؟ ما عنديش، انا مفرغ، انا لعيب محترف. يعني بتمرن صبح وليل، واحيانا في الاعداد بيبقى ثلاث فترات. طب ما انا هجيب وقت منين لو انا هشتغل؟ فانا مفرغ للرياضه، فلازم يبقى في تقدير. حتى يعني انا كنت طلبت من المهندس خالد عبد العزيز زمان بعد كاس العالم، قلت له انا عايز شغل. يعني انا مش شرط دي مرتب، بس حطني في شغلانه بعد ما اسيب الرياضه يبقى في شغلانه موجود فيها. حقك. ما فيش حاجه حصلت ولا اي حاجه. هي المشكله كلها ان احنا لازم نقول حاجه مهمه، لو انت رحت اشتغلت دلوقتي مش هتطلع بطل عادي. خلاص خلينا بس نتكلم كلام منطقي شويه. حقك ان انت الدوله تشوف لك شغل، دي 100% انا معاك، لكن فعلا المشكله كلها ان انت بعد ما تبطل بتبقى بتروح بقى مدرب او اداري، انت مش محتاج تعمل ده، انت تربيه رياضيه. صح. محتاج تشتغل بالشغلانه بتاعتك. صح. نتمنى يعني اتمنى ان ده يحصل، واتمنى ان الوزير اشرف صبحي هو سمعنا بنقول له يعني نظره الى لعيبه العاب القوى، يعني فعلا هم ابطال. فنظره مره ثانيه، معلش احنا بنتقل شويه، بس لازم نقول لحضرتك ان دي نظره لفريق لعيبه العاب القوى، هم ابطال مستنيين منهم ميداليات ذهبيه ان شاء الله في طوكيو. يعني من هنا بنقول ان احنا منتظرين ميداليات ذهبيه في طوكيو باذن الله. قول لي مجدي، المرحله الجايه هنعمل ايه؟ معلش في دعم؟ مفيش دعم؟ احنا محتاجين ميداليات. طبعا بالظبط. دلوقتي الفتره دي طبعا انا مركز على كاس العالم قارات. تمام. يمكن دي حاجه يعني كان احسن حاجه حصلت السنه دي ان انا اتاهلت كاس عالم، يعني انا اروح اشوفهم والعب مع ناس كبار اتفرج عليهم برضو يعني. تمام. والسنه الجايه بقى في بطوله عالم. كويس. بطوله عالم وفي دوري عالم. كاس العالم اللي جاي في شهر 11. لا 10 الشهر الجاي. الشهر الجاي 9 الجاي على طول. 9 9
9 وانت قاعد معايا فاضل بالظبط 26 يعني سؤال بس 9 وانت قاعد معايا ما اتمرنش هو خلصت منه جيت والله كويس طبعا انا عارف يعني لكن شهر 9 الجاي باذن الله هي كاس العالم وهو ده اخر ماتش اخر ماتش مهم بالنسبه لك السنه الجديده هيبقى في دوره العاب افريقيه كبار في المغرب المغرب كويس وفي معلش في شهر 6 تقريبا 10 شهر 10 كويس وعندنا في دوره عالم كبار دي اهم واحده دي المهمه بالنسبه لك دي اهم حاجه بالنسبه لي وعايز اعمل فيها رقم واجيب ميداليه كمان يعني هو ده التارجت بتاعي دلوقتي يعني قول له بوش يدي حلو معانا شويه يعني رب يستحملني بقى هيستحملك خلي بالك اولياء الامور تعبانين يعني انا بكلم بصراحه اولياء الامور تعبانين جدا في دعم من الصغير لغايه ما اعتقد هو من ساعه ما كنت صغير وانت بتلعب يعني لغايه دلوقتي هو اللي ماشي معاك هو المشكله مثلا ايه ان انا يعني مثلا هو بيدعمني لحد ما وصل لبطل العالم بقيت بطل عالم ايه اللي حصل لسه بيدعمني لحد ما بقيت مثلا ايه بقيت بطل في الكبار طب ما في بقى ايه اللي بقى في حته كده مصر خلاص بقى حاسسني مش موجود قول لي طموحنا فين 86 متر و37 صح عشان انا مش حافظ 74 كان بينها قدام 74 86 متر 74 توصل ازاي ما شاء الله عمال تحقق ارقام من ساعه التاريخ بتاعك وهو طالع ارقام قول لي 86 متر نحققها ازاي نكسرها ازاي 29 سنه تمرين ان شاء الله 29 سنه كتير بقاله فتره فعلا الرقم بقاله 29 سنه ما اتكسرش فطبعا هو ان شاء الله يتكسر مفيش حاجه بعيده عن ربنا انا كان عندي ال 81 دي او رقم ال 80 كان حلم بالنسبه لي وكنت اقول لنفسي انا مش هرمي 80 بس طبعا الحمد لله لقيت نفسي ان انا رميت 80 81 27 عرفت نفسي ان خلاص مفيش حاجه اسمها ان انا احط لنفسي سقف واقول خلاص انا وقفت هنا وده حدي مش هقدر اكسر انا كان رقم ساعتها 76 و77 وقلت مش هرمي 80 دي خالص والحمد لله جت 81 وكسرت رقم افريقيا عرفت ان مفيش سقف انا ما احطش نفسي حد اقول لا انا مش هقدر اعديه يبقى ان شاء الله هقدر اكسر ال 86 يعني السقف 90 يا رب ما انا كله على الله انا بتمرن وبعمل اللي عليا عجبني روحك قوي فالحمد لله الحمد لله يعني حب للعب عجبني الروح اللي انت فيها مع ان انت عندك مشاكل كتيره حب للعب انا لو قعدت يومين ما اتمرنش اتعب نفسيا فلازم انزل اتمرن حتى لو انا مصاب انا كان عندي اصابه قعدت فيها فتره كبيره 3 سنين فتعبتني نفسيا قول لي مراتك في البيت بتساعدك ازاي لا من كل حاجه والله من الاكل من هدوم خلي بالك عشان الناس لما تروح برضه يبقى كلمتين كويسين برضه على الهوا والله يعني اكيد تسمع كلام انا قول لي عندك اولاد مين عندي ياسين الكبير عنده 3 سنين ونص وعندي يوسف سنه واربع شهور هتلعبهم مطرقه والله انا نفسي الحال يتغير مش هتلعبهم صح يعني والله انا شايف ناس كلها كوره انا شايف ناس كلها نفسي عيالي يطلعوا برضه يلعبوا زيي عايزهم يلعبوا رياضه انا عايزهم يلعبوا زيي عايز لكن مش مطرقه مش شرط انا عايز العب طبعا نفسي اديهم خبرتي في العاب القوه انا عايز اديهم خبرتي اوصلهم يبقوا ابطال عالم ازاي بس طبعا انا مش شايف ان انا مش شايف انت هتنور قول لي يا مجدي متجوز طب خاطب صح لسه 22 قول لي ايه بالظبط طب قول لي الاسره ايه كريمه لبابا اقول له بابا يعني ربنا يخليك ليا والله ان هو مستحملني لحد دلوقتي في كميه المصاريف اللي عمال يصرفها على الرياضه وعلى الدراسه وعلى كل حاجه دي وبرضه بشكر والدتي يعني ده الجندي المجهول والله صح؟ فعلا تغذيه بقى فاهم ازاي امي الله يرحمها كانت كده والله هي الجندي المجهول دي حقيقه تغذيه بقى ربنا يخليه يا رب الحمد لله يا رب كلمه اخيره كده في كلمات سريعه تقول لي النادي الاهلي البيت ده البيت بتاعي ما اقدرش استغنى عنه خالص يعني لجماهير النادي الاهلي يعني شايفيننا يعني انا نفسي في جماهير النادي الاهلي انا عارف ان في بعض منهم مش كلهم بيبقوا متابعين العاب فرديه يعني كله بيبقى متابع للكوره يعني انا عايز برضو جماهير النادي الاهلي وفي برضو نظره للالعاب الفرديه دي هترفع من النفسيه زي ما مثلا اللعيبه بتوع الكوره بيحتاجوهم في الماتشات ان هم واقفين معاهم وبيشجعوهم ده بيرفع من روحهم المعنويه في الملعب انا عايز برضو جماهير تبقى واقفه كده ترفع من روحي مصطفى قول لي لو دخلت ملعب الالعاب القوه ولقيت في الاستاد بتاعك انت بتلعب في العاب في ملعب الكوره في الاستاد ملعب الفرعيه ولقيت 40 50 الف هيغمى عليا على طول خليك كده طيب يعني بجد نورتوني وشرفتوني بس برضو عايز اسالك انت كلمه اخيره برضو للنادي الاهلي لا لا هو زي ما كابتن مصطفى برضو هو بيت انا يعني كده العيله كلها اعضاء يعني من زمان جدا يعني هو المكان اللي بنخرج فيه على طول وبنقعد فيه والعكس انا نفسي فعلا اخش ماتش كده الاقي فيه جمهور يعني جمهور اهلي بيشجع ده نفسي نفسك والله بجد يعني فعلا بجد الاقي فيه جمهور كده واقف بيشجع اكيد هيبقى ده دافع قوي يعني كلمه اخيره لمدربينك اللي احنا ما ذكرناهمش فانا بعتذر انا ما ذكرتش المدربين قول لي كلمه اخيره لمدربينك انا اصلا قعدت يعني 10 سنين اتمرن مع كابتن عيد هو اللي يعني جابني من الصفر وطلعني لحد 20 متر بسبعه ويعني كان كل فضل ليه دلوقتي
وانا دلوقتي في مرحله جديده شويه، بقيت مع رحت اتمرنت في منتخب مصر مع كابتن ياسر فتحي، وبتمنى ان يكون بقى يعني الفتره دي عليا حاجات احسن ان شاء الله وارقام احسن يعني. باذن الله مجدي، باذن الله مصطفى، نشوفكم على خير ان شاء الله. وكنت سعيد ما يعني اللي انتم موجودين معايا النهارده جدا، وفعلا لقاء كبير من ابطال نجوم مصر ان شاء الله. ان شاء الله ابارك لكم باذن الله في طوكيو في 2020 واقول لكم ميداليات ذهبيه لمصر ونفخر بيها في النادي الاهلي. شرفتني. شكرا مجدي. شكرا مصطفى. ربنا يخليك كابتن خالد. اشكرك. شكرا لكل جماهير النادي الاهلي، شكرا لكل اللي تابعونا النهارده، بشكر زملائي ايهاب الخطيب وامير هشام، وتابعونا واستنونا دايما وابدا على الاهلي الليله كل يوم من الساعه 7 للساعه 10 والاهلي الليله. شكرا لكم.